مساء الخير، تحية رياضية، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الأسبوعي من بالمكشوف سهرة الرياضة على قناة حنبعل. أكيد اليوم في برنامجنا عديد المواضيع، استضافة وتكريم للبطلة حبيبة الغريبي، أكيد وصيفة الألعاب الأولمبية لندن 2012، وصيفة بطلة العالم 2011 وثالثة المتوسط 2009 ألقاب بالجملة. إن شاء الله في انتظار ذهبية في السنوات القادمة حبيبة الغريبي، بشكون ضيفة رئيسية الليلة. سنتحدث أيضا عن ألعاب القوى للمعوقين وتألق تونسي جديد في الألعاب الأولمبية الميزية، 19 ميدالية منها 9 ميداليات ذهبية، 5 فضية و5 برونزية، وأكيد امتياز كبير للعدائين التوانسة، خاصة وأنه شاركنا كان في رياضة ألعاب القوى، من 21 رياضة كانت موجودة في هذه الألعاب الأولمبية، وإحنا جينا الخامسين في اختصاص ألعاب القوى. إن شاء الله سي علي حرزالة رئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين يكون موجود معنا، لأنه الآن في مطار تونس قرطاج لاستقبال الأبطال عايدين من لندن. سنتحدث عن النجم الرياضي الخلادي والوضع الصعبة في أسفل ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، علاش وصلت الوضعية لهذه الحال، وشنو هي الحلول لإنقاذ النجم الرياضي الخلادي. سنتحدث أيضا عن الرابطة الوطنية لكرة القدم الهاوية، أكيد الأندية تنتظر خاصة بعد تنصيب المكتب الجديد، أكيد برشا مشاكل في هذه الرابطة. إن شاء الله نبدأ موسم جديد ونظيف في كل البطولات، من الرابطة المحترفة الأولى إلى الرابطة إلى كل الأقسام. هذا بالإضافة إلى بعض المواضيع المتفرقة. سعيد جدا باستقبال حبيبة الغريبي. حبيبة مرحبا بك. عسيمة مرحبا بكم الناس كل. أنت تو وليت حبيبة كل الملايين وما عادش غريبة على التوانسة. إن شاء الله الحمد لله. أول حاجة نحب نحيي الناس كل اللي فريمون معناها فرحوا، خاطر فرحة كانت فرحة تونس كاملة، دونك فرحانة برشا اللي نورت تونس، الشعب التونسي كامل، المرأة التونسية كانت حاضرة على المحافل الدولية. دونك ألعاب أولمبية هذه من أكثر معناها من أكبر المحافل اللي تكون فيها معناها رياضة، دونك رياضة الكل شاملة. تونس كانت حاضرة ونورنا تونس كيف ما أنا. أول امرأة تونسية تحرز ميدالية أولمبية، هذه نسيتها. أي تاريخية بالنسبة لي أنا، الحمد لله معناها دخلت التاريخ، دونك حاجة بالنسبة لي أنا تشرفني معناها كبيرة برشا، فخورة بها، وإن شاء الله ما نكونش كان أنا معناها ندخل التاريخ، علاش ليه أنا مش كان معناها حبيبة الغريبي تحصلت تنجم تكون امرأة أخرى ولا شابة أخرى تنجم تكون في التاريخ الميدالية الأولمبية، علاش ليه؟ بيان سور هذيك يكون معناها بتشجيع الرياضة التونسية سيرتو الرياضة الفردية، دونك إن شاء الله يكون عندهم معناها برامج في باش يتلهوا اكثر بالرياضه النسائيه. ان شاء الله نرجع نحكيو معاك حبيبه، اكيد السهره متواصله معاك. سي صادق قروز امين الصحفي بجديد البيان، مرحبا بك سي صادق، شرفتنا بوجودك. مرحبا بك ومرحبا بسيد النظاره وبالمكشوف بصفه خاصه. شكون موجود معنا ان شاء الله تيله هذه الحصه باش نحكيو في برشا مواضيع، ابرز المواضيع اللي تحدثت عليها في بدايه الحصه. مرحبا بك نادر داوود، مرحبا، مساء الخير. تحيه ليك لبيب، تحيه لكل خيم بفلاتوس، وعادية جدا أن نكونوا بحثنا بطلة أولمبية شرفتنا ونوذت تونس. تحية لكل السادة المشاهدين، وتحية خاصة الليلة لصديق عزيز عمره 7 سنوات اسمه حسان، محب على الدوام لبالمكشوف. يعطيك الصحة وتحية لحسان، إن شاء الله ديما فرحان حسان كي شاهد بالمكشوف. مرحبا بك طارق العلامي، مساء الخير. أهلا وسهلا لبيب، مرحبا بزميلي نادر، مرحبا بضيوفنا الكرام، تحية خاصة لحبيبة المرأة اللي نورتنا ورفعت راية تونس. وبلاتو بالمكشوف يستضيف الأبطال، وإن شاء الله نقعدوا في التتويجات مش نقعدوا ديما منورين عنا على شنو نحكيو، دون المشاكل والإشكاليات والسرقة والنهبة نحكيو على حبيبة الغريبة. خير برشا. خير أكيد. أيضا سعداء إن شاء الله باستقبال بعد قليل سي سامي مامي، نائب رئيس النجم الرياضي الخلادي موجود معنا في الكواليس، تحية لي. أيضا سي حسين الزيان رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم الهاوية، مرحبا به أيضا، إن شاء الله باش يكونوا موجودين معنا اتباعا. وسعيد جدا الليلة باش تكونوا معنا زميلتي وصديقتي أمال الحداد، مرحبا بك مكان شاكر الكنزاري اللي موجود مع بعثة ألعاب القوى للمعوقين الوفد التونسي اللي يرجع حاليا إلى تونس. أمل مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا بك لبيب، مرحبا بالضيوف اللي حاضرين معنا اليوم في البلاتو، تحية خاصة للبطلة حبيبة الغريبي.
كالعادة لبيب المحاورة متاعنا ما تغيرتش. سؤال حست اليوم يقول معناها من هو حسب رأيك الأجدر بحراسة مرمى المنتخب التونسي إذا خيارت معز بن شريفية أمبيكا واحد، إذا خيارت فاروق بن مصفى أمبيكا اثنين على الاس ام اس 78 87. وكالعادة عناوين الحسم متاعنا ما تغيرتش، عن طريق الهاتف 70 944 944، عن طريق الفاكس 71 759 477، وهو رقم خاص بمصلحة الرياضة بقناة حنابعد، الاس ام اس 87 87، او عن طريق الايميل sport@nibaltv.com.tn. وهذا في انتظار تفاعلات السادة المشاهدين في مختلف المواضيع اللي طرحتها يا لبيب. حاجة بركة لبيب، وصل لنا فاكس من قدماء لاعبي سكاك الحديد الصفاقسي وقدماء لاعبين صفاقس اللي نظموا مقابله وديه نهار الخميس بالتعاون مع قدماء اللاعبين القدامى زاد القوي في القفصه، نهار الخميس العشيه ملعب عامر القرقوري. دعوه مفتوحه للمسؤولين القدامى وجدد والمدربين ورؤساء الجمعيات في الجهه وجميع المداخيل اللي باش اللي معناها جميع المداخيل اللي باش يحصلوها باش يقدموها لعائله المرحوم سامي الدوري. بادرة بادرة طيبة يعطيك صحة أمل. أكيد الليلة ما عندناش دخلة، هذا خبر صار من الأول، أما عندنا لقطة الأسبوع من خلالها باش تكون دخلة جماعية. نادر قاعد يستنى، نمشيو لقطة الأسبوع ثم نعود. أثر كبير من وليد كتيلة، كما قلنا ميدالية ذهبية، هما 9 ميداليات ذهبية في الحقيقة، تألق كبير لرياضة ألعاب القوى. هو مش في هذه الألعاب فقط، ولكن منذ أول مشاركة في دورة 88، وأكيد العلم التونسي، أنا تحدثت عن تألق عناصرنا المرتبة 14 في جدول توزيع الميداليات، لكن المرتبة الخامسة في جدول توزيع ميداليات رياضة ألعاب القوى، والاختصاص الوحيد اللي شاركنا فيه شكون قبلنا؟ الصين، روسيا، أمريكا، ثم بريطانيا وتونس. يعني نحن خامس الكبار، باش تفهموا قيمة هذا الإنجاز اللي تحقق في الألعاب الأولمبية الموازية ولا الألعاب البارالمبية لندن 2012. مش من فراغ ما صرفناش عليهم مليارات، لكن أكيد الوالدين متاعهم الأولياء متاعهم صرفوا عليهم برشا حنان، برشا تضحيات، برشا صعوبات وبرشا مشاكل لقاوها باش يوصلوا أولادهم إلى هذه الدرجة ولا هذا المستوى الأولمبي. ومن خلال هذه اللقطة نحب نوجه تحية كبيرة لكل الأولياء اللي عندهم أطفال من ذوي الاختصاصات أو من ذوي الحاجيات، أكيد قاعدين تعبين برشا، وأكيد نقول لهم ربي معاهم، وإن شاء الله بالطبيعة بالصبر بالتحدي نجموا يلقاوا أولادهم في مثل هذا المستوى. نمشي سي صادق، شو رأيك في هذه اللقطة ولا شنو تعبيرك ولا شنو تعليقك؟ لقطة مؤثرة جدا ومعبرة كثيرا، التحدي الإعاقة وتحدي الصعوبات يعبر على قوة عزيمة ورباطة جيش خرق العادة، خاصة وأنه ماهوش من فراغ تحصلوا على النتائج هذية، لكن يلزمنا نعرف جيدا الظروف اللي قاعدين ندربوا فيها الفئة هذية من الرياضيين. إذا كان احنا نعرفوا أنه الكلمة صعيبة باش نقولها، الرياضيين
صعيب باش تخرج. نقولوا باش نقول سليم، باش نقول صحيح، باش نقول ماهوش اسوياء، اسوياء والاخرين ماهمش اسوياء، هما اسوياء طلعوا اكثر منا. احنا اذا كان قلنا الاسوياء قاعدين يتمتعوا بالمليارات، بالمنح، بالسفرات، بالنزول، بالتغطية الإعلامية، التغطية الإعلامية وكل شيء، وهما يخدموا في الخفاء في ظروف ما يعرفوها كان هما، احنا نجهلوها جهلا تاما. لكن حصل لي شوية نشاط مع الفئة هذه المتقلفين ذهنيا، فرع من فروع الاتحاد الوطني للمتخلفين ذهنيا، قاعدين يقدموا في نشاط كبير برشا بأقل مصاريف وبأقل وقت وأقل وقت. وصلوا من سنة 88 قاعدين يقدموا في إنجازات كبيرة برشا في الأولمبياد، نتذكر فمشي وحتى لأمريكا، ونتذكروا الاستقبالات بيل كلينتون وتستقبل الرياضيين نتاعنا تاع من غادي، عطاوا دفع كبير برشا للفئه هذه. نشكر زاد ايضا فما مجاهد كبير برشا ومربي، هو قبل ما يكون مسير رياضي سعليح حرزله، اللي قاعد ينشط في نشاط كبير برشا ان شاء الله يكون بحذانا بعد قليل. هو اللي اعطى دفع كبير برشا للرياضه هذه، واللي كما قال سي لبيب قلت اللي ما جاتش من فراغ. وفعلا سالي حزرله خدم مع ياسر مع المدارس الابتدائيه، خدم ياسر مع المراكز المختصه، وتحصلنا على النتائج هذه. ان شاء الله بقيه الجامعات تنجز على منوال هذوما ان شاء الله. اذا السر كيفاش تحصلنا على العدد الهائل هذا من الميداليات، وقت نعرفوا اللي فرنسا خليناها ورانا، ومش لخاطر المفاجأة اللي حصلت لي أنا أنه مليار متفرج في العالم شاهدوا حفل الافتتاح نتاع الألعاب هذه. مليار ماهوش شوية. أنت الملعب الأولمبي بلندن يحتضن المنافسات تاع ألعاب القوى تبارك الله، معناها 60,000 موجودين. 60,000 واللي تفاجأت أكثر أنه قلت المسابقات هذه ربما تدور في مدارج خالية، وإذا بها المدارج تغص بالمتفرجين أعجوبة، وإن شاء الله يواصلوا هكاكا ويعطيوا درس لبقية الجامعات إن شاء الله. طارق، والله شنو نجم نقولوا، ساعه ساعه العباد يسكتونا برغم طلاقه اللسان، لكن في اوقات كما هكا ساعه ساعه العين هي تعبر ولا الصمت يعبر. لانه انا قريت تعليق منقول، مش تعليقي انا وماهيش جملتي انا، عجبتني برشا. في التعليق يقولوا ماهمش ذوي اختصاص، ماهمش ذوي احتياجات خاصة، هما ذوي مواهب خاصة. الناس هذيا عندها ان دون من عند المولى عز وجل، عندها محبه الوالدين، عندها القبول عند العباد، خدمه. لانه لازمنا نعرف ان الظرف الاستثنائي اللي نعيشوا فيه تونس رياضيا ما يخليش انه الجامعات الحقيقه تنجم تتالق في اعداد العده للمشاركين اللي مشاو للالعاب الاولمبيه الاولى ولا الالعاب الاولمبيه الموازيه. انا مانيش فني، لكن ما نعتقدش انه حسن التسيير او التدبير او الاعداد هو اللي نجم يوصل. لكن الجرينت، الجريد، حب الوطن، الرغبه باش انه يقول راني سوي، الرغبة باش انه يعيط ويقول راه النظام استغني باش يعطيني التصويرة وما اعطاني حتى شيء، الرغبة باش انه يعيط بصوت العالي ويقول راني تونسي، كيفي كيفكم، هذا اللي خلاه ينجح. لأنه كي تفرج في الألعاب وكي تفرج في التوانسة وكي تفرج في اللقطة اللي كنا نعديو فيها، نادر قال في الكوليس بكي ديسكريتمون، ما تجرش بدموعي، ما تجرش، خباهم، وهو كان ينجم يبكي والناس الكل تحضن وتقول له يعطيك الصحة. لا، دموع ما هيش تجارة، نجاحه إن شاء الله يكون تألق، إن شاء الله الوزارة واللجنة الأولمبية ورئاسة الحكومة والسيد الرئيس الدولة يكونوا في مستوى الحدث لأنجزوه الأسوياء الأصحاء اللي هما خير منا في كل شيء، إن شاء الله نحن نكافئوهم معنويا على الأقل قبل ما نكافئوهم ماديا. رئيس الحكومة سي المنصف المرزوقي باش يستقبل الأبطال بتاعنا تاعو حمدي، سي حمدي جبالي باش يستقبل الأبطال بتاعنا في مطار تونس قرطاج، إن شاء الله باش يكونوا موجودين. أقل حاجة نعملها لمثل هذه الأبطال، مش مزية، هذا واجب، وأقل من الواجب أنه رئيس الحكومة يستقبل أبطالنا اليوم. سامحني أنا متصور. أنت باش نحلك مسك الختام بالنسبة للقطة هذه حبيبي. متصور ما ثماش، ما ثما كان رياضة نجموا نشوفوا فيها علم تونس يرفرف فوق علم أمريكا. واللقطة هذه معبرة، هذه بالنسبة لي من اللقطات اللي تتحس، يعني نشوفوها نحسوها ما نحكيوش عليها. حبيب أنا من غير تعليق فريمون، خاطر نهارت اللي ماشيين معناها زملائي تسمى، خاطر ألعاب القوى أنا كيف نعمل في ألعاب القوى، نهارتها أنا وياهم في المطار، أنا راجع لندرا نهار 12 نهار 10
ولا نهار 12 ما نذكرش تلمو ليدات كنت معاهم في المطار وكنت انا خاطر وصلت شويه مأخر وجيت لقاوني فجاه معناها معاهم في الطياره فرحوا فريمون حبيبه والكل معناها بركوا لي الناس الكل وكسيح فكسال داتونت والكل حاجه حسيتها فريمون حسيت اللي هما عندهم اونفي معناها ماشيين وحاطين هكا في قلايبهم كيف اي رياضي انا حسيت بهم كرياضيه عاديين كيفي كيفهم خاطر هما زاده انا نتصور بالحق انا بدي دموعي مش تعب نحس خاطر حسيتهم فريمون اللي هما يتعبوا بريسك اكثر من شخص عادي راهو خاطر معاق باش يترينا والكل وعنده كل معناها الرغبه ويحس ويتعب فك السخانه انا قلت لهم وين عديتوا معناها نسال فيهم هكاك قلت لهم عديتوا استاجيتكم باش تحضر للاولمبيا قالوا لي حبيبه انا ماشيين جوست قبل الالعاب باش نقعدوا جمعتين ولا ثلاثه في لندرا بعيده شويه باش يحضروا باش يحطوهم في ويعطيهم الصحه اي انا فريمون فرحانه برشا وفخوره برشا بهم ومعناها ما عنديش حتى تعليق اخر اللي يعطي مساحه فريمون نورونا وكيفهم كيف العباد العاديين يعطيهم الصحه اكيد كما قلنا ان شاء الله يلتحق بنا السي علي حرز الله بعد قليل رئيس الجامعه التونسيه لرياضه المعوقين اكيد من رياضه المعوقين الى المنتخب الوطني لكره القدم وذهاب الدوره الاخير شو قدم معنا حبيبي ما تغشش نحكي على كره القدم ونرجع لك ذهاب الدوره الاخير من تصفيات كاس افريقيا للامم جنوب افريقيا 2013 مباراه فري تاون المنتخب الوطني التونسي تعادل مع السيراليوني 2-2 نتيجه ايجابيه في انتظار مباراه العوده ان شاء الله في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر القادم أكيد سنتابع بعد قليل لقطات من هذا اللقاء نادر أبرز الاستنتاجات لأنه يعني تحدثنا برشا على المباراة البارح مع هيثم لكن الاستنتاجات بالنسبة لهذه المباراة السلبيات والإيجابيات اللي خرجنا بها بعد لقاء سيراليون والله أهم شيء هو رغم الأعداد الجيد لهذه المقابلة ثم عباد تقول راه قضية الميدان والطقس والجمهور وإفريقيا راهي عزوز فرق أنا أقول لا اللي ما عاش الشيء هذا ما نجمش يحكي عليه ملعب كيم تاع البارح احنا ما نجمش نلعبوا فيه كوره بالكل لكن رغم ذلك المنتخب كان موجود الاستجابات الايجابيه نجم نقولوا الخطه التكتيكيه اللي بدا بها المدرب الوطني سامي الطرابلسي 4 3 3 هي اللي تعودنا عليها بوجود ثلاثه لاعبين ارتكاز لما كنا متاخرين من النتيجه هنا الذكاء والتاقلم مع التاخذ في النتيجه تغيير الخطة من 4-3-3 إلى 4-2-1 دخول أسامة الدراجي وأصبحت المنتخب يلعب يعني صنع ألعاب خلف المهاجم أعطانا أكثر عمق هجومي أكثر تنشيط هجومي للأمام الدراجي كان حاسم ونجح تغيير المدرب تمريرة حاسمة أولى لفتح الغربي قراءة جيدة بين زوز لاعبين تمريرة بينية وفتح الغربي بحركة فنية أولى وتسديدة ممتازة جدا ثم كذلك الدراجي في تجاوز المستحيل بعد تمريرة ممتازة من شادي الهمامي اللي كان ممتاز كذلك ويوسف المساكني تنشيط هجومي ممتاز لاعب رواق على اليسار يجي الى وسط الهجوم ويسجل هدف نقطه اخرى هامه قوه الشخصيه وثقه في الامكانيات اصبح عندنا منتخب قادر ان يرجع في النتيجه مرتين متتاليين رغم الاخطاء الفرديه الدفاعيه نقول ان المنتخب بيلزمه من الناحيه الدفاعيه البلبولي يراجع نوعا ما حساباته في على ذكر ايمن المثلوثي توضيح فقط على سؤال الحصه راهو مش تنقيص من قيمه ايمن المثلوثي كي حكينا ربما عن اسم نجم يحرس شباك المنتخب الوطني التونسي واعطينا زوز فرضيات اكيد راهو كل لاعب ولا كل رياضي نجم يمر بفتره فراغ وايمن المثلوثي اكيد الانتقادات كبيره عليه بعد هفوه مباراه غانا في نهائيات كاس افريقيا الامم الاخيره ثم الهفوه نتاع الهدف الثاني ضد السيراليوني لكن راهو ما عندنا حتى نيه مبيته عند طرح هذا السؤال ويبقى ايمن المثلوثي من احسن الحراس في تونس كما عودتكم تونس انجبت عديد الحراس الممتازين واكيد وانه فتره فراغ الجمهور خاصه الايامات هذه قاعد يتحدث عن هفوات ايمن المثلوثي ربما ينجم معز بن شريفي ينجم فاروق بن مصفى وغيره من حراس المرمى اللي ينشطوا في البطوله التونسيه وانه يكونوا بديل في انتظار عوده الفورمه لايمن المثلوثي معنا راهو حتى نيه بالنسبه لهذا السؤال وتحيه كبيره لايمن المثلوثي لانه كما غلط مرتين زاد عن شباكنا في عديد المناسبات وفي عديد المرات ويبقى ايمن المثلوثي من الحراس الممتازين اللي موجودين في الساحه
نرجع لك. تأكيدا لكلامك، المثلوث يقدم مقابلات كبيرة، لكن تعرف أنت كل لاعب عادي جدا لما يقوم بأخطاء تصير تغييره، وهنا الحارس البديل يعطي الإضافة، وحتى هو بنفسه أي لاعب لما يخطئ يحاول أن يتجاوز أخطاء ويعود من بعيد، لكن المثلوث يقعد ديما قيمة ثابتة بالنسبة للمنتخب، وأحد العمود يعني عنصر فاعل في العمود الفقري للمنتخب. أنا نقول أنه يزم نحسن شوية من ناحية الدفاعية، المردود الفردي والجماعي للدفاع متاعنا خصوصا في محور الدفاع، يزم نلقاو تركيبة مثلى، لأنه الأخطاء بعد ثم أخطاء قاعدة تتكرر. قاعدين نقبلوا أهداف في كل مباراة تقريبا. قاعدين نقبلوا أهداف، على قد ما احنا قاعدين نخطئ ونقوم أهداف يلزمنا عمل من ناحية، على قد من ناحية التنشيط الهجومي الفريق أصبح مهما كانت الخطة التكتيكية قادرين أن نلقاو نسجلوا أهداف، إما عن طريق فنيات فردية للاعبين، تألق ومهارات فنية لبعض اللاعبين، أو كذلك عن طريق عمل جماعي يجي ببناء هجمة من وسط الميدان. إجماليا نتيجة نقول طيبة، مشجعة للمنتخب، 2-2 في هيك الظروف هذيك نتصور أن المنتخب قام بالمهم، وإن شاء الله في مقابلة العودة يكون الانتصار من حليفنا. نقطة أخرى هامة لبيب، يكون بعد المقابلة هذه سمعت أنه اليوم 17 أكتوبر في دبي مش يكون مقابلة ودية بين المنتخب الوطني والمنتخب المصري، الإقامة وتذاكر السفر ولما لا 50,000 دولار للجامعة التونسية لكرة القدم. نقول المنتخب الوطني أصبح في صف الكبار، لأنه الفريق الكبير هو اللي ما تجيبش تلعب معايا إلا ما تعطيني فلوس إلا بالمقابل. قبل كنا احنا نلوجو في المقابلات الودية، تو أصبح المنتخب متاعنا عنده قيمة كبيرة على الصعيد الافريقي والدولي. يا اخويا تحب تلعب مع تونس يزمك تعطينا الاموال باش تلعب مع فريق في حجم المنتخب الوطني. وفي دبي، لانه المنتخب المصري عانى الكثير يعني في الاسبوع الفارة، البنين والكاميرون اعتذروا عن القدوم الى مصر لاجراء زوز مباريات دولية ودية، فما ظروف اكيد منعت الجامعة المصرية من تنظيم هالزوز مقابلات الدولية الودية. هاي فرصة لتونس ومصر باش يلعبوا مباراة في دبي. طارق عندك حاجة أخرى حبيت ما تمرش مرور الكرام، هي الأمور التنظيمية وإشراف الهيكل الأول الاتحاد الأفريقي على الأمور التنظيمية بخصوص المسابقة هذه المؤهلة اللي كان 2013. كنت تحدثت الحقيقة مع بعض أعضاء المكتب الجامعي واقترحت مجموعة من الاقتراحات اللي ماذا بيا لو المكتب الجامعي يمشي فيها، لأنه اليوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحاسب فينا حتى على شخص ما يلبسش مليون في المدارج، قريب باش يحاسبونا على المستوى التعليمي نتاع الناس اللي تدخل المدارج. ونحن كتونس، تونس الكبيره اليوم احب من احب وكره من كره لكنها كبيره، لازمها انها تحاسب الاتحاد الافريقي على عدم صيانه الكرامه التونسيه الرياضيه بالقانون. لانه اليوم انا كي نمشي نلعب مع فريق باش يستضيفني عنده جمله من الواجبات، وجمله الواجبات هذه تراقب من قبل الاتحاد الافريقي. اولا عندنا لورغانيزاسيون دو ماتش ما كانش صحيح، فصل 16 موجود في النظام الاساسي للاتحاد الافريقي بخصوص هذه اللعبه، واللي هو يحكينا على لونفايسمون دو تيران، واللي هو يحكينا على العقوبات التي تنجر على لونفايسمون دو تيران. بالطبيعه لونفايسمون دو تيران ما صارش قبل الماتش والا راهو خسروا، لونفايسمون دو تيران صار بعد الماتش، ويعاقب الفريق المستضيف عقوبات جزائيه وعقوبات ماليه. ديما تصير الاجتياحات هذه في القاره الافريقيه في مباريات المنتخبات والا الانديه، ما عندهم حتى نيه مش ياخذوا المراول ويصفقوا. انا 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 في منحى انه تونس لابد انها تحافظ على تصويرتها كما الاتحاد الافريقي يحاسبنا على التنظيم، علينا ان نحاسبوا من يستضيفنا على التنظيم، وعلينا نحاسبوا الاتحاد الافريقي. حاجه اخرى بالنسبه للمقابلات هذه الشخوص برش، ثم اربيتر وكوميسير وثم انسبكتور داربيتر وفيسير دو سيكوريتي وكورديناتور، وينهم؟ الحاجه الاخرى، ثم حاجه اخرى اسمها فاسيليتي البركه معناها بالضبط، فاسيليتي دو سيجور للاكيب وللوفد الرسمي، هذا ما كانش. تونس راهي تعبت ما دخلتش الاستاد، دارت على الاستاد، جابوها من ثنيه اخرى. دونك علينا اليوم ان نحافظوا على الكرامه الرياضيه التونسيه بمساءله الاتحاد الافريقي على ضروره تطبيق القانون لاي فريق يستضيفنا، باش من هنا لقدام كل فريق يعرف اللي راهو باش يستضيف تونس. سي صادق، من وجهة نظر الإعلامي كيفاش شفت المباراة ولقاء العودة؟ المقابلة شفناها بوجهين، وجه أول أثار عديد المخاوف، قبلنا الهدف الأول، الأرضية سيئة، الخطوط البعيدة على بعضها برشا، كاد ربما تكون النتيجة 2-2 وقتها تكون الصعوبة كبيرة برشا. الشوط الثاني دخلناه بقوة، المدرب عرف كيف وقتاش يدخل أسامة الدراجي اللي كان في المستوى، خاصة أنه تحضر نفسانيا بالقداء، ما أثرتش فيه المشكلة اللي صارت له في سيون، ودخل وبرهن أنه في حجم اللقاء، وقدر بلامستين أنه يوصل كرة لفتح الغربي اللي الأرضية السيئة الميدان
عاونته باش يراوغ ويسجل هدف. اذا متعود على مثل هذه الارضيات فتح الغرب نقدر نقولوا اللي الارضيه السيئه متعودين بها هنا والملاعب نتاعنا ماهيش خير من ملعب فريتاون خاصه وقت تصب المطر. ملعب رادس جمعتين التالي شفناه الحاله الكارثيه نتاعو. ملعب المنزه تحسن اليوم تحسن شويه اما جمعتين هو بيدو التالي كان تصب عليه شويه مطر تو يولي كيما فريتاون. والملاعب نتاعنا في الثوره في عود باش يسينوها زادوا فسدوها. الملاعبيه اذا المحليين تاقلموا مع ملعب فريتاون. الكرات العالية اللي مستنسين المدربين يلعبوا بها وقت تبدأ الأرضية سيئة ما نشحتش مع المنتخب نتاعنا. وقت اللي رجع للعب نتاعو رغم الأرضية سيئة وصلنا ماركينا هدف الأول والهدف الثاني اللي لو كان ممكن في أرضية طيبة ربما هربت عليهم الكرة. كنت تحكموا بالقدير خاطر متعودين بهم. عصام جمعة نستغرب كيفاش ما نجمش تحكم في الأرضية هذيك وقت هو مستانس نعرفه ولا معناها ولد مدنين وكور في مدنين وقت الحجر ومتعود به الأرضية هذيك سبحان الله من لوجوش الأعذار نتاع الأرضية إي نساها الأرضية والطقس أنا حسبي عذر مقبول هذيك نعرف اللاعبية هذوك تعرف معناها يلعب في طبعة هذيك يعني كل صبات نتاع كورة في 3 4 كيلو زايدين يعني انت قلت لي عاونته الكره هذا فتح الغربي عمل حركه فنيه هز الكره بالبونت نتاع الصباط باليمين وشات باليسار ما عاونتوش لكن الذكاء والامتياز اللي هو لا ذكاء متفاهمين فيه لكن حتى الارضيه معناها ما نلوحوش عليها هي ما نلوحوش عليها هي كل شيء لو كان اسامه الدراجي ويوسف المساكني ما ابدعوش في دقيقه 87 راي اللغه الكل نتاعنا تغيرت. راه ورينا اللوجو على ضعف الدفاع، راه ورينا اللوجو على البلبولي ما زالت العباد توا تعطف عليه شويه وكذا راه ذبحناه ذبحان كبير، المره صحف يوم الاثنين كلها حملته مسؤوليه في البونت الثاني اللي ذكرنا بها فوات سابقه في الكان ضد النيجر بالخصوص وضد غانا اللي الناس الكل خرجنا من بهفوه نتاع فقدان تركيز في كره سهله ياسر ما معاه حتى منافس وتكررت المره هذه وقت كانت من الابجديات نتاع الكره انه طيشها القدام على اليمين وعلى اليسار. هفوه البلبولي كانت مسبوقه بهفوه اخرى في الكالكول نتاع التراجكتوار ماهيش من واحد الدفاع التمركز وقراءه الحساب الكروي جاي في الهواء. نطرح السؤال لو كان ما سجلناش الهدف الثاني شنو كانت اللغه نتاع الفنيين ونتاع الاعلاميين ونتاع الجامعه بيدها؟ ما تتبدلش برشا سي صادق على خاطر 2-1 نربحوا 1 بلاش مش كيما الهزيمه كيما التعادل نرجعوا بمعنويات قويه. المنتخب اثبت الحاجه الباهيه في الجامعه وفي المنتخب الاجواء الممتازه جدا بين الملاعبين جو عائلي احسن سامي طرابلسي في اللي توظيفه منذ الشان اللي فات منذ الشان يعامل فيهم كاخ صديق لهم ما اثرتش فيهم الانتماءات نتاع الانديه ما اثرتش فيهم هو جاي من الخارج من وراء البحار وهذا جاي يلعب من هنا الكلهم كيف كيف الكلهم يتعاونوا الكلهم. وكي تشوف معز بن شريفيه مع وسام بن يحيى تقول ما هوش واحد من الكلوب والاسبيرانس تنتفي جميع الانتماءات امام العلم نتاع تونس وبرافو هنا لسامي طرابلسي وبرافو زاد ما نساوش اللي فما مسؤولين معاه من اللي هما في الاصاغر الملعبيه كيما يوسف المساكني حل عينيه مع وديع الجري وكبر معاه وتوا في الاكابر. هذا الجو العائلي اللي تعيشه الجامعه وان شاء الله يواصلوا به ويتفادوا السلبيات اللي الناس كل يعرفوها. سامي طرابلسي بيدو يعرفها وديع الجري بيدو يعرفها اللي قال شوط بشوط يعرف الشوط الاول ماهوش باش يوصلنا للبعيد. اذا كان باش نعاودوا نلعبوا مع نيجيريا ولا مع غانا شوط اول من نوع هذاك رانا باش ناكلوا اهداف اكثر من هكاك. ان شاء الله ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي في لقاء العوده ياكد هذه النتيجه ويفوز ويتاهل الى نهائيات كاس افريقيا للامم بجنوب افريقيا. تبع كره قدم حبيبه شويه على ذكر يوسف والاولاد اللي توا خارجين انا نقعد باهت فريمون خاطر كنت انا في برج صدريه نعمل في الاستاج وهما كانوا صغار مع ماهر الكنزاري تريناو وصغار نتفكر فيهم انا نعطيهم توا تبارك الله دي جوا ويشريو فيهم بالمليارات. لا مش صغيره صغيره وهما صغار توا انا عليهم هما انا وقتها تما كبير عليهم كمان هما عندهم توا وانا عمري 28 سنه ما نعرفش هو على جفنت ايام هي 5 سنين كبير عليه ماما هما هكا اما تبارك الله والله جيت معناها فرحانه خاطر ليكول والكل كي نشوف هكا انا نتفكرهم وقلت تبارك الله توا دي غون جوار ويشرو فيهم بالمليارات نحييهم برشا ونحب انا بيان سور الفوت نتبع تونس ونتبع دونك بنت سي سي انا اما نحب لي كلوب الكل دونك فوالا هما ينجم واحد منهم من الملعبيه عمل 3000 متر زعما في الفريق. اي هذيك مشكلتهم هما ما يشربوش برشا كان ياخذوا القلب نتاعي انا واحد منهم ممكن يصنعوا المعجزات. اي نتفكر انا زاد بالحق صارت لي زاد مره كونتاكت مع روجي
حاجه لومير هي هو جاي تشوف فيهم يترينيو ولا يا اخي انا نترينا نعمل في سيونز انترينمون قال لي وتبارك الله معناها هو بالفرنسي قال لي تكور فيت تيجر تزري قويه قلت له واي قال لي ومعاه مونترونور نتاع الفوت قال لي اسمع كي تجي تعمل فوت بنات وتولي طي... لي قلت له انا بعيده على الفوت نحب الاتليتيزم دونك نقعد في الاتليتيزم لي كوميم هما عندهم لي زونترينمون نتاعهم انا اتليتيزم تفرق دونك برشا حاجات فيزيك وكل شيء اما كوميم يقعدوا ديما دي جوار ونحترمهم اكيد انت نجمه ايضا في رياضك في العاب القوى اكيد مش بالسهل وان واحد يوصل وصيفة بطلة العالم وصيفة ايضا للالعاب الاولمبية لكن على ذكر الميدان 18 ملاعب نتاع السيراليوني الموجودين على القائمة كلهم يلعبوا خارج السيراليوني نادر يعني ماهوش العائق اللي اذا كان الميدان موجود اللي نحن وليهم هما ديما يقلق ديما يخليكش تلعب الكوة وتطبق الخطط التكتيكية نتاعك ما تنساش احنا عندنا منتخب ما يلعبش الكوة العالية ما يلعبش اللعب المباشر يلعب الكوة التمريرات القصيرة لكن هما الفريق نتاعهم يعتمد على الفرديات يعتمد كان على اللعب المباشر بطبيعتهم هما مش كيفنا احنا احنا عندنا لحمة بين لاعبيتنا عندنا ان فون دو جو طريقة نتاع لعب عندنا احنا ملاعبية اللي يلعبوا في تونس على الأرضيات بتاع تونس هذاك علاه زاد عاونتنا شوية يعطيك الصحة نادر نمشيو لفاصل ثم نعود مساء الخير مجددا نعود لمواصلة بالمكشوف ونعود للحديث مع البطلة التونسية حبيبة الغريبي حبيبة أكيد تذكر سنة 2006 خلينا نبدأ معاك قبل ما نوصل للتتويج وبطولة أفريقيا بجزر موريس هكا ولا؟ كانت أول ميدالية في بطولة أفريقية زادة خاطر افريقيا كي نقولوا افريقيا نقولوا كينيا واثيوبيا هما المنافسين نتاعي صحاح حتى في العالم وفي الاولمبيك دونك برغم ذلك وقتها انا صارت لي برشا مشاكل وعملت عمليه ورجعت بعد 4 شهور من لي زونترينمون نتاعي وقتها شاركت في البطوله الافريقيه زاد بالسيف معناها هكاك نمشي ما نمشيش خاطر وقتها يهزوا كان اللي باش يجيب ميداي وعارك عليا وقتها سي محمد بهلول قال لي تمشي بالسيف والكل دونك مشيت تحصلت على الميداليه الفضيه برغم زاده تحت معناها في الغبيه الاخرى وكملت سباق وقتها ساقي معناها تلويت معناها عملت بليسيور وقعدت من بعدها 3 شهور ما اول ميداليه هذيك من وقتها انا وقتها فما بطل اولمبي اولمبي هشام القروج شطلك سي هشام القروج وقتها بعد السباق نتاعي انا هزيني فك الكرسي نتاع الواحد بخاطر ما نجمش نمشي على ساقيا يا اخي جاني وقال لي اسمع فريمون انا فخور بيك برشا كما انك عربيه وتونس معناها والكل قال لي فريمون انت معناها ديجا بالنسبه لي انا في نظري انا شامبيون اولمبيك خاطر قال لي برشا ابطال ما يعملوش اللي عملته انت انا طحت معناها كملت على ساقي توجعني دونك سيتي تري معناها سامبا ونقعد ديما نتفكرها هشام القروش كان يتفرج في نهائي 3000 متر موانع في الالعاب الاولمبيه 2012 وتذكر الكلام اللي قاله تفرج وجا بعد السيريموني نتاع التتويج نتاعي ديجا جات بعد من غدوه فغزغ انا خارجه من السيريموني ولقيته هو قال لي تفرجت وفرح برشا وتصورت معاه ديجا صورنا سي شكر بالحاجه اللي نعملوا تحيه كبيره برشا سي شكر دونك كان معانا التشيد بخيز دونك وفرح برشا قال لي تتفكر قلت له انا راني ديما ما ننساش ودي معناها فرح برشا دونك ايش رايك نحن نتفكر ونرجع شويه لهذا السباق من خلال هذا التقرير ونهائي 3000 متر موانع الألعاب الأولمبية لندن 2012 وفضية حبيبة الغريبي
حبيب غريبي، حبيب غريبي، تونس تتواصل، توسع خطواتها، تسرع، تتقدم صراع كبير. لا تلتفتي للخلف، لا تلتفتي للخلف، تقدمي، ثقي بنفسك، قولي نعم سأفوز بمشيئة الله. هناك روسيا في المقدمة، تونس، حبيب غريبي، حبيب غريبي، الميدالية الفضية، 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 الفضية للابنة الغالية، للابنة الحبيبة، للابنة العزيزة، ابنة تونس الخضراء، تحقق إنجاز، هو إنجاز. حبيبة كما قال المعلق. أي بالمناسبة نهدي له تحية كبيرة برشا، خاطر هو يحب التوانسة ويحب العرب الكل وديما يعلق تعليق باهية تاع الجزيرة. معلش إحساس ياسر، خاطر ديما نقعد أنا نتفرج فيها ساعات، نرجع باش نتفرج في السباق نتاعي، وديما بعد أي كورسة نقعد ديما نتفرج حتى للكومبيتيون جاية ونقول شنو عملت خطأ ولا حاجة، كان فما حاجات صالحة. في بالي ما عملت حتى خطأ هنا، كنت ياسر ذكية في السباق، تحكمت شوية في السباق، دونك خاطر تعرفوا اللي معايا كانوا النسق نتاعهم سريع برشا قبلي، أنا جريو برشا دي كومبيتيسيون اللي معناها عندهم أوقات، أنا تفجعت ديجا وقتها كي سمعت. جريت أنا كومبيتيسيون واحدة في باريس، ملتقى باريس الدولي اللي ربحت فيه وقتها، وبوقت معناها متواضع، ماهوش حاجة تشجع يقولوا باش تعمل ميدالية. هذاك اللي كان برشا ناس قالوا لي حبيبة صعيب شوية كان تطلع على نص التتويج، سورتو بعد النصف النهائي اللي زاد بريسك حصلت فيه اقل شويه من التوقيت نتاعي نتاع باريس. انا كان تكتيك باش نحافظ شويه، معناها نخلي الانرجي نقول انا للفينال، وذاك هو اللي صار الحمد لله. كنت حاضره للجورجي وحاضره بدنيا ونفسانيا بيان سور، هذه خدمه كبيره برشا للمدرب نتاعي اللي نحييه تحيه كبيره برشا. عندي 12 سنه وانا نترينا عنده ابخي، معناها فما برشا تقطعات وكل شيء، ما يقعد هو المدرب نتاعي كامل كونستانتين نورسكو من الجنسيه الرومانيه، معاه زاد المعد البدني نتاعي الكساندرو انتوتش، معناها الفيزيوثيرابيوت وكل شيء، عاونوني برشا خاطر تعرفوا الاصابه نتاعي اصبت تحكي روماني مال اي نحكي رواني بالكدا دونك اصبت قبل الالعاب الاولمبيه، كنت ديجا انت كلمتني لبيب وكنت شويه خايفه ثلاثه شهور قبل، انا كنت قلت صعيب شويه كان نحذر. عندك حكايه مع الاصابات؟ بالحق انا كل من بعد عمليه نعمل ميداليه، دونك ما نعرفش علاش سبحان الله بالحق. ربي يستر قبل 2016 معناها. اي دونك هذاك علاش يكون متابعه طبيه وبدنيه، دونك سي تري امبورطون للرياضي، اي سورتو الثقه في النفس، سورتو القليب والعزيمه، خاطر راهو واحد باش يرجع معناها بعد اصابه والكل ثلاثه شهور، وانا يلزمك ثقه في الانترينور، ثقه في المعدل البدني، وثقه في نفسك سورتو، خاطر انا كي يقول لي المدرب بعد شهر من الانترينمون رجعت بعد شهر تدريب يقول لي حبيبه تنجم تطلع على منصة التتويج، انا قلت له صعيب شويه، مي هو جامي قال لي حاجه وما معناها ما صارتش. فريمون مدرب كبير برشا، هو راجل كبير نحييه، خاطر بريسك في الفانت كارير نتاعو 78 سنه 50 سنه معناها تجربه في التدريب. ربي يطول في عمره ويكمل معك 2016 ان شاء الله. ان شاء الله والحمد لله بيان سور. باهي الاستمراريه هذه راهي نجم تكون زريقه صغيره للمسؤولين في كره القدم. الاستمراريه راهي تجيب النتائج. بيان سور انا المره اللي فاتت قلت باش نحكي على فتح جبال، فتح جبال ست سنوات في الفتح ولا ظاهر فريق الفتح في السعوديه، واكيد تو نرجعوا نحكيوا عليه، ان شاء الله ما يتغشش علينا سي فتحي. انا باش نرجع لك يا حبيبه، 2008 في بكين مرتبه 13، وكنت تتذكر في التصفيات عملت توقيت احسن برشا أحسن من التوقيت اللي عملته في الدوره النهائيه. بعد من 2008 2009 عملت المرتبة السادسة زادة في بطولة العالم اللي صارت في يعني برلين. التحسن والتطور قاعد موجود اي شوية. انا جاتني خسرت الميدالية في الامتار الاخرى، معناها فريمون هذيك قعدت زادة في قلبي، مادام من وقتها وانا نخدم. 2010 زادة تعرضت لعملية جراحية قعدت عام كامل ما 14 ماي عندك لي دات فريمون اكزاكت. يعطيك الصحة شاكر بالحاج. اي سي شاكر بالحاج نعرف
نعرفه من 2008 دونك هذا ما التواريخ اللي ربما مثله منعرج في حياه حبيبه الغريبي. اي منعرج اون بليس فما ساعات زاد ظروف وكل شيء. راهو اذا ما يكونش الواحد فريمون قوي في مخه ما ينجمش يعني يتعدى الظروف الكل باش ينجم يعمل ريزلتا ونتائج اللي تشوفوا فيها. دونك انا من 2008 عرفت اللي انا نجم نكون على منصه التتويج وسورتو بعد معناها ما طلع اسامه على المنصه التتويج زاد فريمون عطاني دافع اكثر. قلت علاش احنا التوانسه ما ناقصنا حتى شيء، راهو كلهم كيف كيف، عندي ساقين عندهم ساقين عندي قلايف، دونك لا ديفيرونس سي القلب. عندهم الفلوس وعندهم التشجيعات. لقيت الفلوس لقيت التشجيعات حبيبه من 2008 2012 الحقيقه في بالمكشوف الحقيقه. لا انا لقيت تشجيعات من الناس الكل عاونوني، فما كومام صارت وقتها الظروف نتاع الثوره والكل، فما صارت كومام حاجات مي ما ننكرش انا الحقيقه نعترف حتى استاجيت الكل نتاعي تحصلت عليهم من الظروف الكل، فما شويه نقص معناها في المنح ولا حاجه، ما نحبش وزاره الرياضه واقفه بجنبنا. ما نعرفش علاش طارق انا مش موافق حبيبه. انا شخصيا مو من الرياضه. بالعكس 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 فرحان بك على الاخ والله العظيم. والله يعني ليه مش شكر راهو التواضع التواضع من بطله كبيره ياسر. احنا سمعنا انه ثم تقصير كبير ثم بلاتوات سابقه كانت يعني كومبليتمون العكس. انت تحكي لنا في حاجه اخرى. لا انا ما نحكيش العكس، خاطر هذاك اللي صار انا توفرت لي فما حاجات. راهو ما نقولش كل شيء كان فريمون نقول انا من فوق الزيت راكح معناها، مي كوميم صارت حاجات. مي انا الحاجات اللي طلبتها سورتو من 2000 وانا خذيت معناها لي كونديسيون فريمون بيان من 2009 حتى 2012. دونك في بالي النتيجه راهي ما تجيش هكاك، انا نقول وحدي عملت النتيجه ما نقولش وحدي بيان سور. هذيك فلوس دوله صرفوا عليا، دونك هذيك مادام صرفت علينا الدوله مادام علم تونس الفوق، وان شاء الله يزيدوا يعطيونا اكثر. انا مانيش نقول في الغلط حاجات اخرى ممكن فما ناس ما توفرت لهمش. انا طارق مانيش عارف علاش طارق باش نصفقوا باش يقول لك بلكش يصفق على الحبيبه الغريبه على الكلام اللي قالته. باش نقولوا هذا انسانه متواضعه ياسر بلكش يقول لك راهي محضره الكلام اللي جاي باش تقوله. باش نقولوا بطله تبدع على الميدان وتبدع على البلاتو ما نكفيهاش حقها. باش نقول شو محلال الكلام كي قالت البلاد صرفت عليا من واجبي، لا مزيه لا فلته لا انا وحيد لا ما نتعودش. فريمون كي تسمع كلام كيما هكا تقول نهار اللي ما عطيوهاش فلوس الوزاره ولا الكوميتي الاولمبيك ولا اي واحد نجموا بالحق نعملوا اعتصام من اجل شخص ما طالبش، وانا ما قارر وانا فداء للبلاد، راهو بلادي صرفت عليا، راهو واجبي اني نجيب ميداي، راهو واجبي اني نكون موجود. برغم من اللي بدينا وهي تشكر برغم النقص في الناس الكل تبارك الله. يعني حتى كان عندها شوف ثم الدروا دو ريزيرف، انا نؤمن ياسر بالعباد هذوما اللي عنده دروا دو ريزيرف، حتى لو كان عندي بعض النقائص مع ناس معينه نخاطبها والابواب مغلقه، لانه المجالس اسرار، سرائر النفوس ما يعرفها كان ربي، نخرجوا الحاجه الباهيه خاطر محتاجين انه بطل اليوم اولمبي بطله اولمبيه اول امراه اليوم تكون بطله في تونس انها تحكي بالايماج الحلوه على البلاد، مع اني متاكد انه ثم برشا نقائص ماليه، خليني نقول انا في بلاستيك، اكيد جدا انه ثم برشا نقائص ماليه لحبيبه الغريبي اللي ما زالت تستحق اموال من حقها. انا تاخوها بموجب عقد الاهداف اللي عندها كي تجيب ميداي تاخذ فلوسها، واذا كان ثم حاجه تخلين الحمد لله راه باش يجيو خذيت فلوسها وغدوه من الكوميتي الاولمبيك في كارفور. وبالحق والله مش شكر، راني انا نحكي معناها خاطر راني عندي اكسبيريونس كبيره برشا، مانيش يجي ويقولوا لي يقول كلام لا، انا افيك مون اكسبيريونس خاطر خرجت لبرا وشفت برشا بلدان وشفت كيفاش معناها كي مشيت انا قابلت وزراء اخرين في الرياضه ويوعدوا وجامي يعملوا لي حاجه. سي طارق بالحق كي نقول لكم انا قابلته ممكن 5 مينوت معناها قعدت مع 5 دقائق، قلت له انا ما نحبش نضيع من وقتي وما نحبش نقلق برشا، راهو انا عندي هدف للعب الاولمبيه تحب تعاوني معناها راني انا مستعده ونعرف روحي نعمل الميداليه. قال لي تتفضل بنتي واحنا رانا مش نعملوا لك معناها نوفروا لك الظروف كامله. فريمون هذاك اللي صار وفريمون هذاك عطى نتيجه معناها نشكره برشا خاطر كيف ما قلت لكم شفت وزره وقابلت وحتى واحد موعدني وخلف بالوعد نتاعو. ممكن حاجات ديما فما نقائص كيف ما قلت لي انت، مي المره هذه انا 3 شهور الاخرى حتى واحد وعدك واوفى بالوعد مش خلف بالوعد اوفى بالوعد. فما خاطر ديما نقولوا احنا الاتليتيزم ديما
الرياضه الفرديه يلزم تاخذ حقها اكثر خاطر فريمون راهو عندنا معناها مشكله الاتليتيزم الرياضه الفرديه الكل اون جينيرال. انتم ما شفتوا حتى في المعاقين كهزوا سي الرياضه الفرديه اللي شفت درابو تونس الفوق تبارك الله كي تشوفوه انتم قدام امريكا وقدام استراليا وقدام الواحد عمل معناها فريمون انا نحسها خاطر ما يحس الجمره كان اللي يعفس عليها دونك انا نحب يتلهاو فريمون بالسبور انديفيديال سورتو الاتليتيزم خاطر عاتين احنا نعطيه ولا من وقتنا ومن كل شيء. انا حتى بابا كي يحكي ولا حاجه صدقني التلفزه راني ما نتفرجش ولا ما نشوفش ولا واخواتي يبداو يحكي له نقول لهم انا ما نعرفش فما حاجات دونك مضحين برشا احنا بوقتنا وبعائلتنا وكل شيء. انا امي ما نشوفهاش قداش ولا اخواتي ولا بابا دونك الفو يحسوا بينا الشعب هذاك احنا نعملوا بالحق للشعب ما زاد يعرفوا كيفاش قيمه التضحيات اللي نعطيوها احنا. كان يحبك الشعب وقت يتفرج فيك وجبتوا ميداي انا متاكد ما نتكلمش على لساني لاني انا اصغر منه برشا متاكد باش يزيد يحبك كي يسمع كلام بالرصانه هذايا. حقك انك تطالب، حقك انك تقول ثم نقاص، حقك انك تقول الالعاب الفرديه منسيه في تونس، حقك انك تقول كره القدم تطغو على بقيه الرياضات بالرغم انها ما تجيبش في لي تيتر اللي يجيبوا فيهم الرياضات الفرديه، لكن حق البلاد عليك انك تقول انا خدمت بلادي وانت قلت الكلمه ذي فريمون. ما عنديش مزيه خاطر ما نتكلمش ما نجملكش اكثر منك يا اخي. لا ميرسي يعطيك الصحه. نروحوا شويه وقت. يعني لو كان نزيدوا شويه دعم ونتلهوا اكثر بالرياضات الفرديه اللي قاعده تنور فينا وتشرف فينا. انا قاعدين انا نجيبوا حبيبه اخرى ما نقعدوش سنه ولا 40 سنه. برشا يعني. انا مانيش ما نحبش نكون ما نستناوش انا واحده من الناس نقول لهم خاطر بتجربتي انا نجم نخدم رياضه تونس ونحب خاطر حتى مش راني ما نخدمش انا كمدربه ولا خاطر التاثير عنده قيمه كبيره برشا. راهو التاثير ما عندكمش معناها تاثير عداء باش يوصل ميداليه اولمبيه مازلنا بعاد. هذيك التاثير الناقص على الكلمه هذه اللي قلتها تو حسب اللي بيرفورمانس تاع اللي جديد معاهم الكل نجم نقولوا الاوقات نتاعهم افضل منك وانت راجعه من اصابه. يعني كيفاش عملت في هذا الكل؟ يعني ما كنتش انت مرشحه على الورق ما كنتش مرشحه قبل السباق لنيل الميداليه. كيفاش عملت؟ في لونترينمون مرشحه كي نترينا خاطر عندنا دي سيونس دونترينمون تتعب لونترينور يعمل لك دي كرونو يقول انا شنو قادره نجري معناها الوقت هذايا اسكو نجريه ولا دونك انا عارفه روحي اللي نجم نعمل الوقت هذاك اي فريمون هذيك هي اللي تعطيك خاطر لونترينمون هي الاساس والسر نهار الكورسه. دونك انا نعرف الحمد لله معناها جورجي راهو سي ديفيسيل باش واحد يكون حاضر نهار الكومبيتيسيون ساعات بطل اولمبي ما يحضرش نهار السباق. انت كنت الحمد حاضر. لله انا كنت حاضر. ما يحس الجمره كان اللي يعفس عليها هكا ولا قلت حسيت الجمره نتاع الاراء اللي كثرت حول الزي الرياضي بتاعك ولا والله اونتر بارونتيز انا تفرجت ساعه في التقرير اللي عديناه في الاسبوع الفارط تاع ايمن تفرجت سوجي معناها عجبني برشا سختو والله تفرجت عاودت الحصه من غدوه اي صحيح ما تفرجت في الليل من غدوه عاودت الحصه تفرجت فيها نعاود نشاهدوا نحن التقرير بعد ونرجع. رغم قيمة الهدية اللي قدمتها لتونس فإن حبيبة الغريبي تعرضت لانتقادات لاذعة بخصوص لباسها الرياضي اللي ظهرت به في الأولمبياد. المرأة التونسية كان عندها رأي فيما يخص إنجاز لباس الغريبي. إنجاز اللي عملته معناها إنجاز باهي برشا. احنا ديجا أوني تخي فيير ديل. هي شرف تونس حبيبة الغريبي رغم اللبسة رغم كل شيء. هي سي اون سبورتيف دونك سي نورمال باش تلبس اللباس هذاك وكل إنسان حر. كل واحد حر في لبسه. مادام هي حابة، هذا مش مدخلهم هو. كل واحد والكرويونس نتاعو تلبس ما تلبسش هذيك هي أمورها. هذيا كيستيون دو ليبرتي بيرسونيل وهي حرة. معناها ما شو مدخلهم هما في شي ناحيه ولا الجنسيه ولا لا. من رايي تشرفنا انها تكون تونسيه وعندها الجنسيه التونسيه وكونتر انها تطلعها لها الجنسيه. قعدنا لاهين بالتفاهات ولاهين بالحكايات الفارغه هذيا وشادين في حاجات فارغه واللي بيه الفايده مش قاعد صاير. يعني موضوع كيف انها كي سامحني انا نحسه تافه. هما يحاسبوها على الانجاز نتاعها اللي عملته مش على لبستها. باتير دو مومون ويل باس en Olympie, eh ben, elle doit se comporter comme une Nesselkol, donc question vestimentaire, voilà, tout. لازمها تلبس كيما الاخرين سي با باسكو هي تونسيه نون علاش باش تجب نقاب سي امبوسيبل. شوفوا البنات اللي معاها زاد اش لابسين قارنوها بالعرب يعني العرب الاخرين شنو هي لابسين ما نظرولهاش كتونسيه شنو هي لبست. ما هي حتى تساعدها وتحب تلبس وكل شيء هي حره. هي حره وانا حره وانت حر وهذه النتيجة اللي نحبوا نوصلوا لها هذه البيوت نتاعنا الحرية احنا نديو بالحرية الوغ نلوجوا على الحرية.
هذه آراء المرأة التونسية نجم نقول حول لباس حبيبة الأغريبي. شنو رأيك ساعة في اللي تقال في التقرير حبيبة؟ اللي تقال أنا أكثر واحدة جلبت انتباهك. نحب معنا نقدم لها تحية كبيرة برشا. الحاجة المرأة هي الكبيرة. الحاجة المرأة الكبيرة إن شاء الله كان مش حاجة إن شاء الله في حاجة. ربي يعطيها حاجة إن شاء الله. وزاد الأخت الأخرانية اللي قالت الحرية. بالحق إحنا بلاد نحبوا الحرية والديمقراطية دونك الحرية. أنا مش حرة راهو حرة شنلبس، حرة في اللباس، هو هذاك اللباس اللي لازم اللي نجري بيه. معناها كان شفتوا العدائين اللي معايا الكل دونك بريسك لابسين كيف كيف، خاطر تنجم كي يتبلى انا التوني متاعي يزيد يرزان ونزيد ثانيه ولا ثانيتين ما نربحش ميداليه، دونك انا نحاول ان نبدا لو ماكسيموم لو بلي معناها اخف بالازامل 100 بالازامل 100 ولا شفتوا انتم انا مثلا الاثيوبيه ربحتها هي اقوى مني، عملت وقت اقوى مني ربحتها انا في الفينال بتيت، خاطر ما تعرفش دونك التوني عنده دور كبير برشا في كل الرياضات، حتى نشوفوا احنا كيف ما قال لي نادر عن ناتاسيون فما دي توني مانعينهم خاطر فريمون اي سون انترديه خاطر سي بلو معناها يمشيو بلو رابيد في الماء، دونك هذيك لابورتون وانا لو بلوز امبورتون هنا ما نقولش لا توني لا حتى شيء درابو تونس ظهر هذاك لو بلوز امبورتون، انا مانيش معناها ما اثرش فيا السوجي هذا وما جاتنيش حتى معناها بون حكايه فيسبوك والكل الناس عندها اراء، فما انسان يلزمهم يحترموا الاراء اللي البلوس والمعناها الايجابي والسلبي، دونك انا نحترم الاراء الكل وابخي تو انا تونسيه وشرفت تونس دونك هذاك اللي في ليزون بارتون واضح ملف ونغلقوا نعاود نقولوا الكلمه اللي باس اللي رينيها الناس الكل هو الدراب اللي تلفت به حبيبه الغريبي عند التتويج والفرحه والنشيد الوطني وقت الناس الكل رينا دراب والهلال ودماء الشهداء واركان الاسلام رينا دراب البلاد رينا حتى شيء اخر لانه من نجم الراو كان دراب والتتويج وان شاء الله درابونا يكون ديما عالي ان شاء الله ان شاء الله اول تظاهره دوليه ان شاء الله قادمه لحبيبه الغريبي نظن اللي معناها في قيمه تو ولات حبيبه الغريبي بطوله العالم ان شاء الله 2013 هكا ولا ان شاء الله في عقر دار البطله الاولمبيه في عقر دار البطله الاولمبيه ان شاء الله انا بون الروسيه ديما نقول ماهيش اقوى مني دونك جو سي تري بيان اللي انا نجم نربحها علاش لا نربحها في بلادها حبيبه شنو اللي والله شنو زايد عليك شنو الفارق حتى شيء ممكن هي خبره اكثر ليه مش خبره اكثر بالعكس معناها نعرفش روسيا بون متقدمين علينا في برشا حاجات مي انا ما نعرفش ما هي زايد عليه حتى شيء لازمك باش تربح الروسيه تو في العام هذا ومن بعد تو نمشيو حتى الاربع سنين قدام الريو 2016 نكون معناها سختو انا بون ممكن انا اكثريا ياسر متعلقه معناها في فاميلي وكل يمكن نفسيتها مرتاحه اكثر مني تنجم تكون ما نعرفش انا زمان كنت مانيش مرتاحه ولا حاجه مي ما كانش عندي حتى هدف انا اللي انا نكون جست على منصه التتويج قبل الالعاب الاولمبيه كان التخمام هذاك كل سيرتو عائلتي وقفوا معايا برشا اللي بالمناسبه نقدم تحيه بابا وامي واخواتي وقفوا معايا برشا عائلتي الكل هما توا في صفاقس ما انا اصلت وليت القيروان اما بنت صفاقس قرويه مجانسه عليهم الكل بنت تونس الكل فوالا هذيك الحاجه المهمه لكلنا توانسه دونك ما نعرفش الظروف بيان سور قلت لكم في بالي ميدالية اولمبيه بعد ميدالية اولمبيه الظروف مش تكون ديما خير وبيان سور وعد بالطبيعه مش نغير المعدن من الفضه للذهب ان شاء الله ان شاء الله تحضيرات خير ان شاء الله امكانيات ماديه خير ان شاء الله نحكي انا في بلاستيك حبيبي اي مش تم عقد محدد مع الوزاره ومع اي احنا في خصوص 2013 يعني قالوا لك باش نوفروا لك دي ستاج معينين مبالغ ماليه أنا معينه تكلفات معينه تهز داركم معاك تهز واحد من داركم تبيع مش داركم الكل لا يقلقوني بالعكس العائله لازمها تكون بعيده ممكن موجوده وقت كيف ما عملوا زاد نحب نشكر زاد اللجنه الاولمبيه اللي نشكرهم برشا خاطر سيونس شاتيلي والكل عملوا مجهود باش يكونوا اخواتي حاضرين معايا في الالعاب الاولمبيه وكان شفتوا في التصويره اي غدوة تكريم نص النهار ان شاء الله نحب نقدم لهم تحيه كبيره برشا ما قصروش معايا الحقيقه علاش قلت لكم انا راني بالحق مانيش نشكر ولا حاجه نحن نقولوا لحبيبه بالله اعطينا شنو يلزمك حتى ل 2016 لا 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 نطلب كان يتلهوا بنا اكثر مش كان لي انا ما نحبش نطلب لحبيبه لغريبي نحب نطلب الالعاب القوى الاتليتيزم دونك
لا هو اكثر خاطر جو سي تري بيان اللي احنا عندنا دي شامبيون وراني انا قداش من مره وصدقوني كانوا معايا كي نقول لكم خمسه بنات حشاني خمسه بنات كانوا زاد راهم ينافسوني واقوى مني وينهم توا على غالب التاثير والمعناها ممكن زاد مونتاليتي انا راهو مش زاد ما نحطش معناها الظلم كل على الفيدراسيون ولا الوزاره ولا حاجه لا حتى الرياضي معناها في قراره نفسه هو مسؤول على روحه كان هو ماهوش ما يحبش وما عندوش هكا نقولوا ان لا شالور اي هذيك ما يوصلش دونك سورتو هذيك وان شاء الله يكونوا كلهم كي نتمنى يكونوا كحبيبه وكسامه وخير ما نحبش نقول ان شاء الله 2016 نسمع النشيد الوطني ان شاء الله التونسي ان شاء الله ان شاء الله علاش ليه والله ديما انا قلت لهم مش كان درابو تونسي شوفوا نحب النشيد الوطني انا نحب نحس بيك عداء خاطر مش كيف ما نقعد دوزيام بلاس مش كيف ما النشيد كي نسمع في النشيد نتاع الروسيه نقول ان شاء الله نكون انا نشيد تونس يتسمع في العالم دونك هذاك طموحي وفريمون نخدم منعتي من عندي ما زلت عندي منعتي وما زلت معناها فريمون عندي موجوده في 2016 ان شاء الله ان شاء الله قبل عندي دو شامبيونا دي موند ولي جو ميديتيرانيان وهذوك كلهم سي دي با حتى لي جوز اولمبيك وانا نقول راهي لي جوز اولمبيك مش مازال اربع سنين سي دوما غدوه بالنسبه لي انا فوالا دونك مش نبداو معناها احنا راقدين ونقولوا قبل شهر نحضروا لي جوز اولمبيك لا الجوز اولمبيك 12 و10 سنين و5 و6 سنين العباد يحضروا لهم لي جو لي جو هذاك علاش استناك نحن حبيبه شنو يلزم نتو مش نبداو نحضروا هذاك علاش انا ما نحبش نكون وحدي في لي جوز اولمبيك 2016 نحب يبداو معايا ثلاثه اربعه خمسه كانوا معايا انا معني هذا الاتليتيزم نيفو معناها فريمون عالي دونك ماذا بيا يكونوا عدائين نحب نسال حبيبه بخصوص عمل السن نتصور اللي 28 سنه كان بالامكان البروز معناها وانت عمرك 24 25 صحيح هنا نفهموا الاصابات لعبت دورها مش اصابات عمليات اللهوة أي. اللهوة برك أي. لكن السؤال الاهم كعداء عمر 32 سنه 36 سنه اي انت باش تعطي توا خاطر المتفرجين يتسالوا يقول لك هذه بعد اربع سنين مش ولا عمرها 32 سنه لا مانيش كبيره في الاتليتيزم بطلت العالم 2009 بطلت العالم فكرة على العبر بطلت العالم 2009 اللي كانت معايا في نهائيات 2012 2009 كانت عمرها 36 سنه هي جرت معايا 2012 احسبوا من 2009 حتى ل 2012 39 سبانيوريا دونك كانت في النهائي ما معناها ما تحصلش على معناها هي 36 سنه ميداي دور معناها نقول 36 سنه مازالت نعطي وانا 32 زون هنا رساله لوزاره الشباب والرياضه لا عمر عمره ما كان بالضبط خاطر عندنا مسؤولين احنا بعض مسؤولين في الجامعه وفي الوزاره اداريين ما يعرفوش ما نعرفوش انا بيدي ما نعرفش 32 سنه في الاتليتيزم واش تعطي هما كيف برشا كيفي انا ما يعرفوش 32 سنه دونك نقول لك انا باش نحط مليار ولا زوز في عمر هذا مش عليها مليار انا قد نصبوا بالمليار احنا السباحه بالنسبه للاتليتيزم قداش تكلف ميداليه اعطينا فكره على الميداليه ما نعرفش قداش ذهبيه ذهبيه قداش تكلف ولا ما نوصلش مليار ما تصير 15 من هنا ل 2016 والله نحب نعرف يعني ممكن اي من هنا انا طبعا ما عادش نطالب حبيبه الغريبه ل 2016 2020 هي قالت 39 تبارك الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله 36 بقى بطل اولمبي اليوم بطل اولمبي قداش تكلفت على تونس وبطلة أولمبية من هنا ل 2016 إن شاء الله يا ربي قداش تكلف عطينا لي شيفر أبو بري خاطر ساعة ساعة نسمعوا نسمعوا أنت قداش تكلفت مثلا تحضيرات البرة ما كنت مشيت البرة ولا فرنسا بعثوا لك ليك أنت مباشرة ولا لا 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 هي فما معناها رئيس الوفد المدرب نتاعي فما حسابات ما نجمش أنا نقول لكم بالضبط ما وصلتش ما نعرفش انا ما وصلتش ليه اقل 200 مليون اقل ممكن اقل ممكن في تنقل لاعب من الوطني بي الوطني ايه يعني اكيد اقل برشا دونك بالحق ما تكلفش انا باش نقول فقط لحبيبه وللاعلاميين ان شاء الله اللي باش يكونوا موجودين في ريو 2016 كان حبيبه خذات ميداليه ان شاء الله يا ربي ميداليه ذهبيه راهو باش تستناوها ساعه ساعه ونص في الممر المخصص للصحفيين لانه عملت ميداليه فضيه تبارك الله قعدت تدور بالعلم التونسي اكثر من اللي دارته اثناء السباق معناها استنى وان شاء الله كان خذيت ميداليه ذهبيه سويعه ونص على الاقل باش تستناه حبيبه وحبيت نسالك على الاعلام دور الاعلام حبيبه عنده بالحق كيما كبيره برشا راهو كي رافقنا الاعلام اليترونجي معناها انا واحده من الناس كل اتليتيزم عم ناول سيتي ان اكسبلوا جي سي شاكر معايا في دايجو
معناها بالنسبة لي أنا حاجة كبيرة برشا، جميع جاءوا معنا في الأتليتيزم معناها إعلاميين. كانت إذاعة شباب موجودة أيضا، إذاعة تونسية كانت موجودة أيضا في دايبو، مش أبدأ الأمور واضحة بالحق. مي ماهوش يلزم تتعدى لي كومبيتيسيون في التلفزة، علاش؟ معناها خاطر الناس كي باش يتفرجوا في معناها ألعاب القوى ولا حاجة، مش يعرفوا هذاك اللي ناقصنا إحنا لي ترونسميسيون والكل. جو سي كو سا كوت تخي شير، مي في بالي كي يبداو عندنا دو شامبيون أولمبيك ونتابعوا فيهم ينجموا معناها نبثوا ونعرفوا ويعملوا لهم اشهار اللي مش تجري حبيبه ولا مش تعمل هكا ولا دايما ليغ ولا حاجه. دونك الاعلام عنده قيمه كبيره برشا. انا في فرنسا ولا في معناها البلدان الاخرى ياسر انا تلمون نشوفهم، مثلا في فرنسا نترينا في فورم يجيو يبداو لي شامبيون اولمبيك ولا حاجه يبداو وراهم الجرايد ويصوروا جورناليست. انا نقول لهم ما نجمش نبدا معناها هكا، مي هو بالحق عنده قيمه كبيره برشا. تستانس من هنا 2016 ثم نقص في التغطية بالنسبة للألعاب الفردية، كما ثم نقص في التغطية بالنسبة للألعاب النسائية. هذا لازمنا نقوله أنه في تونس نحن ندوره حول محور الألعاب الجماعية أكثر منه، أو بعض البطلات كما وسام الملولي ولا حبيبة الغريبي. وسام الملولي اللي حكي عن الناتاسيون وعرف بالناتاسيون، والحبيبة الغريبي اللي عرفت بالمرأة في الرياضة الفردية بالنسبة للأتليتيزم. لكن يمكن هنا بمبلغ قداش نبيع، يعني المشاهد التونسي نبيع له ماتش كورة ولا ماتش هوند ولا ماتش باسكيت ميو كو نبيع له غير. لكن اليوم اعتقد انه من واجب المواطن التونسي انه يعرف انه هو لازم يشجع القناه اللي تبث الرياضات الفرديه واللي تستدعي الابطال الاولمبيين واللي تستدعي الالعاب العالميين، خاطر ذاك التشجيع باش انه اليوم تكون ساعه غدا ساعتين بعد غدا ثلاثه سوايع. اعتقد انه الاعلام احنا الحمد لله ماناش مقصرين في قناه حنبال، حكينا على اولاد قبل الالعاب الاولمبيه واستقبلنا ابطالنا، واليوم الاستقبال الكبير لحبيبه الغريبه كما قلت حبيبه كل الملايين، وما عادش غريبه راهي في تونس وفي الوطن العربي. تبارك الله عليك حبيبه، يعطيك الصحه حبيبه. كلمة الختام خلي لك، كان مش تعاود تشكر الكل اللي شكرتهم؟ لا انا نشكر اللي عاوني بيان سيغ. ممكن ما شكرتش واحد بركه خاطر نسيت، ونحب نقدم له تحيه كبيره زاده وقف بجنبي برشا سي فتحي حشيشه، دونك نقول له تحيه كبيره برشا بالحق خاطر هذاك جا للجامعه التونسيه وقف بجنبي برشا، حتى معناها الميداي نتاع دايجو كانت معاه هو، دونك كان رئيس الجامعه نتاعنا للالعاب القوى. نحب نقدم له تحيه كبيره برشا ونقول له ميرسي، ونشكر الناس الكل اللي شجعتني وتونس كامله. وما نجمش ما نعرفش كان نسيت رئيس جامعه ورجل اعمال، وهذه مره اخرى نقول كلمه لرجال الاعمال، الاستثمار في الرياضه راهو ينجم يجلب لكم برشا اموال. البطله هذه كي تمشي لفرنسا وتمشي لكوريا الجنوبيه وتمشي للخليج والدور تبارك الله ما نعرفش انا 30 ولا 35 دوله في العام، اكيد الاشهار عنده قيمه. راه تنجموا تستثمروا في الرياضيين، عندكم برشا اسماء مؤهله باش تكون موجوده ان شاء الله في 2016. نعاونوا الوزاره ونعاونوا الجامعات وتعاونوا رواحكم بالحق. انا خاطر فريمون هذاك اللي احنا زاد ناقصنا، اللي احنا اللي معناها الداخلي تونس احنا هذاك اللي حاجتنا. خاطر انا كي نشوف عدائين اخرين لي سبونسور ومعناها الشركات اللي مولتهم نقعد معناها باهته مستغربه. اي حتى في كلوب نتاعي في فرنسا راهو مش حتى دي كلوب، دونك يبداو هكا خاطر بالنسبه لي هما يربحوا منه رانا، واحنا زاد نبداو رابحين، دونك علاش ليش شجعونا واحنا نبداو معناها نعطوهم كان صوره حلوه في بالي ما احسنش من مراه تونسيه تمثل ولا حاجه. دونك اكيد سامحني لبيب، ختمنا المره اللي فاتت مع بطلنا اسامه الملولي، باش انه اسامه الملولي بطلنا الاولمبي والعالمي بعد المنحه اللي باش ياخذها ان شاء الله من عند الوزاره، انه باش يتوجه بجزء منها خلينا نقولوا نداء الى بعض عائلات شهداء او جرحى الثوره. هذا وعد كان من اسامه الملولي، وحكيت معاه انت لبيب في الكوليس وقال لك لو نهار نعملها نكون موجود لهنا قال. ان شاء الله في برنامج مناكشوف. اليوم حبيبه الغريبي رجائي انها تدعم المراه في بعض المناطق الداخليه، الحوض المنجمي، القروان وما جاورها، الشمال الغربي، لانه تصويرتك نهار اللي تمشي للمراه اللي تعمل 10 كيلومتر و20 كيلومتر في الحوض المنجمي ولا في الشمال، ان شاء الله تعملهم بهالة اعلاميه، لانه اليوم كي تمشي لهم باش تعطي تصويره باهيه. اتمنى هذا من بطلتنا ومن اسامه الملولي. ما عنديش حتى مانع معناها، بالعكس انا اليوم مثلا حبيت نكون حاضر نستقبل المعاقين مثلا ولا حاجه، مي على غالب الوقت ساعات ما يخولناش باش نبدا نمشي. صدقوني كي نقول لكم راني ما مشيتش، قعدت البارح مشيت لدارنا في صفاقس قعدت معاهم 4 سوايع بالوقت وروحت، دونك باش نوريكم اللي انا راني الوقت على غالب معناها كان عندي من وقت نعطيه انا حتى من بعد ما يسالش. واسامه كان معناها يتبرع معناها هذا نشكره، خاطر انا زاده ما نقولش راني اما راني زاده حتى انا نتبرع
مي ما نحبش نقول شكون خاطر فما ناس تستحق ومعناها نعاونهم. ساعة ساعة هو سيفري الصدقة اليوم لما تعرفش اليسرى، لكن ساعة ساعة كي نعطيو إيماج باهية الأبطال الأولمبيين نقع استغلالهم إعلاميا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا مش حتى ماديا معنويا وجودك كما قلت لك ثم شكون يمشي 5 كيلومتر عداء تلقاه غادي ترينا ما عندهاش وجودك غادي معاها راهو نجم يفيدها كثير إن شاء الله. لا أنا نعاون حتى عدائين هنا في تونس ما عنديش حتى مشكلة، دونك الناس الكل تحبني ماذا بيا نعاون أي إنسان يحب معناها عندهم يذهل لي النمر توا ولا عند الناس الكل يكلموني حبيبة ما عندي حتى مشكلة حبيبة حبيناك كبطلة واليوم حبيناك كإنسانة فشكرا لك. عايشك حبيبة أنت تم تكريمك من وزير الشباب والرياضة كما كرم بعض الإعلاميين وأنا جبت لك على الإعلام لأنه الإعلام قاعد يساهم مساهمة كبيرة في بروز الأسماء الرياضية في تغطية الأنشطة الرياضية، يعني دور فعال بالنسبة للإعلام. نشاهد هذا التكريم الوزاري ثم نعود. نشكر الجماعة الكل اللي ما نساهوش صاحبي قلحي وباقي ما عند حي في كنتوم تكريم معناها ما فاجأش الجميع لكن فاجأ البعض وخاصة جاء وعليش ما فاجأناش أنا قد جاء عن طريق طارق ذيب ولاعب قديم ورياض قديم وعرف وعطى قيمة الناس وخاصة قلوا احنا معناها جاء في الوقت المناسب. أنا غبت قداش أنا موجود وغايب وقت اللي ما نشوفش الأخ الكريم ان جران جوراليست تونيزيان هو المنصف سيت ان جران مسيو نجم عطيه الفرصة باش يحكي على روحه وبطريقة اللي انتو ما صغار ما تعرفوش اما سيت ان جران مسيو منصف الغلوسي انا شفته توا كل شيء بدأ من أول جديد سان بليزير نحب نبوسه ونسلم عليه بكل احترام ومعزة. سلفتة كريمة وما تكون كان من عند واحد رياضي خاطر احنا عشنا في الوزارات القبل كما قلت انا اللي جو يسقطوهم تسقيط ولا يفهموا في الرياضه ولا يفهموا الرياضيين ولا يتلمسوا احاسيسهم ولا حتى شيء. اما بالنسبه لحاجه باش نقولها بالنسبه للرياضيين الصغار اللي قلت لي يتهموا فيهم ويدخل ثم راهو بالنسبه للاجيال الرياضيه سواء في الكوره ولا في الصحافه الرياضيه ثم كل جيل عنده ظروفه الخاصه ما تنجم تقول الجيل هذاك افضل من هذاك لكن الظروف والضغوطات اللي تسلط على الصحافي هي اللي معناها تخليه اما يمشي على اليمين ولا على اليسار ولا يندثر. الاعلام الرياضي قدم خدمات كبيره وجليله للرياضه التونسيه ما نكذبوش على واحد ولا قلت في عديد المناسبات هناك اعلاميين اصبحوا وزراء وتوضح لنا قيمه الاعلام الرياضي واحنا دائما متشبثين ان الاعلام الرياضي عنده امكانيه معناتها باش يساعدنا لتطوير الرياضه التونسيه دائما هو وراء أنا حتى في الألعاب الأولمبية رغم الإمكانيات المتواضعة عديد من القنوات ولكن كانوا متواجدين وإذاعات كانوا متواجدين كثرة ووصلوا المعلومة إلى المجتمع التونسي وحتى المشاهد التونسي ولهذا الإعلام الرياضي حق علينا باش نكرموه. صادق تكريم الإعلام الرياضي من وزير الشباب والرياضة وحتى تكريم رئاسي كان تكريم عبد الوهاب الدرويش حبيبه هميمه ثم سي المنصف الغلوسي. المثل الفرنسي يقول مي فوتار كو جامي. الاعلاميين وخاصه بالنسبه لكره القدم كانوا دائما في صداره الاحداث كانوا من اول استقلال كانوا هما في المقدمه يعني ظروف تعيسه جدا كنا نخدموا فيها ويخدموا فيها اللي علمونا الزملاء السابقين فيهم اللي توفى ورغم ذلك ما زلنا راه نعاني لا 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 لكن ديما معاناه اخرى توا معاناه في مع المواجهه المباشره مع المسؤولين. قبل كانت معاناه ما عندكش وسائل تاع ما تكلمش ما عندك حتى وسيله تسكت عندك حتى وسيله المعلومه ما فماش كنا ناخذوا في النتائج نتاع الرابطه الثانيه نتاع الاقسام السفلى نقولوا القسم الثاني قبل بالتليفون من مراكز الامن ومش بالتليفون مباشره من مراكز الامن صحيح ومش بالتليفون مباشره نطلب البوسطه نطلب ديسات نقول عدي لي رديف نقعد نص ساعه وانا نستنى في النتيجه نتاع رديف ولا نتاع عمر العريس نتاع رمضان كانت الزون هذيك ما فماش هاتف مباشر. وقتها تعرفت على سي منصف الغلوسي تمتعنا به تمتعنا بكلمه بالتشجيع نتاعو علمنا الخدمه تعلمنا عليه سرقنا عليه الخدمه النظافه الصدق الجراه
التحليل العلمي للمقالات نتاعو. وللاسف الشديد الجيل توا ما يعرفوش برشا ما يعرفوش. انا واحد من الناس عندي سنوات ما عادش راه يكتب وقتي هو ستيلو ما يلزموش يوقف ان شاء الله حتى وقت قبل القبر وهو يكتب بعد عمر الناس. لا لا للناس كل ما ستيلو انا وقتي ما نشدش ستيلو ساعات نكتب ال20 مقال ونطيشه نقطعه ما نجمش نقعد نهارين ثلاثه ما نكتبش. سي المنصف خدم معنا في البيان وخدم في الطاب كونيسور بصفه غريبه ياسر يعرف القديم والجديد. برافو لطارق ذياب لخاطر طارق ذياب يعرف شكون منصف الغلوسي. الوزراء السابقين خدموا بالاعلاميين وما كرموهمش خدموا بهم حقوا بهم برامج. نعرف بعض الزملاء لتوا مازالوا يخدموا هما خدموا الوزاره يعطيوا الافكار يعطيوا الوقت يعطيوا البرامج يعطيوا كل شيء والوزاره ما تذكرهمش وما تكرمهمش. هنا نداء نوجهه زاده مش بعد ما يموت واحد يكرموه. سي المنصف كرموه هو حي فما اللي ماتوا وما كرموهمش فرصه زاد باش يكرموهم ويحيوهم. واللي معاه سي المنصف عندنا سي المنصف سي مصطفى الزبيدي مثلا في الجامعه برشا ناس ما تعرفوش هو كان صحافي صحافي من الاقلام الممتازه جدا في وقت كانت فيه الجراه ما فماش مازال يكتب التو مازال يكتب اي معناها قصدي ماهوش قاعد واصل للعباد. فما انسان سي القانون تعرفه انت منافس لنا لكم انتم المحامين وربما يفوقكم شويه بكل صراحه زميل سي عامر البحري اكيد تحيه كبيره خلي عامر البحري رغم اللي هو زاد كان صحافي ممتاز جدا نهار اثنين استاذنا ذاك استاذ ربي يطول في انفاسه وربي يخليه كما هو كما سي المنصف الغلوسي سي عبد الوهاب الدرويش سي الحبيب هميم اللي يقولوا له مبروك التكريم. الابداعات ما تجي كان زاد التكريم نتاعهم من مبدع. المبدع هو طارق ذياب احسن عملا بتكريم اللي يستحق التكريم. جوست فقط حبيت نقول كلمه لا لا بالحق خاطر جبدنا عامر البحري ما نعرفه معرفه شخصيه. بونا عامر البحري يتواصل مع الجميع ويعطي المعلومه للجميع وهذه حاجه مهمه راهو خاطر الناس ثم ناس تخبي عليك المعلومه ثم ناس ما تحبش تشارك معك في المعلومه ثم ناس ما تحبش تتناقش معك في المعلومه ماهوش لو كاد سبيس كيما هو كيما الشباب زاد اللي موجود اليوم على جميع البلاتوات في الاذاعات ولا في التلفزات اللي هو مختص في القانون الرياضي واللي هم قاعدين يتواصلوا مع بعضهم في نفس الحقيقه تواصلي ماهوش نفس نتاع حقد وانا قلت صحيح وانت قلت الغلط لا. حاجه اخرى نحب نشوف الكاس الفارغه شويه في تكريم الاعلاميين في ظل الصفيح الساخن اللي قاعد يعيش فيه الاعلام اليوم في ظل المشاحنات اللي قاعد يعيش فيها الاعلام من الداخل والخارج في ظل اليد واليد الاخرى بين الاعلام والحكومه واليوم ثم اضراب نتاع دار الصباح وغدا ماهيش تخرج جريده الصباح نلقاو على الاقل ثم نفس من التكريم للاعلام هذايا اللي يجب انا اعتبر روحي مدسوس فيه يجب ان يتواصل مع شعبه ومع ما يختاره شعبه ان شاء الله نلقاو حل جذري لمشكل الاعلام بقانون ينظمه مش بالمرسوم 116/115 اللي هو ناقص ان شاء الله نلقاو حل الاعلام. تحيه لوزير الشباب والرياضه طارق ذياب اللي ذكر الاعلاميين وقال فيهم كلمه خير الاعلاميين اللي كانوا ايضا واسطه باهيه لاسامه الملولي اللي تم تكريمه من السيد رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي وعد في نفس البلاتو هذا سي رضا وكرم اسامه الملولي وكان التكريم في مستوى هذا البطل وذاك دور الاعلام. نعاود نرجع ونقول لاسامه الملولي ريت الاعلام راهو فيه الباهي وفيه الخايب ولولا بالمكشوف ولولا وجودك معنا وجود سي رضا شرف الدين لما كان التكريم. حبيبه خلي لك كلمه الختام ان شاء الله يكرموك ايضا رجال الاعمال. ميرسي يعطيكم الصحه فريمون بالحق خاطر نزيد معناها نزيد على كلامك سي لبيب على الاعلام بالحق خاطر كان مش الاعلام راهو احنا ما نبداوش موجودين الشعب التونسي ما عرفناش كان مش التلفزه ولا الاعلاميين ولا يشهرونا ولا الجرايد تكتب ولا يحطوا تصورنا ولا ننقدوكم زاد لانه النقد البناء ينجم يوصل ان شاء الله ما نعطيوكم في الصوره باش تنقدونا ديما باهين. ما عنديش علاش تنقدوني كان شي لا مش انت الرياضيين اللي ما يحبوش النقد سي صادق يعرف فهموا برشا رياضيين ما يحبوش النقد اما راهو كي تنقد نجم تصلح روحك نجم تتحسن محبه زاد نجم يكون تقدو بمحبه تنقدو دونك يعطيكم الصحه فريمون ديما حنا بعد فريمون مش راهو اشهار خاطر انا ديما اكثر واحده معناها تستدعاني ولا يبداو ملمين باللي كومبيتيشن تاعي حنا بعد ميرسي بوكو ان شاء الله تستدعوني مره اخرى نبدا جبت لكم الذهب ان شاء الله ان شاء الله بعد بطوله العالم في روسيا وقتاش فانا شهر هي في 2013 اوت من 10 حتى 18 اوت
نعرف ديجا وقتاش نجري دونك. تعرف لا تعرف ان شاء الله نكونوا اذا كنا موجودين تو نجيبوك يا حبيبي واكيد الزملاء اللي بعدنا زاد باش يجيبوا حبيبي الغريب لانه تبقى بطله تونسيه يعطيها الصحه شرفت تونس ورفعت الرايه الوطنيه ونستناو كما قلنا ان شاء الله ميداليه ذهبيه في بطوله العالم القادمه في روسيا وايضا في الالعاب الاولمبيه 2016 و2020 صادق نجم تجري 36 سنه تبارك الله تنجم تجري شكرا للغزاله التونسيه حبيبي الغريب يعطيك الصحه مشكوره جدا نمشي الى فاصل اشاري ثم نعود مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم من جديد أكيد بعد حبيبة الغريبي والحديث مع البطلة التونسية صاحبة الرقم القياسي التونسي في 3000 متر موانع لكن فما فريق في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم صاحب الرقم القياسي في استعمال اللاعبين الجدد مع عودة البطولة للنشاط 14 لاعب بالتمام والكمال عز صفوف النجم الرياضي الخلادي بعد عودة البطولة في اللقاء المعاد ضد الترجي التونسي وأيضا في الزوز جولات الفارتين النجم الرياضي خلادي يقبع في أسفل الترتيب ب20 نقطة وضعية صعبة جدا لهذا الفريق كما نحكيه على الترجي الرياضي التونسي على النادي الإفريقي على النجم الساحلي على النادي الرياضي الساقسي لو نحكيه على الفرق الأخرى النادي الرياضي البنزرتي النجم الرياضي خلادي مستقبل جابس حبينا وأنه سي رياضة الجريد يكون موجود معنا الرئيس القديم الجديد لمستقبل جابس اعتذر وحبينا أيضا نصوره في ملعب جابس لكن تم منع كاميرا قناة حنبال شنو المشكله اللي موجوده بين الحصص الرياضيه ومستقبل جابس رغم اللي قاعدين نقولوا كان في الحقيقه كان في الموجود وربما حتى وقت اللي حب يشكر هيثم مستقبل جابس ظهر انه امل حمام سوسه تعداوا عليهم بعد نهايه المباراه وصارت برشا مشاكل على كل نقاط للتوضيح كما قلنا راي صفحه جديده وراهم قاعدين كان نقولوا في الحقيقه ماناش نتجناو على حتى حد ولا حتى فريق سواء في الرابطه المحترفه الاولى ولا في الرابطه المحترفه الثانيه ولا في كل الرابطات الموجود نقلوه بكل حرفيه سي سامي مامي النائب رئيس النجم الرياضي خلادي مرحبا بك مرحبا بك لبيب مرحبا بسي نادر سي صادق سي طارق انا سعيد جدا بالاستضافه احنا اسعد بوجودك معنا عايشك سي لبيب وان شاء الله تكون مساحه اللي النجم النور بها الراي العام الرياضي عامة وجماهير النجم الرياضي الخلادي خاصة ونظرة معناها تذكر فتشكر ويعطيكم الصحة سيدي مرحبا بك وان شاء الله النجم الرياضي الخلادي يكون في احسن حالاته في الجولات القادمة نشوف امل الحداد امل شو عندك جديد يا امل اهلا بك لبيب من جديد نذكر مرة اخرى بعناوين التواصل عن طريق الهاتف 70 944 944 عن طريق الفاكس 71 759 477 الاس ام اس 87 887 او عن طريق الايميل sport@nibaltv.com.tn لبيب بلال مزوغي يعيش في ايطاليا ويقول انه ديما يتبع في البرنامج ويقدم تحيه لجميع الرياضيين وخاصه اللي شرفونا في اولمبياد وعلى راسهم اسامه الملولي وحبيبه الغريبي ويقول ان شاء الله الرياضات الفرديه في السنين القادمه باش تكون عندها قيمه اكثر كما الرياضات الاخرى محمد السعيداني من فرنسا يقول عيب علينا الكل اللي رياضيين ذوي الاحتياجات الخاصه ما نتفكروهم كان بعد ما نقضيوا حاجتنا منهم حتى في عيد ما نذكروهمش ويا حي في البرازيل باش نذكروهم والله عيب هشام البوعزيزي من لونجلتير يعلق على الاعلام اللي يقول المعاقين ويقول ماذا بينا نقولوا ذوي الاحتياجات الخاصه دونك بربي ما عادش تقولوا معاقين يا لبيب حاضر نتعديو الموضوع اخر عريضه وصلتنا توا من احبه جمعيه الملعب الافريقي بمنزل بورقيبه صيحه فزع بسبب الوضع المتردي اللي اصبحت فيه الجمعيه بعد استقاله الهيئه المديره في ظرف حساس لاسباب مختلفه خاصه الماديه منها ويقولوا نرجو من الهيكل الرياضيه المسؤوله التدخل العاجل لانقاذ ما يمكن انقاذه شكرا لك مال يعطيك الصحه ممكن اضافه بالنسبه للملعب الفريق اللي مسبر جيبه ماهر الجيزاني قريب جدا من تدريب الفريق كما ذكرنا في الاسبوع الفارط يعني وضعيه صعبه جدا لهذا الفريق الكبير والعريق والراجع الى الرابطه المحترفه الثانيه به سي سامي نبدا معاك النجم الرياضي خلادي الناس كل عايشه في المشاكل في كره القدم والانديه كل تعاني على كل ان شاء الله نلقاو حلول في اقرب الاوقات النجم الرياضي خلادي انا قلت في التقديم مرتبه اخيره انتدب 14 مش انتدب هم ال 14 لاعب اللي كانوا مرسمين يعني
في القائمات يعني في الثلاثة مباريات اللي أجراها النجم الرياضي الخلادي. عنده أقل انتصارات في الرابطة المحترفة بأربع انتصارات، ثاني أكثر فرق هزائم بعد النادي الرياضي لحمام لنف عمل 14 هزيمة، أضعف خط هجوم مع أمل حمام سوسة ب 22 هدف، وثالث أضعف خط دفاع. يعني بكل صراحة يعني السلبيات الكل ترافق مسيرة النجم الرياضي خلادي، من غير ما نحكيه على ربما المشاكل المادية والمشاكل الأخرى اللي عانى منها النجم الرياضي خلادي في هذا الموسم. صحيح. يعني أنت تعطينا الصورة تو العامة ومبعد الصورة العامة أنا باش نقسمها على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي بداية البطولة، كما تعرفوا احنا اليوم نكملوا في بطولة القسم الوطني اللي معناها تنجم تقول الفريق كان ضيف على البطولة هذه، الفريق تنقصه التجربة، سواء كان يلزم زادة في وقت من الأوقات نحملوا رواحنا المسؤولية كهيئة، خطر معناش العادات والتجارب باش نتصرفوا في مجموعة أو في فريق في القسم الوطني. تعرفوا القسم الوطني ساعات يتلعب على جزئيات، كنا دخلنا البطولة معناها بعقلية كونه الانتدابات نتاعنا تكون موجهة، وخاصة انتدابات لاعبين عندهم تجارب وعندهم الخبرة في القسم الوطني. هذا اللي كان وصلنا في وقت من الأوقات كوننا فريق اللي بصراحة عمل المردود ممتاز، وكان شفت معناها الفنيين الكل وأجمعت على المردود اللي قدمناه. فما أسباب موضوعية، فما أسباب داخلة في نطاق العمل نتاع الهيئة، فما أسباب خارج على نطاق الهيئة. أنا يظهر نبدأ بالأسباب اللي في داخل نطاق الهيئة، يمكن قلة تجربة الهيئة في التسيير في القسم الوطني تسببنا في بعض القرارات الارتجالية اللي هي بصراحة أثرت سلبيا، خاصة تغيير الممرنين. معناه كما تعرف النجم الرياضي خليدي من بداية الموسم حتى اليوم خمسة ممرنين تداولوا على الفريق، هذا شيء ما ينجم ما يوصلش النتائج. أول مرة تعملوا الرقم ذاير وتيلة وجودكم في الرابطة المحترفة الأولى ولا في القسم الأول نقول، معناها صحيح. أول مرة تغيروا خمسة مدربين، رقم أيضا سلبي بالنسبة للمدير. لكن وقت اللي نجي نشوفوا التغييرات راهو تلقاها خارجة على الاختيارات الهيئة، كانوا المدربين هما اللي كانت لهم الخطوة الأولى في تقديم الاستقالات نتاعهم. ونبدأ مع سي لطفي القادري اللي هو معناها عبر على استعداده باش يغادر المجموعة، رغم اللي احنا كنا خيرنا سياسة الاستمرارية من القسم الوطني بال القسم الوطني ودخلنا بنفس الإطار الفني بنفس المدرب، لكن سيلوت في بعد ثلاثة ولا أربع جولات عبر على رغبته باش يغادر الفريق. فما ضغط جماهيري، فما ضغط جماهيري تو نرجع نحكي تهديدات وصلت وصلت حتى سياسة كان نتذكر هو سي هيكل سي مثال ديما الكل صغير الكل صغير وانا مخي في هيكل. نرجعوا هي قلة التجربة بديت من المسؤولين باش نتحملوا مسؤوليتنا، لكن عندنا قلة التجربة من جماهيرنا اللي في وقت من الأوقات كنا وقتها معناه حشتنا وقتها بجماهيرنا، حشتنا بوقفة الجماهير نتاعنا، لكن قينا العكس وقينا معناها جماهير كانت في بعض من الأوقات ياسر كيفاش اكزيجونت، معناها اللي بدرجة كونه تخيلوا انه الفريق فريق معناها بطولات افريقية وفريق مرتبة خامسة لا اقل، ويمكن هذا حجم الانتدابات اللي عملناه وقيمة الانتدابات واسامي الانتدابات وخاصة المقابلات الودية اللي عملناها في التحضيرات. لكن هذا نتفهم الجمهور وديما يقعد دور الهيئة. سامحني السيسامي، انتم حكيتم على الجمهور قبل قلت لهم راسنا طلعنا للرابطة الاولى ورانا مش عاوه مثلا من اجل تفادي النزول توضيح الاهداف توضيح الاهداف. لكن سامحني سامحني لبيب فاز النقطه الاولانيه قبل ما نتعداو للنقطه الثانيه، قله الخبره نتاع الهيئه المديره. يا اخي الهيئه المديره كي تشكلت من الاول باش دخلت في انتخابات نقولوا انتخابات نازيه بموجب المرسوم الجديد بعد 2011 وناس مختارين ماهمش معينين لفرضهم الوالي للمعتمد الوزير. صحيح. علاش في التركيبه هذيك ما اخترتوش المزيج بين الخبره الناس اللي عندها خبره ونضاف وبين الناس الجدد؟ هذا السؤال الاولاني لانه عنوان النجاح هو المزيج. صحيح. والسؤال الثاني تتصورش يا خويا سامي اللي قله الخبره يعني عذر في اخر المطاف اليوم؟ قله الخبره يمكن تلافيها بعد خمسه جولات بعد سته جولات بعد سبعه جولات، لكن مش قبل خمسه جولات من نهايه البطوله انه نوصل للكونكلوزيون انه راهو هيئه مديره. انا معاك ونحييك انه برمي المسؤولين القليل نادر كنت باش نقولها سامحني الناس اللي تجي تقول راني غلط وراه مش الاطار الفني مش نادر داود ولا غيره غلط في تشكيله ولا كذا، انا راني نتحمل جزء كبير من المسؤوليه. دونك اما
علاش التركيبه من الاولانيه ما كانتش متجانسه وعلاش فقنا مخر فقنا بني خالد نحكي. هو سي طارق حكينا على الاستمراريه، الاستمراريه كانت نفس الهيئه اللي هزت الجمعيه معناها للقسم الوطني، هي كملت معناها الوحده كملت المشوار مع الفريق في القسم الوطني، لكن كنقول انا قله الخبره باش نتحمل مسؤوليه في بعض الاحيان، لكن مش هذه الاسباب الصحيحه اللي خلت النجم الرياضي خلادي، معناها هو راهو السبب اللي حكيت عليه هذايا من الاسباب، لكن فما اسباب رئيسيه اللي باش نخرج لها اللي هي معناها كما قلنا خارجه عن النطاق نتاعنا، وسي لبيب يضر يلمح لها من الاول وقال من غير ما نحكيو على الاسباب الماديه، لكن وقت اللي تبدا الماديات ما فماش، وكي تبدا راهو تعوقك الامكانيات ما تنجمش تخلط الاهداف، صحيح الاهداف تسطرت وحاطين الاهداف وراهو كي نحكي قله تجربه، قل التجربة معناها راهو جزء في الرابطة الأولى جزء لا يتجزأ، أما تبارك الله علينا معناها ناس معناها نحكي مستويات ناس معناها اليوم حاطين مزيج كيما حكيت أنت ما بين الخبرة، سي طارق راهو الخبرة وقت اللي نقولوا النجم الرياضي الخلادي راه ما عندوش خبرة في القسم الوطني، فماش مسؤولين برشا خدموا في الناس في القسم الوطني وكانت الأبواب مفتوحة وكنا معناها بصراحة لعمرنا سكرنا الأبواب في وجه أي واحد عبر على استعداده باش يتحمل المسؤولية، ولليوم إيمانا منا وإيمانا خاصة مني أنا بسياسة معناها التداول على السلطة ولا التداول على المناصب، اليوم احنا مشنا متشبثين بالسلطة، وقت اللي قينا رواحنا معاش باش نوصلوا معناها وان شاء الله نخلط المرحلة الثانية، خاطر اليوم بدينا من الاول في المرحلة الأولى نتاع البطولة اللي هو ديبار البطولة، لكن اليوم عندنا مرحلة ثانية أصعب وتنحكيو على مشاكلها مشاكل أكثر وتفاقمت المشاكل، وكان هذا شيء منتظر مع نهاية الموسم الفارط كنا ننتظروا في المشاكل باش نبداو بها الموسم هذايا وبدينا بها وأرض الواقع أثبتت لنا هذه المشاكل. سامي من بين المشاكل سامحني نغوص شويه في الموضوع انه العقود نتاع الملاعبيه عام 6 شهور لقيتوا رواحكم مع عوده البطوله خاصه المباراه المعاده نرجعوا لها مع الترجي التونسي تجديد عقود وملاعبيه جدد وتغيير تقريبا هيكله كامله عمود فقري كامل نتاع الجمعيه هذه زاد من الاخطاء ممكن للهيئه المديره علاش مش عقود طويله المدى؟ هو صحيح سي لبيب العقود طويله المدى هي راهي عقود تتطلب راهو أموال وتتطلب موارد، واليوم كي أنت تلقى روحك تنقصك الموارد وما عندكش انفيزيبيليتي كلير، ما عندناش مستقبل واضح قدامنا في بني خلاد، اليوم نعيشوا جور وجور نعيشوا معناها الموسم للموسم بصراحة معناها نقولوها، وكامل معناها تعرف الترتيب الفريق مشاكل الفريق الموسم الفارط مشاكل البطولة زاد عامة في تونس هاو لعبنا هاو توقفنا اليوم باش نلعبوا غدوة ما نلعبوش، معناها هذه حاجات زاد أثرت على مسيرة النجم الرياضي نلعبوا في بني خلاد نلعبوا في بني خلاد نلعبوا في المنزة ما نحكيش على التمارين معناها ملعب واحد في بني خلاد يخلي لنا حصة واحدة نتمرنوا لها في الجمعة كاملة نهار كامل وانا في رادس مرة في المنزه مرة في برج سدرية مرة حلونا التيران مرة ما حلوناش راهو عانينا مشاكل كبيرة برشا مصاريف معناها رئيس الجمعية بصراحة معناها اليوم مش لهنا باش نشكر انا الناس كل تعرف معناها فاش قاعد يعمل الجمعية حفلاته على ذمة الجمعية النزول تاعو على ذمة الجمعية موارده وعلاقاته لكن ليد وحدها ما تنجم تصفق وليد وحدها ما تنجم ما تعمل حتى شيء ندخل في المرحلة كما حكيت التمارين اليوم نلقاو رواحنا في وقت من الأوقات النجم الرياضي خلادي يلقى روحه يلعب مع منافسين اللي هما عندهم 5 و4 مقابلات متأخرة في ملاعبهم وهذا صارت معنا هالسنة في البداية البطولة نلقاو ما نحبش نذكر الأسامي نتاع الجمعيات معروفين 4 و5 قاو في نفس الملعب المستقبل جابس معناها مع كامل الاحترامات الجمعيات تربطنا علاقة طيبة مع الجمعيات أما هذا راه ما ينجمش يكون في بطولة وهذا يأثر على مسار البطولة وهذا راهو كله عنده معناها تأثير نجيو بصراحة للموارد المالية اللي هي في الأخر العائق الكبير اللي كانت لبني خلاد على خاطر اليوم آمنا بالمجموعة اللي كانت عندنا معناها في بداية الموسم كانت مجموعة متكاملة كانوا لاعبين مقتنعين بالمردود نتاعهم رغم بعض معناها التشكيكات في قيمة المجموعة لكن احنا آمنا في وقت من الأوقات بما كنا حاولنا نحكيه مع اللاعبين على عقود طويلة المدى وكنا ننجحوا في العملية لكن بصراحة دخلنا الشك وما نجمناش نقدمه وفي وقت من الاوقات عشنا ظروف صعيبه حملوا تشكيك كبيره على شبكات التواصل الاجتماعي ووصلوا اتهامات كبيره تخلي المسؤول اللي تحبه ولا تكره ما عادش تلقى كل الشجاعه والفولونتي باش يقدم ويمكن لهنا سي طارق نرجع لك هذه الخبره خاطر المسؤول اللي عنده الخبره ما ينجموش يتاثر بما يقال وما يلزمو يعرف عنده دي بلون
تراسي يطبقهم. زعما انت سيمامي باش تاثر باللي باش يتقال في التحقيق هذا اللي بخصوص حبايب النجم الرياضي خليدي ولا تو نشاهدوا بعض التحقيق نشاهد التقرير ثم نعود. ابني خلاد خايبه برشا ما تفرحش ما نكذبش عليك بصراحه وضعيه رديئه معناها اول مره راهو ابني خلاد في الحاله ذيك الوضعيه اللي احنا بها وضعيه ما تفرحش بالكل سيتياسيون ماشي مريقله جمله فزك ابني خلاد تروا ماتش جبنا كان ان بوان ان بوان شويه بالنسبه للوضعيه اللي نحن فيها في اخر الترتيب سيتياسيون صعيبه ومصيرنا معناتها كما نقولوا بين يدينا مازلنا معناها حسابين النجم ونمرو احنا ماتش جرجيس ابري دو سيمين نعملوا فيه بقدرة ربي 3 بوان برشا حاجات تتبدل كل شيء يتبدل معنا في الميخالات وقفت الشامبيونا ولات عندنا مشكلة تاع التسيير ما رجع سي سعيد قبل بجمعتين من الماتش من الشامبيونا ولقينا رواحنا ليكيب كاملة البر باش نعاودوا نبنيوا جمعية أخرى جيت في جمعتين درت في جمعيه اخرى ميسيون بريسك امبوسيبل اللي معناها قاعده تواجه فيها الهيئه ككل ولا سبيب حسب رايك مناس من الهيئه المديره مناس كان جاي واقفين على السبيكه ما تصير لهاش هيك كل جره المسؤولين اللي قاموا بالانتدابات الفاشله نتاعهم هما امبيونس الجوارات الجوارات مش ماشي كيما يلزم خدمنا معاها بريود قصيره حاولنا باش نعمل ماكسيموم راه الجوارات كل ما قصرتش هذاك هو معناها اللي بدا لنا كاش فيه فما حاجات ما مشاتش من الجامعه واحد اللي تعود الماتشات مع الترجي وغيره وغيره برشا حاجات معناها خلاتنا نعيشوا بالظروف هذه شوف انت جونيور تشوف السبور نربعوا الادوار نربعوا القلوب كادي مينين الصغار عندنا كلاعبيه وينهم يسلموا الله اعلم فماش ولا جمعيه كنا عندنا البطاحي وكانت تخلق في الجويرات واحد طول كلها عملت على الشراء وعلى الجويرات المحترفه الكل تسبيكه شكون فاهم ولا دبليت فيها شي هزوز من الناس هكا كلهم من برا فهم جويرات تجري فيهم ما شريتش حتى تكون به كل جوارات جي فيها كابلين من خلات ما عادش فيها حتى شيء جوارات كل مشات المسؤوليه كل مسؤول كيفاش ولا يجبد روحه ما طاوش حتى 1% الاولاد البلاد اللي معناتها عندها قلايب جات تحب تلعب ولا حرمها برشا حاجات فهمت حرمها حتى من الفلوس مشاريات ما طاولهاش من خلات كجمعيه ناس قاعده فهمتني تاكل من الجمعيه مش يطلعوا في مساحه الجمعيه العبد ديما ما ينكرش مسؤولياته واحنا لهنا مسؤولين دونك باش نتحملوا المسؤوليه نتاعنا لكن الاغلاط اللي صارت مش اغلاط كبيره هي اغلاط نتاع خبره في القسم الوطني جابت احسن جواريات بريسك في الرابطه الاولى وما نجحتش وما عملتش بهم حتى نتائج هذا كل ما صاير من المسؤولين اللي عندهم قريب مش نعرف فوق 30 سنه في بني خلاد المجهود اللي نبذل فيه انا اليوم يضري ما فماش برشا يبذلوا فيه في بني خلاد ويزموا يعرفوا الشيء هذا اعطوني زوز ثلاثه اخرين من بني خلاد تنجم معناها توقفوا مع جمعيه الجمعية تضري تقعد لاباس اما اذا كان مش نقعدوا نحكيوا الحديث راهو ساهل فماش مسؤوليه تتلهى بني خلادكم الفو فما عندنا 20000 جوار ولاد بلاد فهمتني ينجموا يكوروا على المعروف بني خلاد كلهم بنك اخو فهمتني يجيبوا في جوارات بالملايين من البر وما يعملوا في شيء ولد فلان ولد فلتان يلعبوا الكوارجيه ما تلعبش ولاد الحوم العربي ما يلعبوش ولاد الجمعية كلهم لا يضاعوا من المنيم حتى السنوا ضيعوهم لاعبيه فماش تكون شبان البنيه التحتيه اللي موجوده يدربوا فيها الاصغر لي جون بصفه عامه في الجمعيه بصراحه بنيه تحتيه صعيبه برشا كان انا نرجع 8 سنين زاد الى الوراء نلقى شبان النجم الرياضي خليدي يترناو في ثانيه لا كاج ولا مرمى ولا حد شيء كيفاش تحب تقول لي تكون اليوم الشبان انا شبان نكون لك الشبان وقت اللي تبدا عندي ارضيه ملائمه باش نكون فيها شبان كانك توصل معنا بني خلاد نحب نداء معناها اللعبات اللي في بني خلاد كل تتلم وكل شيء نعملوا انتخابات نعملوا اي حاجه يا خويا حطوا لنا ناس ناس قاريه حطوهم لنا مش ناس معناها بالوجوه خاطر فلان وخاطر فلان يحطوهم لنا فيهم بصراحه مش معقول سي سيف هذه اراء احباء النجم الرياضي الخلادي برشا حكاوا على مشكله التسيير خاصه بعد توقف البطوله فما هيئه المديره فما من جره المسؤولين فينهم اولاد بني خلاد يلعبوا فيهم بالوجوه ولد فلان وفلان
برشا اتهامات. صحيح صحيح سي لبيب، اليوم كيما حكيت بديت بمسؤولياتنا باش نواصل في المسؤوليات نتاعنا. بالنسبه لنا اليوم ما يلزمش فما دي كونتراديكسيون في الكلام وقت اللي نقولوا وينهم ولاد بني خالد، ما نجموش نقولوا لعبوا ولاد البلاد بالوجوه. اليوم اذا كان احنا نلوجوا وينهم ولاد البلاد، ما فماش هذه ولاد البلاد بالوجوه. اليوم احنا يضر سي صادق رئيس الفرع حكى طريقة مباشرة شنية مشاكل اللي تعاني منها شبان النجم الرياضي الخلادي. شبان النجم الرياضي الخلادي ما عناش الأرضية الملائمة لتكوين شبان بصراحة. معناها اليوم ترى الإمكانيات المتوفرة عند الفرق الكبرى وخاصة حتى الفرق المتوسطة، معناها في نحكي لهنا في الإمكانيات مش نحكي في التاريخ والجمعيات الكل، عندي جمعيات كبيرة بالمناسبة. تحية شكر لكافة المسؤولين على الجمعيات وخاصة في الظرف هذا الحساس بصراحة من هنا، خاطر نعرف قيمة المسؤولية ونعرف معناتها ناس تخدم في جمعيات رياضية والكلنا وخيان، وتحية شكر أخرى ليهم واحد واحد. به نواصل ونرجع الموضوع نتاعنا. اليوم بني خلاد ما فيهاش ملعب، الملعب الوحيد بشهادة الفنيين اللي جاء وحضروا مقابلات معناها الشبان. عندنا سي شهاب الليلي جاء، سي رضا الجدي جاء، سي نادر جاء، على كل عندنا ملعب من الحجم الصغير اللي هو معناها معترف به الأدنى، الحد الأدنى المعترف به تتمرن فيه 8 أصناف. إذا كان في ملعب اللي هو حتى الديمونسيون تاعه من أقل الديمونسيون اللي موجودين تترنى فيه 8 معناها أصناف، كيفاش يكون تقسيم، كيفاش باش يكون العمل، شنو هي النتائج اللي باش تطلبها، الامكانيات. 8 سنين التالي كنت تحدثت في التقرير قلت كانوا يلعبوا في ثانيه. 8 سنين التالي وقت اللي كنا نحضروا في الملعب البلدي في بني خلاد كانت الجمعيه ويعرفوا معناها كان ناس كي معناها سي فيصل المكي سي الاسعد الحبيب ممرنين الشبان، كنا نتمرنوا في ثانيه اللي هي بجنب الملعب نتاع بني خلاد، فما بطحه كبيره كنا نتنيو فيها في الاصناف الشابه باش نستحفظوا، كنا نلعبوا في تاكلسه ونمشيو على معناها فتيات وكذا. اليوم نلقاو بعد 8 سنين ما عندناش امكانيات، الانفراستركتور ناقصتنا برشا، الملاعب في بني خلاد ما عندناش، وهي زاده مناسبه باش نتوجه معناها الوزاره لسلطه الاشراف ووزاره الرياضه باش تسرع وتشوف معناها الصحيح عندنا مركب رياضي تمت برمجته 5 ولا 6 سنين التالي في بني خلاد، وتم تغيير صبغه الارض من ارض فلاحيه الى ارض مهيئه باش تكون معناها مركب رياضي. وبني خلاد ميلها كان نقطه تواصل في الوطن القبلي ونقطه تواصل ما بين العاصمه وما بين الساحل وما بين الوطن القبلي، يكون نجم يكون مركب رياضي، خاصه وانه اللي يبكيوا عليه العباد موجود اللي هي الارض موجوده والارض شاسعه، تنجم معناها بصراحه تعمل مركب رياضي يقعد كسب للمنطقه ككل وللوطن القبلي ككل. هذه معناها نداء لسلطه الاشراف، ماذا بينا يتلهونا بالدوسي هذايا ونحاولوا نحركوه من الاول جديد ونلقاو له لي فيونسمون نيسيسير. خاصه المواهب موجوده سي سامي، لانه سبق لفريق النجم الرياضي خلاد الفوز بكاس الرابطه في الاواسط هكا ولا صحيح معناها موجودين، الماده الخامه موجوده في بني خلاد. وكان هذاك اول عام في التسيير، انا كنت وقتها رئيس فرع فروع الشبان، وقتها كنت نسير في 7 فروع شبان كنت نسير فيهم. وقتها وقينا مع ضد النادي الرياضي البنزرتي في المرسى، معناها نذكرها هذيك كانت البدايه نتاعي، كانت بدايه معناها ما خيرش منها، وذاك اللي اعطاني انا دفعه باش نكون لليوم مسؤول. اما انت كملت كمسؤول ولاد هذوك ما فماش بنام زاد يطلعوا معاك كتبارك الله يكونوا موجودين. لا 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 معناها عندنا الكل الاجابات موجوده والتوضيحات موجوده الحمد لله، معناها ملم بالوحدة. اليوم عندنا مشكله اخرى في بني خلاد، هي مشكله البعد الجيوغرافي على العاصمة وعلى المركبات الجامعية، خاطر التلامذة تخلط في وقت من الأوقات ياخذوا البكالوريا نتاعهم يوليو متقطعين بين أن يواصل الدراسة نتاعه ولا يواصل الرياضة نتاعه. سمحني ناكي سامي قاطعك، التفكير هذا يجعلنا نطرح سؤال، هل أن فريق نجم الخلادي فريق محترف ولا فريق هاوي؟ من بكري نسمع فريق بني خلاد، كان جيت تقولي فريق مكانه في رابط الهوات مش في رابط الاحتراف. صحيح. وبرجوع العامين التالي نقول النجم الخلادي هل ترى حضر نفسه باش يطلع للرابطه الاولى ولا النتائج اللي طلعت بها النجم الخلادي عام طلع انهزم في 6 مقابلات. صحيح. قبل 29 هدف. صحيح. هنا فنيا ماديا ال 400 مليون ولا 500 مليون اللي طلع بهم هل ترى باش يوصلوه ويخدم في الرابطه الاولى ولا هنا نرجع الفريق جاركم نادي القربي سمعت اللي ما حاجتوش باش يطلع للرابطه الاولى. لانه اذا كان باش يطلع للرابطه الاولى باش يتعب برشا. هنا اذا نرجعوا للاهداف، اذا كان الهدف هو الطلوع معناها لماذا باش نطلع؟ وكي نطلع بماذا سنبقى؟
البقاء اذا في الاول ما عندكش امكانيات باش تبقيك، ما عندكش ملاعب، ما عندكش ملاعبيه. اذا كان نوصل بني خلاد تلعب بزوز ملاعبيه برك من ابناء الفريق الحارس وال محمد عمر في التشكيله الاساسيه اللي قاعدين نشوفوا فيها الملاعبيه الكل احنا جماعه زوز بصفه قاره بصفه متواصله مستمره من الملاعبيه الكل ما نلقاو كان اثنين برك شويه محمد عمر والسعيدي هذاك شنو نلقاو في الفريق. وبالنسبه للسناء على 25 ملاعب قداش عندك من ملاعب نجم الخليدي 7 8 لانهاء لاتمام القائمه معناها مش باش تهبطهم. نرجعوا للفريق حسب رأينا الفريق اللي يعتمد على شخص واحد ما نجموش باش ينجح وخاصه في الرابطه الاولى والتجارب القديمه بين التنة اللي مستقبل وادي الليل مثلا وقف على رئيس جمعيه عانى عام اثنين ومن بعد طاح. اولمبيك مدير كيف عمل على عول على رئيس جمعيه فقط مشى رئيس الجمعيه هذاك عاود طاح. نخافوا ونخشوا النجم الرياضي الخليدي اللي عجب الملاعبيه معبي بالملاعبيه ما نلقاوش ملاعبيه شباب في فرق اخرى باش نقولوا هربوا ما نلقاوش في رقم الملاعبيه نتاعو هو وما نلقاو توا رئيس واحد تاعب ومسؤول نائب الرئيس نتاعو هو برك. نسمعوا اللي النجم الخليدي خلال اسبوع كامل خلاف ثاني مامي لا مش صحيح سي صادق في التربص في سوسه لا شوف التربص في سوسه كان متواجدين المسؤولين وكان المسؤولين الكل معناه متواجدين وكنا تباعا حاضرين. تربص في سوسه معناه سامحني قصيت سي صادق خاطر عندي زاد تعليق صغير اذا كان معناه نوصلوا اليوم ونقولوا النجم الرياضي الخلادي مش نتاع رابطه محترفه اولى راهو احنا اليوم موجودين لهنا النجم الرياضي الخلادي نافذه لطرح المشاكل نتاع الفرق الاخرى اللي تعاني. راهو النجم الرياضي الخلادي مش وحده يعاني في نفس المشاكل اللي يحكي عليها هذه. احنا نقعد في جلسات مع رؤساء جمعيات ونواب الرؤساء ونفس المشاكل ونفس في 6 ولا 7 جمعيات في الرابطه المحترفه احنا هذاك علاش حابين نستقبل جيمس يكونوا حاضرين معنا لانه تقريبا نفس الاشكاليات موجوده. معناها احنا اقتراحي للجامعه التونسيه لكره القدم كان تعمل زوز بطولات في تونس حتى البطوله الاولى تقسمها على اثنين خير على خاطر بصراحه فما جمعيات اليوم معناها عندهم ميزانيات فاقت كل التوقعات وفاقت كرة القدم التونسية بصراحة فوالا. واليوم عندنا جمعيات 6 ولا 7 ولا 8 جمعيات تعاني في نفس المشاكل. هذه مشكلة اليوم هذه زادت تخرج على نطاق الجمعية اليوم زاد اليوم ما نجموش نقولوا المسؤول علاش أنت عندك نيسبوار ولا عندك طموحات ما نجموش اليوم نحدوا من طموحات المسؤول. وقت اللي سي سعيد بوجبل الخذا رئاسة الجمعية كانت عنده أهداف هو صعود هالجمعية هذه واليوم وقت اللي نقولوا سي سعيد ولا رئيس الجمعية وحده مش صحيح فما ناس لكن العباد هي بداء. والمشكل الكبير كونه اليوم احنا لاقين وعود والوعود مش قاعدة تتنفذ والوعود اليوم اللي واخذينها من السلطات الجهوية والمحلية اللي يلزم اليوم يعطيوا للرياضة اعتبارها الصحيح ويوقفوا مع جمعية النجم الرياضي خلادي على خاطر نحكيوا على 6 7 فرق لكن النجم الرياضي خلادي في حالة اتعس من الجمعيات هذه على خاطر اليوم كي نراو الموارد القاره نتاع النجم الرياضي خلادي نلقاوهم 400 مليون بينما كان يحكي مع زملائي انا في مستقبل جابس ولا في الملعب في ولا في قواف القفصه ولا نلقى موارد القاره مليار و100 مليار و200 الميزانيه تاع النجم الرياضي خلادي تقريبا قداش سي سامي لحد ميزانيه النجم الرياضي خلادي هي مليار و100 مليار و200 معناها من معناها مقارنه مع الجمعيات النجم تكون 10 مليارات و9 مليارات و8 مليار و100 والله الانتدابات قداش انتدابات احنا في ال 600 مليون معناها يعني مليار و100 سامحني اشترهم معناها اشترهم يعني انا نحب نقول الكلام هذا راهو عام ماهوش خاص لا مش ما خاطر ما نحكيوش نادر يظهر لي على وضعيه النجم صحيح الخليدي وانا ما نحكيو نسميها مش حل يا ترى لا هاو نحن نعمل الاناليز للجمعيات انا نقول انه هذوما نوادي الصف الثاني اللي موجودين في تونس الاكسبسيون تاع الاربعه الكبار وزوز خالطين خلوط لكن انا كهيئه مديره موجود لهنا لابد من تأطير الأمور المالية والإدارية والفنية. الفنية نادر يحكي خير مني نحكي أنا في الأمور الإدارية والأمور المالية. أنا عندي بيجي معين من موارد قارة ما نجموش نزيدوها لأنه كل كيب عنده الموارد القارة نتاعو سويفون الترتيب والبرومو سبور وشكون اللي يدعم فوسفات قفصة موجودة موارد قارة. الموارد الخاصة أنا كهيئة مديرة من الأول عارف الاستيماسيون نتاعي في الموارد الخاصة الثابتة مش بموجب تقرير مالي او بوعود انتخابيه. واذا كان انا عندي ان بيجي معين ما نجمش نعمل انتدابات في نصف البيجي وما نجمش نعمل انتدابات في ثلث البيجي.
لازم مبدا الموازنه الماليه بين قداش باش ننتدب وقداش باش نخلص ولازم بريفيو نتاعي وشنو هو ينجم يكون عندي باش نجم نكون خالص. هذا على مستوى مالي. على مستوى العقود انا مع انه ثم اليه العقود اللي هي العقود طويله المدى اللي تكون محدده الاهداف. اذا كان انا قعدت في الناسيونال ونخلصك كنت خلص فيك 100 فرنك شنو نخلصك 120 لو جور جي في 10 ايام ما عطيتكش عرض ب 120 فرنك ما عادش تكون معايا تخرج. لكن في المجمل نادر معايا لمده 3 سنوات او 4 سنوات او 5 سنوات وفق سن اللاعب باختلاف التقسيم نتاع عقود اللاعبين اقل من 18 من 18 ل 28 ومن 28 لما فوق. دونك نرجعوا لمبدا الشفافيه بالنسبه للهيئه المديره والهيئات المديره الكل في ضبط الموازنه الماليه وضبط الاهداف وضبط العقود. وهذا انا نعتبره رايي الشخصي انه سيفري كلام الوسع نحكي فيه انا نادر ما نحكيش في خضم المسؤوليات اللي موجوده لكن على الاقل ببعض الموازنه الصحيحه تنجم تمشي الامور ما تكونش وضعيه كارثيه اليوم كما جاوب سي سامي بعد نمشي نرجع لك نادر. لا انا حبيت نقول سي طارق معناها قبل ما ندخل احنا في البطوله في بدايه البطوله كنا وقفنا موازنه وكان عندنا مدير مالي واداري وقفنا الموازنه في ان بيدجي نتاع 1.4 مليار. دونك حطينا الانتدابات حطينا المصاريف الاخرى حطينا كامل المصاريف اللي تنجم 1.4 مليار حطينا زاده المداخيل القاره. من مداخيل القاره كونه منحه بلديه اليوم عامين ما ناخذوهاش مش معقول. المجلس الولايه ما ينجمش يعاون النجم الرياضي الخلادي بابسط لي سيفونسيون زاده مش معقول. اليوم ما زاده سي طارق تقول لي انت الموارد القاره 400 مليون هذوما حكينا على الجامعه وحتى معناها ما ندخلش اليوم الجامعه معناها تعطينا قسط واحد على 3 اقساط نتاع الاذاعه والتلفزه معناها اليوم فما برشا وعود ما نجمش تبني اليوم كي نقولوا ميزانيه نقولوا ان بيدجي نحطوا لي زونتري نحطوا لي سورتي نتاعنا لكن ما نتصوروش معناها ديكالاج نتاع وقت بالكيفيه هذه نتاع 3 و4 و5 شهور راهو سي ترو على بيدجي وقت اللي نحكيو بيدجي سي فري فما ان موا دو ديكالاج نجموا نتصرفوا فيه نجموا نجريوه لكن وقت اللي تبدا اخلال كامل معناها بالميزانيه واخلال كامل بالمداخيل وقتها نلقاو نتعرضوا لمشاكل والمشاكل هذه اكثر فيها معناها بصراحه هي اللي تثبت في الشيء في الارض. لكن تقعد ميزانيه احتماليه للاسف لو سامحوني هذوما ميزانيات بريفيزيونيل الميزانيه الاحتماليه ما تخليش الجمعيه تخليش الجمعيه نكمل سامحني سي نادر نكمل على الشبان نقطه معناها نقطه بالنسبه للشبان تاع النجم الرياضي خلادي ومهما كان ورغم الظروف الصعبه هذه اليوم عندنا 3 شبان واربع شبان ينشطوا في الفرق الوطنيه للشبان وهذا معناه باش الناس تعرف اللي مهما تكون الصعوبات راهو كي تبدا فما الطموحات. واليوم زاد نشكر من هنا كافه الممرنين نتاع اصناف الشبان نتاع النجم الرياضي الخلادي الساعه اللي طاح اليوم بالصبر ويمكن زاد عندنا مش خالصين صحيت معناه اليوم يلزم نشكر معناه نقولوا الشيء هذا خاطر الناس تحملت المسؤوليه ووقفت ريان كو على خاطر يحبوا بني خلاد واليوم احنا زاد من واجبنا باش ننظروا لهم ومن واجبنا باش نقراوا لهم كما كان يحكي سي طارق مرسو في وسط الميزانيه هذيك. لكن راهو اليوم الظرف حتم علينا كونه خموا شويه في السنيور على خاطر يعرف سي نادر كان رجوعنا متاخر جدا صارت شويه بلبله صارت لخبطه كبيره ياسر في الرجوع. انا واحد من الناس كنت عبرت على معناها على على استعدادي باش ما عادش نواصل معناها التسيير بصراحه خاطر حسيت مش مره اثنين سي لا المره الاخرى كنت سي لبيب راني كنت معناها بصراحه فيرم وحسيت بروحي ما عادش النجم نضيف للنجم الرياضي خلاتي وكيما المسؤول من النقطه هذه والمسؤول سامحني سي نادر كيما يهزوه ويعنقوه وقت الانتصارات وقت النشوه وقت الفرحه يلزمه يعرف وقتاش الوقت يجي يلزمه يخرج على روحه ويلزمه يخلي المشعل لغيره. وانا من النوع هذا وما عنديش تثبت معناها تشبث بالمسؤوليه ونتفهم الوضعيه واليوم نقول هذا مش من باب التكبر على تسيير النجم الرياضي خلادي اللي يقعد هو فريقي الاول وفريقي الاخر وحبي الاول والاخير بعد فهمني ولذلك بعد المراب اكيد ولذلك انا خاطر تبعت مسيره النجم الخلادي صحيح عنده اخر مقابله مع بعضنا انا وقت نضرب في جندوبه والصعود كان عندكم في جندوبه صحيح وتبعت المسيره نتاع الفريق. اول حاجه في الفي تي سمعت بعض الاشخاص تحس انه المصلحه الشخصيه تغلب على الاراء نتاعهم. اذا انت ما تجيبش تقولوا نجم نقول رغم نحب احباء ابني خلاد الكل ويعرفوني نحب ابني خلاد لكن وقت تجي تحكي لي انت على المسؤولين هما نفسهم ما تغيروش ابني خلاد انا قد ما عرفت الكوره ونلعب ضد ابني خلاد في كل بدايه موسم استقالات بالجمله واخر نهار يبداوا يلحوا باش يلقاوا شكون رئيس ويرجع نفس الرئيس ينقذ الجمعيه ونفس المسؤولين على قد ما عرفت ابني خلاد نعرف سامي مامي ولطفي عباس
وسعيد بوجبل اربع اسماء. الاشخاص اللي تحكي هذوما كان جيت تقول لي مجلس الحرب مسؤوليات يقول لك خاطيني ما نجمش نفس الاسماء ترجع. ولذا هذه حكيت لها المديره والتغيير راهو حكايه فارغه. هذا مع بيت السبب تاع تردي نتائج النجم الرياضي خلادي مالا واضح جدا. النجم الخلادي الموسم نتاعو ماهوش سيء للدرجه نحكيو بها. اول شيء النجم الخلادي قام بانتدابات طيبه وتحضيرات ممتازه وانتصر على النجم الساحلي والترجي الرياضي في التحضيرات. المشكل في البدايه انه طموحات الاحباء اللي ما دفعوش وما مولوش النادي طموحاتهم اكبر من واقع الفريق. بعد ثلاثه جولات نحكيو على مرتبه خامسه وسادسه ولعب كاس افريقيه. هذا بعيد ياسر. كما سمعنا رئيس اولمبيك الكاف في نهايه الموسم قال انتظروا اولمبيك الكاف وانا لتو اعطوا نذكر بعد خايف على اولمبيك الكاف ما عليناش. هذا بارونتيز. من بعد بعد ثلاثه جولات لطفي القاضي غاد الفريق بالضغط الجماهيري ولطفي القاضي ما نحاوهش بن خلال ومتمسكين به للاخر. لكن الراجل ولا يخدم تحت ضغط حس انه النتائج مطالب تحقيق نتائج كبيره والفريق ما عندوش خبره الرابطه الاولى لا المسؤولين لا المدرب ولا الملاعبيه سوى بعض اللاعبين اللي حبوا يعطيوا الاضافه. جاء من بعد فتره صعبه سفيان الحيدوسي اسبوع 10 ايام جاء بعده محمود باشا اسبوع 10 ايام جاء كمال الزواغي عمل كبير وبني خلاد تحسن على كل المستويات وخصوصا من الناحيه الدفاعيه وجناء انتصارات. من بعد يعني الامور دخلت بعضها شويه الامكانيات. شوف عدم الاستقرار على المستوى الفني على المستوى الزاد البشري كيفاش تحب تخلق انت فريق متجانس متكامل يقدم كره قدم ممتازه ويجيب انتصارات. الامكانيات الماديه اللي ماهيش موجوده سامحني الامكانيات الماديه مش موجوده مستشار تعطيك تعطيك مشاكل ما تنجمش تقوم بانتدابات من النوع الرفيع ملاعبيه عندهم خبره كبيره يعطيوك الاضافه لانه ما عندكش الامكانيات الماديه وتكوين الشبان يلزم امكانيات ماديه. وقت يقول لك يعطيك الصح الحل مشكله المنظومه الاحترافيه مش بن خلاد جميع الفرق في تونس باستثناء اربع خمسه جمعيات ثم مشكل كبير كيفاش نلقاو موارد ماليه قاده للنوادي باش تصرف على روحها وباش تقدر اني تكون ابنائها من ابناء الفريق. ولما لا نعملوا قانون يلزم على الاقل نصف الفريق يكون من ابناء النادي. ما عندكش الحق تقوم باكثر من 10 انتدابات يعني مداخيل قاره موجوده منظومه الاحتراف ماهيش مشكله ابن خلاد موضوع نرجعوا له مراجعه مهمه جدا. ابن خلاد ما كانش محظوظ لانه في الصائفه هذه لما يجي قام بالانتدابات سيطارق انا يجيني تو سيسي مامي يحب يعمل معايا عقد في 6 مقابلات ما نمشيش معاه تعرف علاش ولا لانه في 6 في 6 اسابيع نجم بعد 3 اسابيع نروح الرابطه الثانيه يعني ما كانش محظوظ بني خلاد وخاصه قبل اسبوعين معناها من انطلاق البطوله. ضف الى الاسباب المظالم التحكيميه اللي تعرضنا لها واللي كانت صارخه وواضحه وكنا معناها قدمنا ملف بكامل مؤيدات نتاعو في 5 مقابلات متتاليه يحرم النجم الرياضي خلادي من 5 ضربات جزاء ولو انه هذه اسباب ما نحكيش عليها لكن نحكي عليها خاطر في فريق في حجمنا وفي في قيمه النقاط اللي معناها يلوش فيها الفريق تحرمه من 5 ضربات جزاء في 5 مقابلات متتاليه وكانت موثقه ذي وعندنا توتان دوسي معناها في الحاجه هذه ياسر على فريق كيما النجم الرياضي الخلادي معناها بصراحه تلاقات العوامل الكل مع بعضها. لكن انا اللي مقتنع به اللي عدد كبير من الاحباء والاحباء الغيورين على النجم الرياضي خلادي والاحباء اللي يحبوا صحيح جمعيه النجم الرياضي خلادي كلهم حاسين بلوعه وحسره على خاطر قيمه الفنيه الجمعيه اللي بدات بها الموسم النجم الرياضي خلادي ما جاتش برشا لبني خلاد وما ريناهاش برشا في بني خلاد. خلينا نبدا واضحين اليوم كوننا فريق بصراحه انا معناها مع كامل احتراماتي للاعبين اللي معانا اليوم وللفريق اللي اليوم واللي لزمنا برشا خدمه وبدينا التحضيرات متاخرين لكن فريقنا نتاع الموسم اللي معناها وقف فريق بصراحة عنده قيمة كروية وعنده زاد بشري ألا غالب معناها ما احنا بيدينا مش نفاهمين شنو اللي صار سوء الحظ وسوء الطالعة هذه الواحد ما نجمش يقوله مش أسباب من المسببات لكن سبحان الله معناها الناس كلها عندهم حسرة ولوعة والأحباء يعرفوا الشيء هذايا الغيورين حاسين في قلوبهم الأربع جولات اللي مازالوا سي سامي توا خاطر ما عادش عندنا برشا وقت صحيح تقول يا أحباء النجم الرياضي الخلادي فقط فما ربما إشكالية حمود المعمري والاحتراز المقدم من الملعب التونسي خلينا نوضحوه يا أحباء النجم الرياضي الخلادي صحيح فما منها الحكاية ما فماش
هو يضر فما منها لكن النجم الرياضي خلادي إثارة. النجم الرياضي خلادي عنده معناه مؤيداته، عنده ان شاء الله معناها باش يدافع على حقوقه. باش نوافق حموده المعمري عنده زوز بطاقه صفراء يعني حسب ملف الملعب في مستقبل القصريين وحصل على انذراء في مباراه الترجي يعني في القسم كان في القسم الوطني باء كان في القسم الوطني باء قسم الوطني باء بطولته انتهت وكنا احنا كان في الوقت ذاك كنا مش باش نشاركوا اللعب لكن هبط الكاتب العام وشاف استشارات القانونيه في الرابطه وفي الجامعه من بعد خذينا القرار باش نلعبوا مكتوب ولا شفاهي المذوري مكتوبه خذيناها مكتوبه على كل حال اليوم مش دافع على الاثاره هذه في الاربع جولات انا ديما الجمهور نتاع فريق راهو سجلال رجع لا موجود سجلال ما تعرف اليوم ابسط اليوم ما حكيتش على الوضعيه اليوم ابسط عوامل معناها بصراحه الخدمه والعمل مش متوفره معناها خلينا نقولوا واضحين اليوم عندنا ديريتار عندنا معناها خلاصات اليوم قدمنا على موسم في جمعتين قبل انطلاق البطوله ميزانيه فارغه شنو كان... كنت تعمل كان رجع بك الوقت التالي نفس الظرف الاستثنائي الدعم العام ماهوش موجود كيفاش نجم تمنع بني خليط مع العلم انه الثوره لها عامين والدعم لها عامين الثوره ما عندناش علاقه بالثوره احنا نحكي دور لا لا نحكي لك على دعم البلديه ودعم الولايه ودعم كذا والويكلو لنا عامين دو سيزون اللي هو مش موجود وسيادتكم كنتوا موجودين في الوطني ب وطلعتوا الوطني اي في ظل ظروف اصعب من الظروف هذه في ظل منحه البلديه مثلا مش موجوده في 2010 الولايه مش موجوده شو كنت تعمل؟ شنو كنا نعملوا اللي عملته اللي عملناه على خاطر بصراحه حطينا ما نجموش نعملوا اكثر من اللي عملناه خاطر مهدات النجاح الكل عملناه يعني النجم الرياضي خالد الفريق رغم الظروف الصعيبه كنا حطينا فريق ندافع على حظوظنا وكان قدم مباريات ممتازه مع الفرق الكبرى وحتى الفرق الصغرى وحكمت فينا جزئيات لا اكثر لا اقل ما نجموش نعملوا اكثر من اللي عملناه النجم الرياضي خليدي نجم يبقى في الرابطه المحترفه الاولى في النجم الرياضي خليدي يبقى في الرابطه المحترفه الاولى يلزم ايمان صاع بال يلزم يكون عندنا برشا ايمان بحظوظنا اليوم يلزمنا نلعبوا حظوظنا لاخر لاخر مقابله اربع مقابلات مازال وتراو معناها في الترتيب فما اربع ولا خمسه فرق تقريبا لبعضها اليوم عندنا مقابله مع ترجي الرياضي الجزيسي معناها في بني خلاد ينجم انتصار يبدل كل شيء اليوم هاك مليته معناها نتيجه كانت في صالحنا ما بين ترجي الرياضي ونادي حمام نلف ومن بعد نادي حمام نلف عندنا ملخص بالجيم بس معناها فما لي كونفرونتازيون ديريكت موجودين ومباريات سخونه وما تعرفش معناها على الكوره هذه كره قدم لكن اليوم الكوره لازم تحضر لها الظروف بصراحه انا اليوم مسؤول مشني راضي على الظروف اللي متوفره في الجمعيه ويعرفوا معناها نشكر اللاعبين على الصبر نتاعهم ويلزمهم يزيدوا يصبروا ويلزم يخدموا اكثر على خاطر خسرنا برشا وقت في الديبار اليوم ما عادش لازمنا نخسر الوقت الممرن زاد كيف كيف نحييه بالمناسبه ذي على خاطر ظروف صعيبه يخدم فيها والاطار الفني الكل ونطلب من الجماهير كونها تتفهم الوضعيه ذي الصعيبه ونحاولوا نخرجوا منها الناس الكل. قد ايه مساهمات الاحباب بالنسبه لجمعيه بني خليط؟ والله ما يمثلوش حتى 1% من الميزانيه. معناها ما نحكي على العائله الموسعه البجبل اللي ديما معناها هذيك ما تحكيش على المدير الاحباب اللي تفرجنا فيهم الناس اللي موجوده مساهماتها في جمعيه بن خليط جمعيه كبيره في الكابون راهي ومواردها نورمالمون تكون كبيره اي ما تفوتش 15000 دينار سي طارق اكيد هذه الدعوه اللي حابها النجم الرياضي خليدي باش يلتفوا حول النجم من اجل عوده الاشعاع لهذا الفريق اللي عنده تاريخ كبير ان شاء الله. تفضل كيف كيف زاد يلزمني ما ننساش معناها المسؤولين اللي بصراحه متحملين المسؤوليه معايا في الهيئه خاطر نخدموا هيئه متكامله متجانسه صحيح تصير المشاكل والعبد ديما تعرف عرض المشاكل والعبد اذا كان هو الراجل في الدار وقت اللي تغيب الماديات يدور على مرته اول ما يدور حتى كان فما مشاكل في وسط هيئتنا راهي تقعد ديما مشاكل عابره واحنا استانسنا هيئه نخدموا مع بعضنا ليد في الليد باش نواصلوا العمل هذا الحي زاد بالمناسبه معناه العضو اللي معانا سي سامي المختار على شجاعته في اخذ المسؤوليه في اصناف الشبان في النجم الرياضي خليدي وان شاء الله عنده برنامج واضح قدامه وباش نتلهاو بشبان النجم الرياضي خليدي لكن ديما تقعد العوائق اللي حكينا فيها من ابرز الصعوبات اللي نتعرضوا لها خاصه الامور الماديه. شكرا لك سي سامي معي يعطيك الصحه نائب رئيس النجم الرياضي الخليدي واكيد هذه راي ربما تحيه منا ولا حبينا نسلطوا الاضواء على النجم الرياضي خليدي وبرشا فرق تعاني في نهايه هذا الموسم الطويل والممل ان شاء الله ما تملوش في سهرتنا الليله اكيد بعد الفاصل سي حسن الزيان الرئيس او الرئيس الجديد للرابطه الوطنيه لكره القدم الهوائيه باش يكون موجود معنا الحديث عن هذه الرابطة نعود بعد الفاصل.
مساء الخير مجددا، نعود لمواصله بالمكشوف. رحبوا بسي حسن الزيان رئيس الرابطه الوطنيه لكره قدم الهاويه. مرحبا بك سي حسن. مرحبا بك خويا لبي، ومرحبا بالحضور، ومرحبا بكافه مشاهدي قناه حنبه. مبروك اكيد نقولوها تهنئه مجدده لهذا المنصب الجديد للسي حسن. ان شاء الله حسن الزيان ان شاء الله مسيره مزيانه لهذا المكتب ان شاء الله في السنوات القادمه. بارك الله فيك، ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا في اداره رابط كره قدم الهواة ان شاء الله. اكيد نحن تابعنا الجلسه العامه الانتخابيه وشفنا ربما شويه هكا التجاذبات اللي صارت، يعني طول الامور 5-5 فما حتى مشكله، الناس كل ديتوا تخدموا في تم التنصيب. تم التنصيب يوم 30 من طرف المكتب الجامعي، بدينا نخدموا يوم 30 اوت. ابرز المسؤوليات، اعطينا الحقائب كما نقولوا. الحقائب ابرز المسؤوليات كان الرئيس حسن زيان، نائب الرئيس شمس الدين العشي، ونائب الرئيس شادلي حسني، امين مال ناظم بوترعه، برهان بن خالد منسق بين اللجان، رئيس لجنه البطوله والكاس السيد نور الدين بوقدفه، محمد العربي الراجدي رئيس لجنه القوانين، ورئيس لجنه التاديب والروح الرياضيه عمرو الراجدي، والناطق الرسمي السيد مراد الطيب. وسمعنا اللي صارت هكا شويه ربما اشكاليات بخصوص منصب نائب رئيس. صارت في اول اجتماع لنا اشكاليات، لكن تفض في وقت وجيز ان شاء الله في عده ايام. سيد حسني انا صار الاتفاق نائب رئيس هكا. نائب ثاني. نائب رئيس. لكن كان مخالف، لكن هذا مخالف للقانون سي حسن سامحني. انا اولا نحب نقول انه قائمه حسن زين كانت مبدئيا لازمها تطلع من الدور الاول في الانتخابات، قلت الكلام هذا لهنا وقلت راه القائمه هذه بالنسبه لي انا ما كانتش لازم تمر للدور الثاني، لانه بالقانون نمشيو على الناس اللي صوتوا مش على الناس اللي حضروا. هذا اولا. اثنين بالنسبه لتقسيم مهام، بديت لبيب خذ منك الكلمه، لانه قبل كان عندنا رئيس ونائبي رئيس. بون في نظام التعييني والحمد لله، ولينا في نظام انتخابي رابطه منتخبه شرعيه ترفع عليها القبعات، ماهيش رابطه معينه كما اللي كان موجود. بحثنا نقولوها بالفم والملاه، رئيس منتخب مش رئيس معين، لانه بالنظام القديم رئيس الرابطه اربع اعضاء من جمله 12 كانوا يعينون فيهم الرئيس ونائب الرئيس والكاتب العام وامين المال. الحمد لله 12 عضو منتخب في شرعيه انتخابيه، اللي يحبوا يطعنوا يمشي يطعنوا، لكن شرعيه انتخابيه موجوده لمكتب الرابطه هذايا والمكتب الرابطه الوطنيه لكره القدم محترف. لكن انا اعتبر انه تقسيم المهام بدا بخرق قانون اجرائي، لانه قبل كما قلنا كان رئيس ونائبي رئيس والاعضاء. جينا نقحنا في 18 نوفمبر 2011 النظام المتعلق بالنظام الانتخابي اولا وعدد الاعضاء وتقسيم المهام. وفي تقسيم المهام فصل 44 يقول لنا بريزيدون فيس بريزيدون تريزوري جينيرال ادجوان وي مامبر. هل انه هذا ساعه خرق صريح، لانه هذا نص قانوني لا يمكن تنقيحه الا بموجب جلسه عامه عاديه، لانه نظام داخلي ولا يمكن للاعضاء مخالفه ذلك اولا. واثنين اذا كان نائب رئيس نفهم اللي ثم شويه اشكاليات في التقسيم، او نفهم انه الرئيس والنائب الرئيس ماهوش موجودين في تونس، حطوا نائب رئيس موجود في تونس. لا، نائب رئيس موجود في تونس، الرئيس برك مش موجود في تونس، زوج نواب رئيس موجودين في تونس، لكن هذا الحال نفسه موجود حاليا في الرابطه المحترفه. وهو خطأ. موجود وقع بالعمل في الرابطه المحترفه. لا يمكن لمنشور او الاتفاق داخلي ان يلغي قاعده قانونيه اعلى اللي هي نظام داخلي لا يمكن تنقيحه الا بموجب الجلسه العامه العاديه، هذايا تجاوز لاجراء الفصل 44. تقول لي يمكن يكون لمصلحه اداره الرابطه، نقول لك اداره الرابطه لا تلغي الاجراء لمصلحه اداره الرابطه. لكنه في رايي ديما يقعد اول مخالفه للرابطه الوطنيه هكا انت اكدت لي محترفه والهوات لنص قانوني. في نفس السياق سي حسن، انا الكواليس هكا نتاع الجلسه الاولى تقول لي انه وكانه بعد التنصيب نتاعكم انه كانك انت يمكن انت تتصحح لي صحيح ولا غلط، وعدت يمكن زوج ثلاثه نواب على بمنصب نائب رئيس اللي هما سي بوهان بن خالد وسي الحسني وكذلك سي شمس الدين العشي اللي هو تو خارج حدود الوطن في باله بحد شيء مازال ما جاش، وانت نصبته كنائب رئيس. علاش ما كانتش اول حاجه ثم مبدا الديمقراطيه ومبدا التصويت؟ قعدنا الناس كل 12 عضو، سامحني نكمل كلامي بعد، يعني 12 عضو نجي نقول اخويا تو منصب نائب رئيس شكون يحب يترشح؟ يقول سي طارق سي لبيبه نحب نترشح، وبقيه الاعضاء تصوت باش نقترحوا شكون نائب رئيس. كانه انت رجعتنا شويه للتعيين اللي قال طارق ارتحنا منه من الوزاره ومن الحكايات الكل. اكيد جدا جاء التعيين من رئيس اللي هو مازال كيشد، وحبيت انت تعطي شويه لاقتراح منصب منسق لسي برهان ونائب رئيس مكلف بالتنسيق بين الجامعه استشهاد الحسني، وكانه باش تمص الغضب نتاعه وتعطي شي سبب شمس الدين العسل اللي هو من بوسالم شد رئيس بوسالم وماهوش مقيم في تونس، يعني يمشي ويجي وانت مقيم في جربه، تشوف شي انه هذا الكل كانه من البدايه في التعيينات دخلت بعضها شويه. لا بصراحة مش نعطيك، ما صارتش وعود معناها اللي نائب رئيس،
لكن الأربع أيام بين التنصيب والانتخابات صارت اتصالات بين كافة الأعضاء، وقع اختيار على كافة الأعضاء. أنا بصراحة كنت مع الأعضاء، مع أعضاء الرابطة الكل، لخيان اللي تعبوا معايا واللي خدموا الكل في حملة الانتخابية، الناس الكل ما حبذناش باش تكون بالتصويت، كل أعضاء بصراحة. وكان سي صادق قروز كان حاضر في الجلسة، حاضر في توزيع المهام، كان موجود معنا في قاعة الجلسة ودخل وحضر. الناس كل ما كانتش راغبة في التصويت فيما يخص توزيع المهام، لكن نهارها ما وفقناش في إيجاد نائب رئيس وحل. نهارين ثلاثة صارت اتصالات مع الأطراف الكل وتم التعيين، وحاليا نخدمه وصادقنا على محضر الجلسة. صار اجتماع مكتب رابطة يوم الخميس الفات وتصادق على محضر الجلسة، ومعنا حتى إشكال. الناس كل ما نش مش لوجع على مناصب، دخلنا باش نخدموا باش ننفعوا كرة القدم الهوات. صدقني جميع الأعضاء ال 12 صارت شوية من الأول إشكال، لكن تراضينا والناس كل اتفقنا رانا داخلين لا باش نسدوا لا نائب رئيس لا أمين مال ال 12 الأعضاء. ويوريك كونه أول اجتماع صدقنا على كل شيء وبالتشاور. حضرنا 9 أعضاء في أول اجتماع. شاهد عيان تابعت الحملة الانتخابية تاع رابطة الهوات لجميع، وانت قريب ياسر رغم من أندية الهوات باه تابعتهم لجميع القائمات وقربت لهم برشا وحضرت اجتماعات الكل. ما فماش حتى اجتماع فرطت فيه رغم رمضان وليل وواحد. قائمة سي حسن زيان زاد تابعتها من الاول وملي تأسست الوعود، وحدثت حتى مع سي برهان ومع سي شادلي سمعتهم حتى وحضرت اجتماع الاولاني. ما فماش وعود، ومعترفين سي برهان بن خالد ما فماش وعد، لكن مشى في باله خاطر هو الاول ما كان سمعنا اللي برهان بن خالد عامل قائمه. صحيح. سي حسن اتصل به قال له نوحدوا القائمات. سي برهان يقول لك مادام انا عندي قائمه فعليا لازمني نكون نائب رئيس. سي شادي الحسني كيف كيف الوعود ما صارتش، لكن سي شادي الحسني بين انا على السي في نتاعو يقول لك انا كنت نائب رئيس رابطه في السابق، دونك ما نجمش نولي عضو وبسيط. هنا صارت الاشكاليه. ربما هنا الحل التوافقي اللي عملوه هو شمس الدين العشي نائب اول، شادي الحسني نائب ثاني، ويقول خرق القانون سي طبيعي اكيد جد. سي برهان بن خالد منسق بين اللجان، هو زاد حل توفيقي بما انه سي برهان يملك درايز قانونيه قديم برشا في القانون ويعرف الاجراءات الاداريه والقانونيه، وكان اشار للنقطه هذه حسب ما نعرف وحاضر موجود حكايه نائب واحد فقط، لكن عملا بالتقاليد ربما لان الرابطه المحترفه اللي هي مشاكلها اكثر وخدمتها اكثر، عملا بنفس الاجراءات تم اتخاذ القرار تاع نائبي رئيس. اذا احقاق الحق الوعود ما صارتش، هما معترفين الوعود ما صارتش. هو ربما كلام سي حسن مش نخدموا به التنصيب وكذا، لانه انا مع انه الاجراء كان اجراء باطل ولا يمكن تصحيحه لانه هذا محل تنقيح في جلسه عام. لكن كلمه قالها سي حسن نحب نقولها ممتازه ياسر، الصراع على على الكراسي شكون باش يقعد لهنا ولا غادي راه ما ينفعش، لانه بالحق اذا كان القائمه هذه اللي هي موحده باش تدخل في صراع على الكراسي، دونك راه ثم مشكله في اداره دواليب الرياضه التونسيه الهوات اللي اكثر من 100 وشويه فريق. دونك التوافق هو حل يخرق الاجراء وباطل، لكنه على الاقل انا مع الكلمه انه ما لازمش الناس تشد برشا في الكراسي، لانه وقت تعرف اللي شد 23 سنه مشى هذا بينا الناس تخدم اكثر من هلا. خلينا نمشيو نحن للتقرير الموالي، ابرز المشاكل اللي عانيت منها الرابطه في السنوات الماضيه ثم نعود. بالنسبه لرابطه الهوات عشت برشا مشاكل ماديه بالاساس، مشاكل ماديه بحته نجم تقول وأمنية، فما عملناه بصراحة تعرضنا للعديد والعديد من المشاكل الأمنية، فما مشاكل فنية اللي تعرضنا لها. مشاكل فنية احنا هنا تو برشا معناها قاعدين يناديو بتحسين مستوى الكرة التونسية. تحسين مستوى الكرة التونسية ما ينجمش يكون واحنا نلعبوا في أرضية سلبة، معناها فما جمعيات عندها أرضية سلبة ألور كو فما قانون يمنع في ليك ترو باش تلعب على الأرضية سلبة، مي مالوريزمون قاعدين يعطيو في استثناءات. كما تعرفوا طبعا نصر طبلبة عنده تيران باتو ولا في ترطان في كذا، وتعرف القانون من يلزم اللعب في الميادين المعشبه. اغلبيه التجهيزات مفقوده، اناره مثل تقاها مثل دي بروجيكتور ولا بروجيكتور. لي كاتيجوري دي جون معناها ماهوش محظوظين خاطر قاعدين يترانوا على تيران باتو ما عندناش انكس. قبل ما يخمموا في الكوتي تكنيك يخمموا احنا في الكوتي ماتريال نتاع الجمعيات. كي تحسن لنا احنا الامكانيات وتحسن لنا الظروف وقتها نجموا
ننفذوا اللي طالبته منا ولا اللي طالبينه منا الناس اللي ساهره على تحسين مستوى الكره القدم التونسيه. ليزانوماني اللي موجوده في الرابطه هي تعيين المقابلات ومن بعد تيليجرام على الدرنير مينوت يقول لك لا واخرنا، ولا تعيين المقابلات في الكورد سومان، معناتها الكورد سومان ماك تعرف الديفيزيون انفيريور ليزيكيب الكل تعاني من الفلوتي حتى في الناسيونال تعاني معناتها ماديا. ثم مشاكل تاع تنظيم مباريات، ثم مشاكل تاع معناها مقابلات وقفت، ثم مشاكل تاع حكام غيروا نتيجه في بعض في بعض المقابلات. برشا قرارات احنا نشوفها ارتجاليه ما شاوروناش فيها. طالبونا باش احنا جينيور يتبع السينيور يلعبوا مع بعض. سانسارمون بامكانيات الجمعيات، الجمعيات هي السينيور، فما جمعيات شوف فيهم انا يركبوا في نقل ريفي معناه وفي الاستافيت كل عليلش معناه بالحق كل عليلش، هذوما تحب انت تزيد تعمل لهم الجينيور معناها يلعبوا معاهم امبوسيبل. التقسيم زاد كيف كيف ما نعرفش كيف شافوا التقسيم توا. بالنسبه مثلا مع احترامي للفرق سليانا والفحص ومكثر، انا نعتبرهم اقرب لتونس من الساحل، ما نعرفش علاش خلوهم في الرابطه نتاعنا. احنا ودنا وان تكون منطقه الساحل مع منطقه جهه تونس فهمتني اقرب لنا والطريق مثلا سالك يعني اقل تكاليف ونجموا في ساعه فهمتنا لا نلقاو المصاريف نتاع التراجي القصير. في الامور الماديه وتاع جهه الجمعيات نحب نسال سي وديع الجريري رئيس الجامعه، لماذا التوا معناها الجمعيه تاع العمران وخمسه جمعيات اخرين تحصلوا على بطوله الروح الرياضيه ولا جائزه الروح الرياضيه في مجموعاتهم من نهار 8 جويلة من انتهاء البطوله، ونحن نستناو في 5000 دينار كل جمعيه جائزه الروح الرياضيه اللي مستحقاتنا وحقنا حتى القانون يضمنها لنا، التوا ما خذيناه. وقت اللي سي وديع الجريري معناها وعدنا قال انا راني باش ندعم الهواد، توا حقنا ما خذيناهوش. سي حسن برشا مشاكل اكيد شاهدناها في هذا التقرير، لكن فما مشكله التقسيم، خلينا نبداو بالتقسيم. نادي مكثر، نجم الفحص، اتحاد سليانه موجودين في مجموعه الوسط هكا ولا مجموعه الوسط ممكن اقرب لتونس، هذه اشكاليه كبيره باش تبدا مع انطلاق البطوله. تقسيم والتقسيم النهائي مازال ما قمناش به، قمنا بمشروع تقسيم شقة مدوا المكتب الجامعي للمصادقه عليه، مشروع تقسيم اللي هو من ثلاثه تروا بول، ثلاثة مجموعات، شمال ثلاثة مجموعات شمال وجنوب ووسط، وموجود عندنا التقسيم تقريبا اللي الجنوب تقريبا محسوم. الإشكالية بين الوسط والشمال، الإشكالية بين الوسط والشمال من الجنوب. حسب المقترح اللي عندكم الثلاثة فرق المذكورة نجم الفحص واتحاد سليانة ونادي مكثر فيهم يكونوا موجودين في الوسط ولا في الشمال؟ في الوسط، في الوسط، الوسط القلعة الرياضية، مكارم المهدية، اتحاد رياضي بقصور السيف، الملعب النابلي، نادي كرة قدم بالحمامات، الأهلي الحجري، النصر الرياضي بطبلبة، الاتحاد الرياضي بقصيبة مديوني، النهضي الرياضية بجمال، المشعر الرياضي بالساحلين، الاتحاد الرياضي بسليانة، النادي الرياضي بمكثر، ومنزل بوزلفة، والنجم الرياضي بالفحص. مجموعة الوسط، مجموعة الوسط. الوسط. هم متعودين يكونوا في الشمال، سليانة ومكثر والفحص دائما متعودين يكونوا في الشمال. التقسيم صار بالعرض حسب أقل كيلومتر. عام 81 82 كانت القسم الثاني في شكله القديم يعني الرابطة الثانية توا كانت مقسمة لثلاثة مجموعات ونادي مكثر كان موجود في هربة الوسط. إذا تاريخيا جيريسبريدونس كي سميها سي طارق بالضبط نادي مكثر، لأنه علاش احنا ديما ننظروا للوسط هو الساحل فقط، راهو الوسط تاع البلاد التونسية يمتد بين الساحل إلى حدود الجزائر. إذا ثم كيلومتراج يحكم، إذا كان مكثر تبعد على قصور السيف أبعد نقطة مش برشا، إذا كان باش تنحي مكثر والفحص وسليانة وتحطهم في الشمال، أنا هون الفرق اللي تحطه في الوسط باش تهز فرق من تونس. سامحني سي صادق، اللي هو أكثر مجموعة متضرة بالتنقلات هي الجنوب. تصور أنت مدنين والنفطة جربة، أما الجربة يمشي النفطة يمشي القفصة مقابلات، ويمشي للسبيطلة، يمشي للجلمة، يمشي لصفاقس، التروازيس، يمشي القرقنة، أكثر المسافات اللي تمشيها الجنوب. الوسط والشمال تسمع تنقلات حتى شيء، مدنين وجربه جميع المقابلات بال معناها بالاقامه. وقتاش باش تتم المصادقه على المشروع هذا سي حسن؟ ان شاء الله باش في اقرب وقت باش بعد يتم سحب الرزان. ان شاء الله ان شاء الله. لا قبل سحب الرزان. لا قلتكم من بعد يتم بعد. اي من بعد يتم سحب الرزان. احنا يتم المصادقه يتم سحب الرزان. عملنا اكيد عملنا التواريخ ان شاء الله تاع سحب الرزنامه ولقاء بالانديه. شكون سحب الرزنامه يوم 29
سبتمبر بالحمامات النوادي الوسط والشمال، ويوم 30 بصفاقس لمجموعة الجنوب بإذن الله. صح برنامج وبداية البطولة باش تكون يوم 28 أكتوبر. سي فتحي الهيشري من شبكة المعلقة، الخمسة ألف دينار الفلوس نتاع الروح الرياضية، الجوائز الروح الرياضية اللي احنا زادة راهو ماذا بينا ياخذوها الجمعيات، مش نحكيو على الروح الرياضية، نحكيو ما نجازيوش العباد اللي احترمت الميثاق الرياضي واللي تعبت من الناحية هذه. يقولوا بكل صراحة، بصراحة بكل صراحة عندنا أربع نوادي في القسم الرابع اللي تحصلوا على أحسن في الروح الرياضية، أحسن ترتيب في الروح الرياضية، وعندنا زوز نوادي من الرابطة الثالثة في الموسم الفارط. رسلنا تذكير للمكتب الجامعي في أول أسبوع، مراسلة قديمة موجودة، ورسلنا تذكير لمنح المنح على الجمعيات نتاعكم. بالطبيعة احنا داخلين هنا باش ندافعوا على النوادي الهواة، ورسلنا تذكير في اول اسبوع للمكتب الجامعي لاعطاء مستحقات النوادي هذه. في التقرير ايضا، قبل سؤالك نادر سامحني، في التقرير ايضا مشكلة المقابلات والتعيينات، يتعين المقابلة اليوم بعد غدوة تتأجل ولا يتبدل الملعب، الاشكالية الكبيرة اللي شايفها خاصة في الموسم الفارط. هذه كمكتب رابطة جديد وفي اول اجتماع لنا خذينا تقريبا بالإجماع كونه ما فماش تأجيل مقابلات. إذا كان يتصل أي والي أو رئيس بلدية أو مطمد كونه ظروف أمنية أو ملعب مغلق أو في أقرب ملعب 100-200 كيلومتر 150 كيلومتر ما فماش، لأن اليوم مبارك كمكتب رابطة قدمنا الرزنامة بالتواريخ تقريبا إلى إدارة البروموسبور، لأن إن شاء الله عنا برنامج مع إدارة البروموسبور إن شاء الله يوم الجمعة الصباح عنا موعد مع المدير العام للبروموسبور بإذن الله، لأن ما نحبوش نقرق الرزنامة بتاعنا. إذا كان في صورة ما إذا صارت أي حد في الأول أربعاء باش تصير المقابلة، ما عندناش تأخير مع وهذه للنوادي وإن شاء الله في اجتماعنا بهم وهذا الرؤساء وهذا مصلحة النوادي. يتفرجوا فيك تقول لهم كان تحبوا الفلوس والموارد المالية، راهو عندنا مشروع مع البروموسبور، طبقوا الرزنامة وإلا راهو كل شيء يتي في الماء ومن بعد طبق القانون ولا من الليل طبقوا القانون. أكيد بالنسبة للمباريات نعرفوا أنه هما الرزنامة تبدأ موجودة من الأول، وعندنا استثناءات قبل 15 يوم باش تعلم إذا كان أنت التيران تاعك ما ينجمش يلعب ولا لا، مش ليلة الماتش، مش 24 ساعة، مش بكومونيكي مجرد أما في نهار الماتش من والي الجهة أو معتمد الجهة أو رئيس المركز. كل شخص لابد أن يتحمل مسؤوليته ويعرف أنه ثم تبعات مالية لإجراء المباريات. نتمنى أنه يقع تطبيق القانون، يقع سورتو تطبيق الإجراء، أنه قبل 15 يوم لازم تعلمني أديفو دو كادو فورس ماجور، أنه لا قدر الله صارت حاجة كبيرة تمنع، مش مجرد أني سمعت ولا ريت. على ذكر تطبيق القانون، عنا مثل يحتذى به بالنسبة لنا سهل مأمورية، ضبط المحترف وضبط الهاوية، اللي هو الفترة بتاع السيد أحمد الوذفلي. تطبيق القانون على كل الفرق وعلى كل الرؤساء وعلى كل النوادي بالمساواة، إن شاء الله هذا يكون هو الطريقة متاعكم. لكن السؤال متاعي، نتصور أنك في بالك أنه ثم خروقات كبيرة صارت في الموسم الفارط، ثم حكام كلاوت رايح ومقابلات تعودت، ثم حكام كتبوا تقارير ومراقبين وتحطت في الدرج وما مشوش بها، يعني ثم خوار كبير في رابطة الهوات، ثم حكام قالوا رانا غيرنا نتيجة مقابلة وتحطت في الدرج. بماذا تعد رؤساء النوادي الهاوية؟ وسوف يكون كلامك هذا مسجل في قناة حنا بعد وسنحاسبك عليه. بالنسبة لمكتب المنتخب ولا اللجنة المؤقتة ستحكي صار هذا؟ شنو هذا صار في عهد الرابطة القديمة ولا الرابطة اللي تحلت ولات قديمة؟ مش قديمة، رابطة الهواية الكل مشاكل وفيها خروقات قانونية وعدد مقابلات تعاودت ما حقاش تعاود من غير ما نعاود الكلام. ذكرتني في نشكر الجميع الرابطات ومكاتب الرابطات تعدوا على الرابطة، لأنها مسؤولية مش سهلة بصراحة، عند 10 أيام من تحملنا المسؤولية إن شاء الله مش سهلة، لكن بإذن الله هذه خذوها علي عهد. وجميع النوادي اللي في الرابطة الثالثة اللي هي رابطة الهواة كما قالك نادر مسجلة راهي، وهذا كان أول اجتماع في مكتب جامعي كنت حاضر، وبطلب من رئيس الجامعة كونه حتى ملف باش يبقى راقد، لأنه الحسم في الملفات في الآجال وبالقانون، وباش نعملوا 42 نادي اللي هما ينتميونا على قدم مساواة وبالقانون إن شاء الله، وإن شاء الله يقدرنا ربي باش نقوموا بشيء هذا، وهذا اللي داخلين له بإذن الله، ويعرفوا النوادي وقدم لهم برنامجنا، وهذاك علاش انتخبونا كما حكى الأستاذ، انتخبونا على الشيء هذا لأن قدم لهم برنامج وعرفونا ومشي تقريبا درنا جميع النوادي في الحملة تاع الانتخابية، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أنا نعرف اللي المكتب كامل ومكتب موحد باش نقوموا بالشيء هذا بإذن الله. سي حسن، فما أرقام مفزعة ومخيفة في رابطة الهوات، كرة قدم غايبة على الملاعب هذه. في السنة الفارطة سجلنا 41 مقابلة كسبت بالاحتراز،
يعني ما تلعبتش فوق الميدان، احترازات. 27 غياب أسبابه مختلفة أهمها أمنية. 704 عقوبة نتاع ورق حمراء ولا جور سينيالي، منهم 200 دوزيام افيرتيسمون، يبقاو 500 ورقة حمراء وسينيالي بعد المقابلة، دون اعتبار الهمجات الجماعية، الهجمات والهمجات همجية معناها كبيرة. نزيدك سي صادق، 161 عقوبة إداري مسؤولي الموسم الفارغ، 35 لاعب خذا افي مع شلع رادياسيون افي في الموسم الفارغ، معناها اعتداء على 35 حكم. تجيب الكوابيس سامحوني بعد السهرية. والاحترازات اللي صارت أكثرها وأغلبها معلومات متسربة من الرابطة في حد ذاتها باش يعطيه الفريق هذا احتراز احتراز بمقابل، وأتحمل مسؤوليتي وأعرف كيف يتم هذا. احنا النوادي باش وريني باش خلي احنا بنشوف لا لا باش نعطيه سناد كوني النوادي حاجتي نهار بتسجيل والا مكالمة هي سناد النوادي تجيبها بالمكشوف. النوادي باش تاخذ المعلومات باش تاخذ المعلومات بالقانون وفي الاجال، واللي بي في نتاعها بيوصلهم في اسبوعهم، وكل شيء باش يكون شفاف. إلا الحاجة اللي خروقات القانون في اللي هي ورقة المقابل. حسن لهنا الحقيقة ثم حاجة قدتها الرابطة الوطنية، المكتب المؤقت السابق ألغى حسب ما يبدو المكتب المنتخب الحالي بالنسبة للرابطة الوطنية. نتمنى أنكم أنتم ما تمشيوش في نفس التمشي، لأنه ثم المرسوم اللي هو النفاذ إلى المعلومة الإدارية، واللي نفذوا مكتب الرابطة المؤقت بالنسبة للرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة، واللي يبدو أنه لم يقع اعتماده من قبل الرابطات. معلش انتم باش تعتمدوه المرسوم هذايا، لانه ثم مرسوم خرج قرر اي شخص عنده مصلحه ينجم يخون معلومه باش كلام نادر يقولوا له راك غلط، راه ما ثمش تليفون، ما ثمش جاسوس في الرابطه، ما ثمش بمقابل. كي تخلي انت لاكسي للناس الكل للمعلومه، اولا تخلي فض النزاعات في اجلها، ثانيا ثلاثه النظر في الملف وفق القانون نجم توصل الى حلول تقضي، لانه اليوم كره القدم اصبحت تلعب على بلاتوات اخرى غير كره القدم على الميدان. اذا كان تقضي انت على هذا تنجم تخلي كره القدم تلعب على الميدان. كلمه اخيره، انا راني دقيقه اريد كل خير بنسبه على الاقل من مكتب الرابطه المعين المؤقت لشد الرابطه الوطنيه للهواد برئاسه السيد علي عباس الحقيقه. وحتى الحاله الوحيده اللي كان فيها اشكال بين محضر الجلسه اللي تكتب وبين البيفي اللي تبعث للجنه الاستئناف بخصوص مباراه معينه، فانه تم فتح تحقيق علاش البيفي مش كيما المحضر، وتم في الاخير وجود انه خطا مادي. يعني الحقيقه لمده 3 أشهر على ذكر المباريات، هي استفسار للساده المشاهدين، واحد شنني وداد الحام شنو اللي صار في الكناس. هو بعد ما قررت الرابطه الوطنيه ساعه بهزيمه واحد شنني جزائيا، الاستئناف نقض القرار وقرر انه جابس هي اباندون دو تيران. تم الطعن في القرار هذا من هيئة التحكيم الرياضي، تم عقد جلسة أولى ثم أخرت الجلسة هذه للترافع، تم الجلسة للترافع الأسبوع هذا ثم أخرت في أعتبر أنه قرار تمهيدي أولي مرجعي للتحرير على حكم المباراة، لأنه ثم إشكال في ورقة التحكيم التي اعتمدت. حكم المباراة يقول أنا ما شفت حتى شيء، هذا اللي حكينا فيه نحن الورقات تاع المباريات، وانه الامل حماني للمده اللي وقعت فيها الاعتداء، ثم كي نادى للفريق ما لقاهوش موجود. دونك اعتبر انه حل باهي من قبل الهيئه الوطنيه للتحكيم او المحكمه التحكيم الرياضي المنتصبه لبدء النزاع، باش تحرر على الحكم الخميس الجاي، مش هذا الخميس الجاي، ولجلسه المرافعه باش نعرفوا من وراء النتيجه هذه شكون اللي باش يقعد، نفطه تطلع ولا مجري. جمعية ميجرين بالضبط. النفاذ للمعلومة بسرعة سي حسان قبل ما نمشي للانتظارات، شنو ينتظروا منكم المكتب الجديد؟ النفاذ للمعلومة ساري عليكم أيضا كما الرابطة المحترفة الرابطة الوطنية اللي إن شاء الله المحترفة. إن شاء الله اللي ينتظروه منا النوادي هو الحسم في الملفات كما كان يذكر الأستاذ، اللي هو معاملة النوادي على قدم المساواة، وإن شاء الله إن شاء الله وتطوير كرة القدم الهواة. أو نسمع مع بعضنا نشاهد ومع بعضنا شنو ينتظر منكم كمكتب جديد للرابطة الوطنية لكرة قدم الهاوية. نشاهد التقرير ثم نعود. احنا انتظاراتنا في التمويل سانسارمون معنا مشكلة الناس كل با وعدونا هما ان شاء الله ان شاء الله يفيو بالوعد، يكونوا دانين باللي ديفيزيون انفيريور وبالهواة خاصة اللي هذوما اللي برو معناتها عندهم ديزا معناتها عندهم منين مداخيلهم وامورهم واحد، اما اللي هذوما الديفيزيون انفيريور راهو ما يدبر 500,000 الا ما سيدي وسيدي، معناتها يلزم يشوفوا لهم برشا حلول سورتو في تنظيم مقابلات وسورتو في الامور هذوما نتاع ليسونسات والامور هذوما فماش اعانات من الرابطه. تمد الانديه والجمعيات هذوما باليمينيموم تاع قاعده ما نقولوا عليها
القاعدة الأساسية لكرة القدم. ماذا بينا احنا يشوفونا حل سورتو مع البرومو سبور معناه اللي هو ينجم اكثر ويعد ينجم حاليا يحل المشكلة هذه البرومو سبور. ما ننتظر من مكتب رابطة الهواة الجديد زاد وانه عنده معناه شكاوي من عدة جمعيات في بعض حكام في مراقبين في فندي لازم يرجع للارشيف ويشوف. لازم مراقب مقابلة يكون عند من الرابطة في كل مقابلة يزينا من الفي دو ماتش في فوا يزينا من المراقب نتاع المقابلة اللي هو حكم سابق اللي باش ينحاز الحكم. حكاية توزيع المجموعات ثلاثة مجموعات راهي شوي وبرنسيب يزم كتر جروب أو كتر بول وعلى خاطر تو كان باش نكور لي في العام الجاي باش نجيب معايا الفحص ونجيب معايا سليانة ونجيب معايا ماكثر سيسون معناها دي ديبلاسمون كوتوز بالنسبة للجمعية كما جمال. الرابطة هذه إذا كانت تحب تنجح تستمد القوة متاعها من الجمعيات تنسق مليح مع الجمعيات. السيد الرئيس الجديد أنه يحاول يجتمع أكثر بالجمعيات ويقرب أكثر الجمعيات باش يحس بها أكثر ويحس احنا شو نحبهم فهمتكم. توقف مع الجمعيات الصغيرة تعاونهم ماديا وتكثر اللقاءات خاطر ديما وين يبدا فما لقاءات فما حوارات تزول العديد من المشاكل. قال لنا على سبونسور ان شاء الله الاشهار ان شاء الله يراجع لنا مجله العقوبات الخاصه بالعنق. كان معناها تنظيم مقابلات خاصه تامين الجمعيات في كي تمشي تلعب خارج ملعبها. تطبيق القرارات صحيحه تطبيق الويكلو خاطر الويكلو بالاسم مثلا عملناه ولعبناه اذا كان فما معناها اذا كان شي يواصلوا في الويكلو يطبقوه بحذافيره معناها هذاش نحبوا. ونتمنى لهم النجاح بيان سور واحنا كيما يقولوا كيما انت معناها مش نحكي على روحي ما دام انتخبناهم احنا تو كسوان انتخبتهم ولا مي هو مكتب منتخب الناس كل نعاونوهم كسوان انتخبهم ولا ما انتخبهمش مي زاد هما يلزمهم زاد يخمموا باش كيفاش يخرجونا من الازمه الخانقه اللي تعيش فيها الكرة الهواة التونسيه. برشا انتظارات من رؤساء الجمعيات. قبل ما نرجع لك سي احسان نمشي لامل الحداد. امل اش عندك جديد؟ شكرا لك لبيب. نرجع شوي الموضوع ابني خليد. محمد ميمي يحيي تدخل سامي ميمي ويشكر البرنامج على الاهتمام. محمد ميمي وسامي ميمي نجم يكون اخوه خليدي ولا ميمي ميمي ويحيي البرنامج على الاهتمام بالفرق الصغرى ويقول انه النجم الخليدي فريق كبير لكن المشكل يتمثل في تكوين شبان. هذا اللي خلينا ما عندناش اولاد حاضرين باش يلعبوا في السينيور ويلزم يصير اعاده تاهيل. سهيل النصري يقول أن الهيئة تصرف في فلوس على ملاعبية وفي أول فرصة يهربوا علينا وما نلقاوش باش نكملوا العام ونزيدوا نقعدوا فضيحة ونخسروا بالخمسة أهداف وفي الأخر انتيحوا عاد كان انتيحوا بولدنا خير. محب من بني خلاد يقول للأمانة الفريق المتكون حاليا من نجم الرياضي الخلادي من أحسن الفرق اللي تكونوا في الفريق بما أنه فما مواهب وشبان ولاعبين يحبوا يبرزوا ويعملوا اسم بغض النظر عن نتائج الفريق. رمزي من بني خلاد يتساءل كيفاش جمعية عندها إمكانيات تنتدب أكثر من 100 و200 لاعب خلال 3 سنوات مع العلم أنه الإقامة في النزل والتنقل على الحافلة والتربوسات على حساب الرئيس وفيها الحالة إما أنه الجمعية ما عندهاش فلوس وتساءل لهنا علاش هالكم الهائل من العقود سنويا أو الجمعية عندها فلوس وشرت بهم الكل ملاعبية والخلل يتمثل في حوايج أخرى يتمثل في سوء تصرف مالي وإلا سوء تسيير. سهيل الجريندي من راس جبل يهني سي حسن ويقول لك بالتوفيق إن شاء الله ويقول سي سهيل أنه فما أخبار تتردد هالأيامات عن وجود رغبة قوية بفصل فرع كرة اليد عن جمعية السهم وتكوين جمعية جديدة ويقدم نداء عاجل لكل المتساكنين بالجهة بالتدخل العاجل. زهير من الفحص يقول لك يا سي حسن شنو النجم نستناو من البيرو الجديد هذايا وباش نجم توعدنا. شكرا لك لبيب. شكرا لك. بعد تنرجع لك في المداخله الاخيره تعطينا الاجابه عن سؤال الاسبوع. سي حسن الانتظارات كما كنا نتفرجوا القرب من الجمعيات التنسيق مع الجمعيات خاصه مطلب اساسي للرؤساء. مطلب اساسي وهو حل من حلول لنقص العنف في الملعب. هو كي نكثروا الاجتماعات برؤساء الانديه ومسؤولي الانديه تتعارف المسؤولين فيما بينهم ويقربوا لبعضهم
بصراحة حل من الحلول اللي نقص العنف. يقربوا بعضهم في الطاولة ومن بعد في الملعب. لا في الطاولة والملعب نحبهم. الوداديات اللي موجودين توا موجودين في الطاولة بعد نلقاو كان العنف والبنية. وعندنا النقطة اللي أهم اللي جبدوها الأخين الكل مسؤولية ورؤساء الأندية. طارق. هو تصويرة حاجة يعني والفعل حاجة. يعطيك الصحة. سامحني حتى كي مش نرجع. والقاعدة على الكراسي وعلى الطاولة حاجة ومن بعد في الملعب ما عادش يعرفوا. أولى أولويات الرابطات. كما أولى أولويات المكتب الجامعي أنه يلقى تيران ينجم يخدم فيه. ما ينجمش يلقى تيران يخدم فيه إذا كان ثم مناحرات بين ونختار الكلمه الصحيحه بين رؤساء الجمعيات والمسؤولين، يعني في التصويره محليهم، عند الجرايد محليهم، في الاذاعات محليهم، لكن كي تتضارب المصالح حقك انك تدافع على مصلحتك في اطار السلم الرياضي الموجود. انا ماذا بيا لو كان انه هالاجتماعات تقرر بصفه دوريه، يعني مره كل شهر، مره كل شهرين، ما تكونش اعتباطيه، ما تكونش بمناسبه انه مش الرئيس الفلاني تونس العاصمه الرئيس الفلاني فما لا مركزيه ماذا بينا صحيح لا مركزيه باش على الاقل تقرب، لانه اذا كنت قربت بيناتهم منعت العنف داخل الملاعب، منعت الاعتداء على الحكام، منعت الاعتداء على الفريق الخصم، ووصلته لحد ما يخرج من الدائره الترابيه ذيك سالما. وعلاش مش كل مره رئيس جمعيه هو اللي يستضيف بقيه الرؤساء؟ علاش لا نجم تكون ان شاء الله. وانا متاكد اللي مسؤولي النوادي ورؤساء النوادي باش يعاونوا الرابطه الصناعه على العمل باذن الله، لانهم اختارونا وبحول الله باش يعاونونا. التمويل التمويل اللي هو اهم نقطه، واحنا في برنامج الانتخابي بصراحه وعدنا بالتمويل بطرق بعده طرق باش نجلبوا فيه الهوات، لانه انا نشوف النوادي الهوات فما نوادي الى يومنا هذا ما صارت جلسه عامه، ما رجعوش للتمارين، عده نوادي لا واحد ولا اثنين ثلاثه، انا على اتصال بمسؤولي النوادي، فمش كون طلع النادي للرابطه الثالثه وانسحب رئيس نادي. سمعنا اللي فما مشروع نتاع استشهار مع مؤسسه ايطاليه، وين وصلت هذه؟ وصلت حاضره بالنسبه لنا كمكتب رابطه بصراحه حاضره، اللي هي شركه تين ايطاليا سولاري نسميوها، اللي تقريبا اتفقت معها 100%، وصار لي جلسه مع السيد هشام بن عمران اللي هو عضو مكتب جامعي ومكلف بالاشهار والاستشار في المكتب الجامعي، صارت جلسه واثنين، واليوم كنت على اتصال به في الشيء هذا، ان شاء الله باش نحاولوا نقننوا الموضوع، وعندي عده شركات عندنا في الجهه في الجنوب وفي الشمال، ان شاء الله اللي هو تقريبا احسن مورد باش يكون مع التنميه الرياضيه للنوادي مع البروموسبور. انا نقول اذا كان النوادي هذه في الرابطه الثالثه ما توفر لهاش اقل ما يمكن 50,000 دينار، اقل ما يمكن 50,000 دينار بين جامعه ووزاره وبرومو إدارة برومو سبور ومجهودات الرابط، بصراحة نصف النوادي على ما نشوف باش تنقرض، على ما نشوف نصف النوادي باش تنقرض إذا كان مش أكثر. إذا كان مش أكثر، ولهذا أنا نطلب من الأطراف الكل باش نتعاونوا على شيء هذا، لأنه أنا اليوم برك تقريبا 10 نوادي اللي ما رجعوش، ما فماش لا جلسة عامة لا إدارة لا حتى شيء إلى يومنا هذا، تقريبا 10 نوادي 42 نادي. باهي نقطة قانونية ربعها معناها القانون سي طارق ديما القانون ايش يقول القانون في الملاعب المعشبة؟ سمعني اللي فما قرابة 11 ملعب على أرضية صلبة والقانون يمنع الرابطة الثالثة باش تلعب على أرضية صلبة. لأن نص محترفة هي الرابطة الثالثة. نص محترفة لكن القانون ينص على أنه من أكيد من حق النوادي لكن هنا العقول اللي البلديات والسلطات المحلية والوزارة ما تمشوش مع القانون هذا حسب ما شفنا اللي فما وعود بإنشاء ملاعب معشبة بمعدل ثلاثة ولا أربعة في كل ولاية. علاش هنا الوزارة ما تركزش روحها ما دام 11 المنطقة 11 فريق يلعب على أرضية صلبة وهو مطالب باللعب على الأرضية المعشبة، علاش ما نبداوش بال 11 هذوما اللي هما في أوكد حاجة للملاعب المعشبة، وكل فريق يطلع باش تولي معناها كل فريق يطلع من الهوات للرابطة الثالثة في الصيف يعشبوا له عشب اصطناعي من الجيل الخامس، وتكون العملية سهلة على الوزارة وعلى الأندية هذية وعلى الرابطة. هما 11 لكن انا اتصالي بال 11 النادي مسؤولين النوادي، واتصلت حتى برؤساء البلديات عده رؤساء بلديات نشوف باش برنامج، لانه عملت مطلب رسمي للمكتب الجامعي اللي باش يعطيوهم معناها ترخيص وقتي للذهاب مرحله الذهاب فقط. عندنا زوز نوادي تقريبا البارح فرحت اللي وادي الليل شفته في خرجت طلب عروض في جريده من الجرايد، فرحت بصراحه اللي موجود. الترخيص هذا ماهوش به، يعني نقول لك انا من تو ترخيص تاع الشهاده شهرين تيولي عام وعامين افرض القانون واللي ما عندوش ملعب معشب يشوف ملعب معشب قريب منه حاليا عندنا وتولي ثم ملاعب جمعيات تستغل الظروف لانه الفرق تعود بالعشب الطبيعي والاصطناعي تجي يلعب على الارضيه الصلبه ما عادش ثم رغبه من اللاعبيه ما عادش ثم لاعبيه تحب تلعب على الارضيه الصلبه بصراحه هذا يوخر كورتنا بالتوالي تعطيه ترخيص الشهر يولي شهرين يولي عام وبدا والحل خصوصا احنا نحبوا النقل التلفزي للمقابلات ويلزم تكون ظروف
الظروف طيبه للنقل هذايا. عندنا زوز نوادي، عندنا نسر جلمة زاد حضر الملعب نتاعو، كنت على اتصال بهم ان شاء الله حضر. معناها ولو عندنا مشكله نتاع 9 نوادي مش 11 باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله في اقرب الاجال ان شاء الله برشا مجهودات من رئيس الرابطه الوطنيه. كان طبقوا الكايد شارج في الا والبي والسي، في الا نلقاو 4، في البي ما نلقاو حد، وفي السي هو 9 كيبات، لانه هذايا مش مقصور على الامور مع بعضهم نعملوا بطوله واحده والبقيه. لانه كايد شارج كان تبقاو يقعدوا 4 في الا كما قلت لك. سي حسان الزين يعطيك الصحه، برشا كلام حلو، برشا يعني برامج ان شاء الله ترى النور وتتطبق، لانه في الحقيقه كما قلت انت عندك جمعه تخدم برك الله اتصالات مع البلديات مع الجمعيات ان شاء الله. مع نقطه بالله في برنامج خلينا النوادي نختموا بها، لانه وعدنا النوادي بفريق وطني للهواة، واللي هذا ان شاء الله باش نطبقوه السنه، باش نعملوا في ثلاثه لي تروا بول، ثلاث مجموعات، باش نكلفوا على كل مجموعه ممرن، نقينا احسن لاعبين للمجموعات، وباش نعملوا ان شاء الله باش في عده مناسبات نعملوا لهم استاجات، واللي هذا باش نقربوهم زاد النوادي المحترفه، ونختاروا خيره اللاعبين الموجودين في النوادي المنتخب الوطني. علاش ينجموا يوجدوا في النهر ما لا يوجد في البحر؟ ممتاز. شكون المدربين سي حسن؟ مازال ان شاء الله يكونوا متطوعين ومدربين، لانه وضعيه الرابطه متطوعين مش تلقى مالا لا مش متطوعين كيسميوا بعض اللاعبين نادي الرابطه شكون المدرب نتطوع بعض اللاعبين. هذا واحد بعض اللاعبين، الحمزاوي في قضوان تو من سليانة، محمد العويشي من بو سالم، وجد الماجري كان في ذلوي سفاقس، وعدة لاعبين اخرين سويسي من يعني جربه. يعني انا لا يمكن توا اللي تذكرتهم، لكن الفكره هذه بصراحه ممتازه، فكره ممتازه كما قلنا ان شاء الله ترى النور ان شاء الله التطبيق. شكرا لك سي حسن الزيان، صح ان شاء الله مسيره مزيانه كما قلنا للرابطه الوطنيه لكره القدم الهاويه، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك، وان شاء الله ترجع لنا على خير، مش نرجع مش نحكيو على المشاكل وعلى البنيه وعلى العنف ان شاء الله في الدول في المكاتب المشاكل مكاتب الرابطه باذن الله ان شاء الله. شكرا لك سي حسن يعطيك الصحه. انا شو نقول للساده المشاهدين، سامحونا لينا باش نطولوا شويه معاكم، لانه سي علي حرزله مازال كوسلت من المطار، ان شاء الله بعد قليل باش يكون موجود معنا في انتظار، وانه يكونوا العدائين والعدائات المتوجين واللي حتى ما توجوش يكونوا موجودين معنا ان شاء الله في حصه خاصه على قناه حنا بعل. نمشيو لمباراه متاخره دارت اليوم لحساب الجوله 26 في الملعب الاولمبي بالمنزه، حساب ال 26 لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بين الترجي التونسي والنادي الرياضي لحمام لنف. نشاهد ملخص لهذه المباراه ثم نعود. احنا ماذا بينا 3 بوان باش نكملوا في صدر الترتيب، حملة ماذا بيها 3 بوان تاعها باش ما تقعدش في الاخر الترتيب. مباراة مش تكون سهله، نعرفوا حملة في كيف تقلق برشا جمعيات الكبار، الشيء هذا كله مرنا به في كامل الحصص التدريبيه اللي فاتوا حكينا لنا عليه سينا بيه. ان شاء الله باش يكونوا الاولاد مركزين اليوم، نعديو ان بون ماتش نربحوا 3 بوان تاعنا مع كامل احتراماتنا لحمام لنف. انطلاق في هذه اللحظات مباراه الترجي التونسي والنادي الرياضي لحمام لنف. يوسف المساكني، يوسف المساكني يدخل لداخل منطقة الجزاء، والهدف الأول، الهدف الأول للترجي التونسي. سالكور من سيف الله المحجوبي عكس الهجوم، البحث على الهدي برخيص، يتدخل لها خطأ من الحارس معز بن شريفية، لكن يدارك وليد الهيشري. وليد الهيشري توصل من جديد تمرير رأسية، نيانغ والمتسلل. متسلل يانيكا نيانغ، هجوم للنادي الذي لحمل في الهدي برخيص، يتجاوز ويسقط ولا حكم يقول ما فما شيء. نفذ يوسف المساكن التسديد والكرة على العارضة، ممتازة جدا على الضربة المخالفة الأخيرة وضربة جزاء، ضربة جزاء للترجي التونسي. روني يانيكا نيانغ والكرة تصطدم بالعارضة. البلايلي، البلايلي وجه لوجه يتجاوز الحارس، البلايلي لا. الميطان الاول كيف ما نحن ضيعنا برشا فرص، هما ضيعوا برشا فرص. الشوط الثاني ان شاء الله بقدرة ربي بتوصية نتاع سي الحبيب مانيش باش نقعدوا هكا، ان شاء الله باش نقدموا قدام ونحاولوا نعدلوا علاش لا زاد نماركيو البونتو الثاني ونروحوا بتروا بوان اللي باش يفرحوا جمهور حملة ان شاء الله. تبع قبل ذلك الركنيه وليد الهيشري، لكن الحارس اسبق، لكن يضيع على الكره الهيشري، كره ثابته. وشكر الزماخي يمضي الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي في نفس التوقيت برشا، ولانه قيمه الملعبيه اللي موجوده بعد الهجوم نيانغ والهدف ممتاز جدا. نفس الشيء نفس الشيء ممتاز جدا، هدف يانيكا نيانغ.
جدريس المحيرسي التمرير لوجدي ابو عزي على الجهه اليمنى. وجدي ابو عزي التوزيع التسديد والهدف الرابع للترجي التونسي. طبعا محمد علي بن حموده تسديده ممتازه جدا من محمد او اللاعب علاء الدين الدريدي. انيس بن شويخه تنفيذ المباشر الكره من خالد المولي. ما زالت الكره عند حملم محمد علي بن حموده وجه لوجه التسديد والحارس معز بن شريفيه في الاسفل الترتيب عنده يعني الرزنامه. تبعوا الغلطه الاخيره الهفوه معز بن شريفيه يفسخ هدف للترجي التونسي. إذن نهاية المباراة تنيسة بن حسن الحكم الرئيسي بانتصار الترجي التونسي على النادي الذي لحمام لنف 4-0 مقابل 0. 4-0 مقابل 0 للترجي الرياضي التونسي ضد النادي الرياضي لحمام لنف في أول ظهور للمدرب الحبيب المجري كمدرب أول لفريق الضاحية الجنوبية. الترجي يلتحق بالمرتبة الأولى لكن يبقى ثاني باعتباره أن المواجهات المباشرة بين النادي الرياضي البنزرتي والترجي تعمل لفائدة النادي الرياضي البنزرتي. النادي الرياضي البنزرتي 60 نقطة، الترجي 60 نقطة، والنادي الرياضي لحمام لنف يبقى في المرتبة 14 ب 23 نقطة. نذكر أنه اختتام منافسات هذه الجولة باش يكون باللقاء المتأخر يوم الجمعة في الملعب الأولمبي بسوسة بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي. المباراة تنطلق ان شاء الله 4:30. اكيد سعيد جدا باستقبال السيد علي حرزله رئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين. مرحبا بك سي علي. يعيشك سيدي بارك الله. سعداء جدا انك تكون موجود معنا. نعرف كنت موجود في المطار. وصلوا الاولاد لباس الحمد لله الوفد التونسي. وصلوا لباس وفي صحة جيدة. البنية ضربت وهي في اثناء الفعاليات الرياضية في الوثب الطويل. ففي الوثبة الأولى صارت لها مشكل في ركبتها وأجرينا لها عملية هنالك ورجعت مع الفريق الحمد لله وإن شاء الله لباس. كيفاش كان الاستقبال اليوم في المطار الليلة؟ والله تو لأن تو فاهو. استقبال كان رائع. حضر فيه السيد رئيس الحكومة الوزير الأول وكذلك السيد وزير الرياضة إلى جانب مجموعة مكونة من 7 وزراء بركان. وهذا دليل على أن ما أنجزه أبنائنا أبطالنا كان الحكومة بصفة عامة تتبع فيه إلى جانب كل فئات الشعب اللي تبعوا تلفزات كثيرة وكثيرة جدا عدات وغطات المشاركات متاع أبنائنا. وكان استقبال رائع حقيقة حيث بالإضافة إلى العواطف النبيلة اللي عبر عليها السيد الوزير الأول وكذلك السيد وزير الرياضة وحتى بقية الوزراء فكان حماس السيد الوزير الأول للرياضي المعاقين وتشجيع لهم وتعليمات اللي أعطاها للإحاطة بهم تبعث على الارتياح وعلى الافتخار بما تقوم به الحكومة متاعنا بالنسبة لأبنائنا. فما أكثر من 50 إعلامي اليوم موجودين في المطار. اليوم موجودين يعطيك الصحة. اليوم موجودين نسبة موجودين وحتى بعد ما وفاش ادوني توجي صعبة ويا ولدي استناوا فيا في البلاتو. لا لا كل واحد بارك الله فيهم. كل فيها بحسرة والله. لا والله لا لا لا, لا. نعرف فما لوم كبير وأكيد عندك الحق سيدي علي. شوف اليوم نطوي الصفحة هاوش نقول ثم أخطاء كبيرة وقعت ما نخبيوهاش. أخطاء كبيرة لأن ألعاب أولمبية أو ألعاب بارالمبية كيف فهنالك أجال تقدم فيها الطلبات للتغطية وأخذ الحقوق شراء الحقوق لأن ناس دافعة ميات وألاف المليارديرات التلفزات مش باش تدخل أنت بكاميرا مخبيها تحت الواحد حتى كي يشوفوك يجي يشدوك بحيث من 24 مارس تسكر الباب وإحنا بعثنا للتلفزات وبعثنا للصحافة قبل الأجال كان حتى رد وحتى إجابة. نقول خطأ ما نخبيوش الأمور خطأ ولكن مش مشكل حتى نتعظ بما صار وإن شاء الله المستقبل نولي ونحتاط لهذا. بالطبع أنت أكيد. تعرف وضع الإعلام المدة هذه وتعرف الصعوبات اللي مرت بها التلفزات بصفة عامة إلى غير ذلك فنجد لهم عذر على كل حال ميسالش. يعطيك الصحة سيدي وإن شاء الله نكونوا موجودين في 2016 إن شاء الله صحيح ناخذ احتياطاتنا وتكوننا عبرة سوى الألعاب الأولمبية سوى الألعاب البارالمبية. وشافوا انتم انفسكم شفتوا الشيء الممتاز
يوميا الملعب يرفع 80,000 صحيح. يوميا تباع هنالك طلب ل 160,000 معدل في اليوم، معناها الألعاب الكل تمت أجي شفرمي. كيف الألعاب كمسؤول دولي ما نجمتش ندبر تذكرة، رغم أني في اللجنة البارالمبية الدولية، ما نجمتش ندبر تذكرة وتذكرتين، ما فماش تساكر وتساكر في الافتتاح. الافتتاح التذكرة وصلت 1500، مش في المارشنوار، في المارشنوار حاجة أخرى. ما عندهمش مارشنوار، اللي شد في المارشنوار جنيه 1100 سخان جنيه استرليني، معناتها ما يقرب 4000 دينار 4 ملايين تذكرة. وأقل تذكرة في الفرجة في الفيراج كما يقولوا ب 25 تقريبا 25 جنيه، معناتها ما يقرب 70 دينار 70 دينار أقل تذكرة، أقل تذكرة من غادي وصاعدا، فهمت؟ أكيد عندها قيمة كبيرة هذه الألعاب، الألعاب البارالمبية. هاو نرجع شوية لإنجازات أبنائنا في هذا الملخص للمشاركة التونسية. يا حماة الحما هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء. جميع الأمة العربية الإسلامية وعلى رأسهم التوانسة الكل، وإن شاء الله يا ربي نكون شرف تونس بأحسن وجه، والحمد لله أنا عملت عليه ورفعت الراية التونسية. أكيد تحية لكل الأبطال، عبد الرحيم زهي، وليد كتيلة، روعة ليلي، ندى الباهي، مروة إبراهيمي، محمد فرحات شيدة، محمد الخالدي، محمد الشرمي، هنية العايدي، سمية بوسعيد، ومحمد الزمزي، وبقية العدائين والعدائات اللي كانوا موجودين حتى اللي ما رجعوش الميداليات، قاموا مجهودات كبيرة. قديش من فرد كانوا موجودين؟ يعني الوفد التونسي سيد علي، الوفد التونسي كان موجود، الوفد كامل كان متركب من 57 شخص، في 31 رياضي، وفيهم عدد 3 أطباء، فيهم 2 مختصين في العلاج الطبيعي، فيهم واحدة مختصة في علم النفس، إلى جانب المدربين والطاقم الإداري والفني. فالمجموع كان
57 شخص. إن شاء الله نفرح كما قلنا بهم في قناة حنا بعل في حصة خاصة في بحر هذا الأسبوع، أكيد يستاهلوا كل خير. سيد علي، كنت تتوقع الحصيلة هذه متاع الميداليات قبل السفر إلى لندن؟ 9 ذهبية، 5 فضية، 5 برونزية، والمرتبة المشرفة يعني مرتبة 14 أولمبيا، والمرتبة الخامسة في اختصاص ألعاب القوى اللي هو الاختصاص الوحيد اللي شاركنا فيه. أنا شفت خونا وليد النلوتي شدد لي في الدورة وقال قال عام 2008 سعلي وعدنا بس يجيب من اثر بكين، لان احنا نهار اللي رحنا من بكين بدنا نحضروا في روند وغدوه باش نبداو نحضروا في ريو بقدر تبارك الله. ف يقول جبت 21 ميداليه في بكين هكا ولا انا 9 ذهبي 9 ذهبي باه. يقول قال باش نجيبوا 25، صحيح قلت باش نجيبوا 25 وعندي امل كبير باش نجيبوا 25، غير أن بعض الميداليات هربت علينا. فوزي رزيق اللي مشى برقم قياسي عالمي وحطينه باش يجيب ميدالية ذهبية ما جاب حد شيء، وقت اللي هو شاب ممتاز وتحفون باللغة العامية من جميع النواحي أخلاقا وخلقا وعملا، مع الأسف تصير. محمد فرحات سيد عاملين باش يجيب 3 جاب 1، نعرف علاش ومن بعد بس نزيدوا نحلوا علاش إلى غير ذلك. إذا كان دون ما كنا، ولكن إذا نشوف فوزي الزيق على سبيل المثال مشى يحمل الرقم القياسي العالمي كي خرج من تونس، فيكون في المرتبة الخامسة ولا الأربعة اللي قدامه حقوا أرقام قياسية بصفة غريبة عالمية، حطموا الرقم القياسي العالمي بكله اللي هو عنده هو، بحيث الارتفاع نتاع المستوى أصبح شيء كبير. كان مثلا في رمي الرمح هذا فوزي الزيق كان الرقم القياسي 35، فأصبح 42 ضربة واحدة 7 متر يعني 7 متر في منبع، لأنه هو حصله أثناء الرقم القياسي، بحيث كان الدول الكل قاعدة تخدم. ثم كي نشوفه من ناحية أخرى، احنا عملنا 9 ميداليات ذهبية كيف ما بيكي بالضبط، وتحسننا في الترتيب، كنا السادسين في ألعاب القوى دوليا في الألعاب على 105 دولة، اليوم أصبحنا 50، وإلى اليوم الأخير كنا الرابعين. ففي الماراثون على الكراسي آخر إبروف وقعت نهار 9 بعد الماراثون اللي شارك فيها عبد الرحيم وعبد الرحيم، فكنا احنا في المرتبة الرابعة وأمريكا بعدنا في المرتبة الخامسة. من حسن حظهم جابت البنية على الكراسي الأمريكية ميدالية ذهبية، فأصبحت عندها كيفنا 9 ميداليات ذهبية، تقدمت علينا للمرتبة الرابعة خرجتنا منها ودخلت هي، لأن عندها أكثر منا ميداليات فضية. إذا المرتبة الخامسة كي نشوفوا شكون اللي قبلنا ونلقاو دول اللي فيها مليار يزيد، الصين، روسيا، بريطانيا، أمريكا، بعد أمريكا. احنا خامس الكبار، أنا أقول خامس الكبار. إذن ونلقاو فرنسا مثلا وغيرها اللي يبعدوا علينا بكثير في الترتيب رغم العراقة متاعهم في رياضة المعاقين وعدد المعاقين وعدد التعداد السكني فيهم، فنقول إلا إنجاز عظيم، إنجاز عظيم ويستحق عليه كل الشكر والتقدير، ونالوه اليوم من عند السيد حمادي الجبالي الوزير الأول رئيس الحكومة التونسية مشكور. أو نشاهد انطباعات الرياضيين التوانسة اللي كانوا مشاركين في الألعاب البارالمبية ثم نعود. تابلو دو ميداي عندنا توا 6 ذهبية وعندنا 5 فضية وأربعة برونزية، هذا إلى يومنا هذا، وإن شاء الله الخير مازال. لازم تكون البوصة حلوة، خاطر نحن توا عندنا بريسك 3 شهور ولا 4 شهور مع بعضنا،
معناتها كنا في عين تراهم عدينا شهر مع بعضنا روحنا ديالنا اربع ايام ثلاث ايام فهمتني وبعد جينا لهنا لانجلتير زاد عدينا شهر سي نورمال معناتها باش تكون لحمه خويات الجروب الكل معناتها مع بعضنا معنا كان بعضنا نلعبوا فضلكم نترناو الناس الكل مع بعضنا ثقه ما تجي من الخدمه من العزيمه من العائله من الاصحاب معناها من الانتوراج انا جيت للديسك باش نحضر للديسك فهمت ديسك صفات كلاسيت كاتريام يلعب معي واحد من الصين أرمى 49 صفات كلاسيت كاتريام باي مش خايب معناتها حسنت الرمي متاعي في الكوبيتسيونات بارولمبية معناتها كيف انجلترا باي صفات كاتريام إن شاء الله نغب نتحسن نحب نهدي لميداي لجميع الأمة العربية الإسلامية وعلى رأسهم التوينسة الكل وإن شاء الله يا ربي نكون شرفت تونس بأحسن وجه والحمد لله أنا عملت عليها ورفعت الراية التونسية وبالمناسبة هذه نحب نشكر مدربية سي محمد مدير مركز العاب غواب قفصه وانترنر روعه ليلي بالمناسبه هو يعني وراه النجاح هذا نحب يعني نقدم له الميداي هذه كادو الميديا كلها معناتها نلومهم على معناتها حتى ما حكى حتى كلمه فهمتني على المشاركه بالكونتر لهنا كانوا لهنا في جوز اولمبيك كانت تصور الميديا تاع تونس كل كانوا لهنا وحكوا على كل شيء تبعناهم نحن في تونس معناتها جاوا في البارالمبيك اللي جاوا البارالمبيك اللي فيها الميداي ما حكى حتى حد معناتها هذه نقطة معناتها خايبة معناتها والولاد حطوا في قلوباتهم معناتها حست العباد الكل حست اللي هي معناتها حاجة مش باية أمتي ميساج من المسؤولين اللي معناها رياضة المعاقين معناها رياضة سامية في العالم ومعروفة معناها بالكدا رياضة ترفيه نيفو عالي مستوى عالي معناها كبير 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 وبرشا دي كاتيجوري معناها ريناهم لهنا ينجموا ينافسوا لي فاليد متاع تونس ويربحوهم معناها وماذا بينا معناها أكثر لهوة يتلهوا بينا أكثر هذه انطباعات أكيد المتألقين في هذه الألعاب البارالمبية كلمة سي علي بعد هذه المشاركة أكيد كما قلنا باش نرجعوا بأكثر تفاصيل بأكثر فرحة بأولادنا اللي يتألقوا في هذه الألعاب واللي شرفونا ومثلوا تونس أحسن تمثيل وسمعنا النشيد الوطني 9 مرات بركلة 9 مرات والعلم تقام 19 مرة 19 مرة نظن فما برشا ممكن الإنجليز اللي بدأوا يتعلموا في النشيد الوطني أولادنا ont été adoptés par les spectateurs غادي ونهيك البي بي سي استدعاتهم وعملت لهم بلاتو خاص بيهم تي في 5 كيف كيف الجزيرة والعربية وتقريب التلفزات الكبار الكل بركل استدعاوهم قناة حنبال باش تزيد تستدعاهم ان شاء الله قناة حنبال باش تستدعاهم وممكن حتى التونسية الأولى تستدعاهم ونلبي نفرحوا بها من الناس الكل نفرحوا بها من الناس الكل مش حتى مشكل و إلا نقولوا إن شاء الله نلقاو الدعم الكبير من وسائل الإعلام الدعم الكبير لأن الرياضة ما هيش الدولة فقط اللي تمولها المجتمع المدني يلزم يساهم في تمويل الرياضة بكل أصنافها وخاصة الرياضات الفردية لو بارون بوفر دو سبور في كل العالم استعلي قداش صرفتوا على الأولاد من أجل التحضير للألعاب الأولمبية فلوس عطيني المبلغ صرفنا ما يقرب ل 700 مليون فقط على 31 رياضي اللي شاركوا يعني 700 مليون لا صرفنا على 80 رياضي اللي نعد فيهم منذ 4 سنوات السنة صرفنا قرابات 700 مليون لأن أولادنا في تربص مغلق طول السنة إقامة وإعاشة على طول السنة مع الناس جمعيات كيف الجامعات الأخرى جمعيات اللي هي توصل لك ثم أنت تأخذها الستاج بلوكي وكذا الجامعة هي تقوم بكل العمل من الأساس لأن الجمعيات متاعنا عبارة كانهم جمعيات مدرسية كانوا من نوادي مدرسية في ليسي لغير ذلك مركز المختصة للحديث اكيد سي للحديث بقيه كما قلنا باش تشرفونا ان شاء الله في بحر هذا الاسبوع في حصه خاصه لتكريمكم بعد هذا الانجاز سفيان المجري كان موجود معاكم هكا ولا في الوفد معنا وبالمناسبه نقدم له ليه ولعائلته التعزيه الحاره باسم المكتب الجامعي وباسم كل الرياضيين المعاقين ان كانوا حاضرين معاه في لندن او غير حاضرين نعزيه في وفاه والدته اليوم
وربي يرحمهم. تعازينا الحارة أيضا من أسرة قناة حنا بعلو. أيضا يقول لي سي صالح من وزارة الشباب والرياضة أيضا تعازينا الحارة للعب الدول السابق المدرب أيضا في كرة اليد خالد عاشور بعد وفاة والدته. إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. نمشي لأمل الحداد في إجابة عن سؤال الحصة. أمل أهلا بيك. مرحبا. قبل ما نعطيك نتائج المسابقة فما برشا تدخلات تقول معناها تدخلات اللي تخص المسابقة هذه تقول أنه ما يلزمناش نكون قاسين برشا على البلبولي وما ننساوش المجهود اللي قدمه للمنتخب. وفيما يخص المسابقة 54% يراو أنه معز بن شريفية هو الأجدر بحراسة مرمى المنتخب، في حين 46% يقولوا أنه فاروق بن مصطفى هو اللي يستحق حراسة مرمى المنتخب. ونختم سؤال من رشدي التويتي النادر داود فيما يخص الانتدابات في الترجي الرياضي التونسي خاصة معنا أزوكا ومانويل كلوتي، شنو رأيهم في الانتدابات هذوما يا نادر؟ أمل الحداد يعطيك الصحة، مشكورة جدا من خلالك التحية لشاكر الكنزاري في أقل من 10 ثواني. وطبعا نرجع بالتحليل الأسبوع القادم. الزوز مهاجمين هذو مهاجمين من طراز عالي، كلوتي مسجل 14 هدف في كأس ضربة الأبطال فقط، لكن كذلك ما نساوش البلايلي والزواغي وذاقد وسيف الله حسني وديدالي بلي، كلهم انتدابات ممتازة وتحسبا لخروج المساكني والعواطف. شكرا لك نادر داود. سي صادق قروز يعطيك الصحة، طارق العليمي مشكور جدا، سي علي حرزالي يعطيك الصحة.